الو، السلام عليكم الناس المتابعين ديال اكس بلابلا، المحبين ديال هذا البرنامج هذا والكومينوتي ديال ديفسي اون جينيرال. مرحبا بكم في حلقه جديده. اليوم حنا في الحلقه 81. دونك تبارك الله، حتى الناس اللي اول مره كيشوفونا راكم فاتكم بزاف ديال الحلقات. تقدروا تشوفوهم كاملين في الويب سايت ديالنا geeksblabla.com ولا في الفيسبوك ولا في يوتيوب اللي بغيتو. المهم حنا كاينين في جميع السوشيال ميديا بلاتفورم، قلبوا على جيكس بلابلا. وحتى الناس اللي كيعجبهم يتبعوا كبودكاست، يعني غير يسمعوه، تقدروا تقلبوا علينا باسم ديال جيكس بلابلا في كاع لي بلاتفورم ديال البودكاست. دونك كما قلت لكم حلقه 81، وهذه الحلقه هذه غادي تكونوا غادي تكون سبيسيال على الليرنين. دونك هذه حلقه 81، وحيت هذا الموضوع هذا تكرر بزاف ديال الحلقات، دونك قلنا اننا ندير واحد الحلقه خاصه بالليرنين وكيفاش ممكن اننا نعاونوا الناس انهم بدات يقراو، وكيفاش هما لي داسوس اللي كنخدموا حنا ومع الكوميونيتي باش اننا نقراو بواحد الطريقه اللي هي افكتيف. دونك معنا الدراري اللي غادي يعاونونا بزاف. قبل من هذا الشيء، قبل ما ندوزو اليوم ونتعرفوا اليوم، الا كان الصوت هو هذاك، الصوره هي هذيك، جاست سي هاي في لي كومونتير باش كنت نعرفكم. الا كتبغيو شي واحد يستفد من هذا اللايف هذا واللي غادي يكون مفيد، انا شخصيا غادي نستفد منه بزاف، حيت معنا دراري اللي بالنسبه لي دي هيرو في هذا المجال ديال ليرنين. طاقيوه، بارطاجيو اللايف مع صحابكم، يكون صافي الشعب الفائده. بين ما يتجمعوا شويه الناس، غادي نخليكم مع هذا الانترو هذا ونرجعوا باش نتعرفوا على الضيوف ديالنا ونبداو الحلقه ديالنا. الو، مرحبا بكم، عدنا. السلام عليكم كاملين. اليوم معنا مريم، عفاف، مهدي، جلال وعبد الرحيم. قريتهم المهم بالدوره ديال ماشي عكس دوران الساعه، ولاني مع دوران الساعه. دونك اول حاجه نتعرفوا عليهم باش كومسا نبداو، كي غادي نتعرفوا عليهم اكثر حتى غادي يديروا لنا شويه على كيفاش كيقراو كذا، ولكن غير تعريف بسيط في 30 ثانيه كل واحد شكون هو. بداو بمريم، الفور دابور. شكرا لك يوسف. يوسف بدي بعفاك، ولكن كنت بلاش. يلا بحال والله، يلا بحال. معكم مريم زايد، ديفلوبر و كيو اي انجينير، ليد ديال ديف سيرابات و كوهوست بعد مرات في كيكس بلا بلا. اوكي، عفاف. عفاف رضاوي، عندي 20 عام وبقى ستودن. عندي ديوتي جيني انفورماتيك، وهاد العام جلست كنقرا راسي في الدار. اوكي، مهدي. الو، سميتي مهدي، مصافر انجينير، وعزيز عليا كومبايلرز اند ديستريبيوتد سيستمز، وعزيز عليا انت هادشي علاش انا في هاد الابيزود. اوكي، سي جلال. السلام عليكم، اخوكم جلال. انا حتى انا عندي 20 عام، ولكن ديال التجربه. من خدمت في القرن الماضي وانا عجبتني بزاف الاوتوميشن طبعا والاي تي، ولقيت الناس اللي يخلصوني باش نتعلم. هذه زوينه. مزيان. استاذ عبد الرحيم اذا كان كيسمعنا. كنسمعك. دونك عبد الرحيم الصباعي، فول ستاك ديفلوبر كلاود اركيتكت. صافي، شكرا. المهم شكرا الشباب، صراحه بغيت نقول للناس اللي كيتفرجوا فينا، حيت الحلقه شويه الموضوع اصلا شويه تريكي، يعني كيفاش نتعلموا، شنو نتعلموا، اكسيتيرا. وهنا بدات كاين بزاف الناس اللي كيقول بدات خصنا نجيبوا دي زيكسبير اساسيدا بيداغوجيا اكسيتيرا. والبرينسيپ ديال ليكس بلا بون جينيرال ماشي هما حنا دي زيكسبير اللي كنعطيو لي تروك اللي ضروري تطبقهم، وانما كنحاولوا اننا نبارطاجيو الاكسبيريونس ديالنا. ولكن هذا لا يمنع ان الناس اللي معنا هنا عندهم تجربه صراحه زوينه بزاف، ومختارين زعما زعما مختارين مزيان. دونك بحال دابا عندنا عفاف تقريبا من ايتيديون، يعني مادا كتقرا، من الناس اللي انا شخصيا يعني كنتبع كل سوا لي زارتيكل نتاعي اكسيتيرا، الطريقه كيفاش كتقرا اكسيتيرا اللي تعاوننا بزاف باش انا تبارطاجي وتبين بان واخا انت ايتيديون كاين واحد لا فاسون ديال انك تقرا بوحدك، ماشي بالضروره تكون فورماسيون ديال المدرسه اكسيتيرا. كاين مهدي اللي ديما كنشوفو كيفاش كيقرا وكيمشي للعمق ديال شي حاجه. دونك غادي ندويو معاه شويه على هذه القضيه ديال واش ضروري خصك تكون عميق في لي تروك اللي كتقرا، واش ضروري تمشي اوبو ولا تشوف غير سطحيات اكسيتيرا. سي جلال ما غاديش ندوي عليه حيت كيدوي على راسو بزاف ديال لي تروك، وكيما قال يعني التجربه ديال 20 عام، دونك غادي يعاود لنا بزاف ديال الحوايج.
وفي حاجه اللي شويه ماشي نقول غير شخصيا انا في الطوارئ ديالي ما كنلقاش بزاف, هو ان بنادم اللي كتكون عنده اكسبيريونس كبيره بحال اللي كيحاول كيستاغني في واحد الحاجه ما كيبقاش يقرا بزاف. المهم تراقى التجربه ديالو غادي يشرح لنا علاش اصلا ليرنين مهم حتى واخا تكون انت اكسبيريونس ديالك 20 عام 30 عام. دونك ليرنين خصو يكون شي حاجه اللي هي انفينيت جيم كما كنقولوا. ومعنا السي عبد الرحيم اللي حتى هو واحد الاكسبيريونس عنده ديال سيلف تاوت, يعني ما قراش في مدرسه ديال الانفورماتيك, دونك غادي ينفعنا بزاف في هذه القضيه. واكيد مريم اللي غادي تفيدنا حتى هي بزاف ديال الحوايج, خصوصا انها هذه غنيه ممكن عاودت لينا في الحلقه اللي فات انها كتعاود تقرا دي تخوك اللي هما يعني كتعاود تفكر شي حوايج. غادي ندوي معاها كيفاش واش هذا التفكير هذا اللي دار شنو هو لي بروبليم اللي وقع ليها, وكيفاش عاودات يعني ازيرو ولا شي حاجه لي تخوك اللي بيتيت كتنساهم وكيفاش كتعاود تراجعهم. وغادي نستافدو منهم كاملين باش انكم صا حتى الا كانت شي حاجه اللي بيتيت ما خصناش نساوها كيفاش اننا ما نبقاوش نساو دغيا كتدا. دونك هاد لي تخوك كاملين كنقولهم. واحد الحاجه اللي نبغي نذكر الناس بها هو اننا حنا هنايا كما قلت كان بغينا ندوي على الليرنين, وغالبا حتى الا كانوا شي اسئله ما غاديش نجاوبوا عليهم على التعليم في المغرب اكسترا. المهم هذا واحد الايشيو اللي هو اكبر من دابا اننا ديسكوتيو هنا. حنا غادي نحاولوا اننا نفيزيو بيرسون, يعني الناس اللي عاديين كيفاش انهم يعني كيفاش ابغريد راسك ماشي التعليم كيفاش داير لحقاش سيتياسيون ما نقدروش حنا نتخطيوها. ودزت فاصو يعني باش ما يتسماش بان التعليم في المغرب هو اللي فيه مشكل, وانما الطريقه كيفاش التعليم دابا في العالم كامل ماشي هي الاوبتيمال وكاين بزاف ديال لي تروك. دونك ما غاديش نهضروا على التعليم فيه مشكل ولا ما فيهش مشكل, ولكن غادي ندويو على الناس وكيفاش تابغريدي راسك وكيفاش تعلم راسك براسك. اوكي دونك حاولنا نتفاهموا على هذه القضيه هذه باش كومسات كل حلقه هي هذه. وغادي ننطلق من هذا الشيء اللي قلت يعني, وبغيتكم بدات الناس اللي كسوا كيقراو ولا خداو واحد البوست وبقاو فيه استاغنا ولا شي حاجه, شنو هي لا فالور ديال ليرنين خصوصا في الدومين تاعنا علاش مهمه بزاف. نبداو مع لي ستوديو بالنسبه لهم الناس اللي كيقراو اكسيتا, نبدا معاهم علاش ليرنين سيلف ليرنين بالضبط علاش مهم بالنسبه ليك وبالنسبه للكارير ديالك. نبداو مع عفاف. عينك فيا بغات تفرج دبي هاد الحلقه محشوش عليك. لا 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 عفك عفك. اولا بعد اول حاجه انا الصراحه مهم بالنسبه لي غير حيتاش انا اصلا عزيز عليا نبقى نقرا, الا ما الا جلست زعما ما استفدتش حاجه ويدوز عندي النهارات خاوين ما كنحس براسي ما عنديش شي قيمه. اول حاجه ثاني حاجه كيدوز عندي النهار خاوي انا فهاد السن شنو زعما كيتسنى مني الواحد غادي نكون كندير كاع من غير القرايه ما كاينش حاجه اخر. بالنسبه لعلاقتها بالدومين كنعرفوا حنا بان اصلا الانفورماتيك هو واحد الدومين اللي فيه ديما الجديد, هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى كبير بزاف كما كنقولوا حنا بحر, الى وقفتي على التعلم راه غتحس براسك جالس في بلاصتك ما كتستافد حتى شي حاجه. لا من ناحيه لي نوفوطا كيف ما قلت يعني ما غاديش تبقى مواكب هذاك الشيء اللي جاي جديد, ولا من ناحيه هذاك الشيء اللي ديجا كاين غادي تحس براسك مثلا الا كنتي خدام ولا كنتي كتقرا هذيك البوزيسيون اللي فيها كتحس براسك ما عارف حتى شي حاجه. انت كتقرا يوميا وكتحس براسك ما كتعرف والو محزك الا ما كنتي كتقرا حتى شي حاجه. دونك هادشي علاش كيجيني انا مهم بزاف التعلم في الدومين ديالنا, حيت ديما خصك تكون كتحرك ديما مخدم دماغك ديما كتستافد شي حاجه جديده باش تبقى اجور وتبقى اليز فيه. وكنظن هادو الجواب ديالي على السؤال. اوكي باش نشارك الشباب اللي معنا جاري التاور كنعتبره شاب يعني كنا شباب يعني. اوكي دونك باش نشارك الدراري معنا الوغ البرينسيپ هنا هو انه بغينا في هذا السؤال الاول بعدا نكونفينسيو الناس بدات كاين اللي كيقول مثلا قرا واحد 18 شحال كيقرا 18 عام زيد عليه شحال من عام اكسيتيرا باش كومسا كاين اللي كيعتبرها بحال خدمه. دونك فاش كيوصل ديك الخدمه كيعتبرها واحد الجيم اوفر سالات يعني القرايه رجعلو. بغينا فهمتي بحال نقنعو اكثر باللي بيتيت القرايه ولا ديك الليرنين مهمه بزاف في القدام. انا جوج خوان نبداو من الانطلاق ديال ان ديغنيغمون يعني واحد 10 سنين ولا شي حاجه ولا انطلاقا من 2000 ولا ليكونومي مونديال تيتسمى ليكونومي ديال النوليج يعني ما بقاش شي حاجه اللي كتخدم فيها فيزيك بزاف. دونك ولات غالبيه الخدمه اللي كتخدم توسكي نوليج. والنوليج المشكل ديالها هو انه يعني ليكونومي ديال المعرفه خصك ضروري تطور سينو تولي outdated سينو ما تبقاش تخدم. دونك واخا دابا خدمه ولا راك مزيان ولكن الا ما كنتش عندك ديك كنقول لها الملكه ديال انك تبدا تقرا افيغ ميزو غادي تلقى مشكل. بدات شي واحد بغى يضيف في هذه القضيه هذه. شوف جلال اللي بدات
كان شويه مع ليكونومي ديال ما قبل 2000 ودابا واش تبدلت القضيه وشنو هو الاستيوس؟ التجربه ديالي هي كانوا معنا شي ناس في الحقيقه ما بغاوش يتعلموا بحال هادشي اللي قلنا، يعني ديما كل نهار ولا كل سيمانه شي حاجه جديده، ولو كان كما قالت اختي عفاف ديما شي حاجه ما يتعلم وديما شي حاجه تبدلات. هذوك الناس دابا تنعرفهم ولقاو يعني مازال كاين شي ميدان فين هما خدامين ورابحين فلوس مزيان، رابحين حياتهم مزيان، مدخلين تبارك الله بحال دابا نقولوا خبير في كوبول، راه كاينين راه موجودين، خدام في البنكه، خدام في الاسيورونس، ماشي ضروري باش يكون هذاك التعليم على الفلوس. انا في رايي اللي فهمت هي التعليم بحال هكا كونتينوس ليرنينغ ولا الى بغينا نسميوها هكا، هي واحد المايند سيت، واحد الشخصيه فيك ديما تتقلب على حاجه جديده باش الى جاك شي تحدي ولا جاك شي سؤال تعرف وتفهم وما وتبقى في السوق بحال الى شي واحد جديد. إذن ماشي شي حاجه اللي تحط شي واحد في الخطر، يقدر بنادم يخدم ولو دابا مثلا نقولوا جافا، جافا عرفتي الناس اللي داروا لي مليار ديال لينكو ديال جافا راه مازال يخدم 30 40 عام في ماتنونس، ماشي ضروري باش يتعلم جافا من وجافا ماشي كوتلين وهذيك لي دي اس كاملين وهذيك الشيء جديد اللي خارج، ماشي ضروري. ولكن هذا الشيء تيرجع لينا الشخصيه ديالنا، واش حنا فينا هذاك الشيء طلب ديال العلم ولا لا. اوكي جلال، ذكرتي ديك القضيه ديال المايند سيت نتاع السيلف ليرنين ولا كونتينيوس ليرنين ديال الناس، كما قلنا كاين الناس عندهم والناس ما عندهمش، شكون كيخلي شكون شنو هو السبب اللي كيخلي مثلا انت كجلال عندك هذيك المايند سيت وما عندش شي واحد اخر؟ نقول لك التجربه ديالي هي خشاوني في واحد البيت 6 شهور، درت واحد ستاج يعني كرم في هذيك الوقت، كل شيء كان عنده العلاقات وتتعرف حنا ولاد العرب في فرنسا، فتمشي تقلب على ستاج راه ما يمكنش، يتحط سميتك يزلطو الله يعاون. دونك كتبت 40 رسالات حتى واحد ما قال لي ايه، جوج جاوبوني قالوا لي لا في 40. دونك شنو داروا لي هذوك اصحاب الجمعيه في التجمع، خلوني في واحد الصندوق قال لي انت تعلم 6 شهور دير لنا داكشي اللي بغيتي. دونك درت واحد الموضوع ديال سيرش انجين، وصدقت هذاك الموضوع ديال سيرش انجين هو سبحان الله يمكن نهضروا عليه، ولكن مهم جدا دابا قبل ما يكون ستاك اوفر فلو، قبل ما يكون هذاك الشيء اللي تعرف يلقى المعلومه هو اللي تيوصل يعني العلم دغيا دغيا. دونك هذاك السيرش انجين داروا فيها الخير، وتعلمت حاجه اخرى هي تعلمت كي تايبينغ، يعني بقيت نضرب بالزربه بعد 6 شهور صافي الحمد لله كنت فلوينت في كي تايبينغ. دونك هذا الشيء باش نجاوب السؤال ديالك، هي في الحقيقه يمكن انا فهمت يمكن هي واحد العاده، واحد العاده بنادم تيبنيها في الاول بان خاص يتعلم، وهذيك العاده في الاخر ما تطلقوش، تولي ضروري خاص ضروري يتعلم ولو راه شابع فلوس وشابع ما عندوش مشكل، عنده الكومفورت وعنده هو فيموس والى اخره، ولكن مازال ترجع لهذيك العادات ديال السنوات فين كان تيتعلم بوحدو، ضروري مازال خاص يزيد يتعلم. دونك هي بحال العاده، يعني كتبدا العاده راه ديما تقدر انت تكتسبها، يعني ماشي شي حاجه اللي كتزاد تتزاد معك، كاين شي حاجه اللي خصنا ضروري نتاكدوا منها ديال انه هذه الي بوسيبل. كاين اللي كيبدا كيقول لك المايند سيت ديال السيلف ليرنينغ ما عنديش مع داكشي، راني قال صافي ما يمكنش، بدات واحد اخر عزيز عليه داكشي باش عنده داكشي من الصغر. كما قال جلال هذه هابيت يعني، وكتعلم ليها شويه ديال السيلف ديسيبلين وكتعلم اكسيتيرا. شي واحد بغى يضيف شي حاجه في هذا الموضوع بالضبط ديال المايند سيت بالضبط؟ مريم عندي ما نضيف صراحه. هو انا كيما كناخذ الامور ديجا دومين ديال الاي تي هو حرفه صراحه، سيكير كشوز اكيز اللي كتعلمها مع الوقت وكتسقلها مع بزاف ديال ليرنينغ، يعني ما غاديش كيما الناس اللي كيقراو في المدارس ديال لي زيكول سوبيريور ولا حتى في لي يونيفرسيتي ديجا كيعطيوك لا باز، هادي اوني توجو توس داكور، مي ملي كتخرج للدومين كتبغي تخدم كتلقى شي حاجه اخرى، ديكو خاصك تانفيستي شويه ديال الوقت وشويه ديال الفلوس صراحه الا كان ممكن باش كتقدر تعلم شي حوايج شويه افونسي. وحتى في الوركينغ باث ديالك، بحال مثلا انايا جي شونجي
جي شونجي البروفيشن ديالي من وحده لوحده اخرى. دونك مازال واخا دابا كندير مره هنا مره هنا. في الاول كنت ديفلوبر فرونت اند، ابري مشيت للكيو اي انجينيرين. دونك باش دير لو سويتش خاصك تعلم بزاف ديال الحوايج. دونك في هاد السنوات اللي خدمت فيهم از كيو اي انجينيرين تعلمت بزاف ديال الحوايج على الكيو اي، وحتى في الفرونت اند صراحه ماشي نسيتو، ولكن كما قالت عفاف راه التكنولوجيا راه ما كتحبش. جونغ كل مره كتبان شي حاجه جديده وكتلقى راسك غافل على بزاف ديال شي حوايج اللي فاتوك ولا شي حوايج اللي غادي ينفعوك من بعد. دونك هذا ما كان شي اللي بغيت نزيد. عبد الرحيم اش نقول لك؟ الانفورماتيك انا ما تنعتبرها صراحه سيونس، تنعتبرها حيت بحال تاخذها الانترناسيونال، فهمتي؟ حيت لا هو اللي بحال ميزيك ولا البانتين ولا شي حاجه بحال هكا، شتي في الشينوا ولا شتي في المغرب راه بحال نفس الشيء. الانفورماتيك دونك الا كانت عندك سي بليطو شي حاجه اللي في يدك واللي فيها جوج الحوايج اللي مهمين بزاف. المهم كاين لو بروميير بارتي، هي واحد البارتي اللي اني تتزاد معاك، فهمتي؟ الا كنت انجينير باي هارت صافي راك انجينير، فهمتي؟ واخا كنتي دير شي خدمه واحده اخرى راه ديرها بواحد الطريقه ديال انجينير. دونك هذه هي الحاجه الاولى. كاين هاد لا بروميير بارتي. البارتي الثانيه هي الهارد وركين والهابيتس كما قال جلال، باد هابيت ولا جود هابيتس، راه كل بجوجهم هابيتس. دونك راه بجوجهم تتريني الدماغ ديالك باش انهم يدير هذيك الحاجه. بلوس كاين انا بيرسونيلمون تن انجوي البروسيس ديال ليرنينغ، زعما انني نتعلم شي حاجه تيعجبني الحال، ماشي اكزرسيس بالنسبه ليا بحال خاصني نقرا. باغ كونطخ فاش كنت في المدرسه، فاش كنت نقرا في تمشي للمدرسه مع التمنيه وداك الشيء، هذيك ما كنتش نحملها، ولكن زعما باش نجلس انا ونقرا داك الشيء اللي بغيت تيعجبني الحال. وبحال كاين داك البروسيس ديال الجيميفيكاسيون في انفورماتيك، وسيرتو فاش شي تنديرو هو اننا تنصوبو تنديرو شويه ديال البروغريس وتتبان الريزلت. دونك كاين ديك الجيميفيكاسيون ديما دماغك تبقى مطلع البروسيس ديال 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 ليرنين، وبحال تعطيه مثلا ك ك ك ك برايس، تعطيه داك الفيلين ديال انك كرييتي شي حاجه ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هذيك بالنسبه ليا هي اهم حاجه في سميتو، هي انه خصك تاخذ البروسيس ديال ليرنين وتحيدو من هذيك البارتي ديال ليكزيرسيس وخاصك ديرو بزز لواحد الحاجه اللي تتانجوي انك ديرها. وهنا صراحه انا شويه الباك جراوند ديالي في الاول قبل اصلا ما نكون بحال هكا، قبل ما نعرف كاع لا فورماتيك وداك الشيء، كنت يعجبوني دوك شويه لي زيشيك سودوكو هذا انا، وداك الشيء تبقى تطلع في الديفيكولتي. واحد شويه نهار اكتشفت البروغراماسيون بحال عطاتني واحد لانفينيتي ديال لي بوسيبيليتي ديال انني انجوي بزاف ديال الحوايج بلا ما نملعو، يعني حيت لي جوج يملهم مع الوقت. باغ كونطخ لانفورماتيك ديما تعطيك تشالنجين. دونك من تماك راه لو في انني تعلم شي حاجه جديده راه ديما تعطيني بليزير اكثر من انها تعطيني بين صراحه. كول تتبان الموتيفاسيون سي عبد الرحيم. ندوزو لعند السي مهدي باش نختمو هاد لابارتي الاولى. صراحة راه لا بيبار ديال الحوايج ديجا تقالو. بغيت نهضر انا غير على واحد لو بون ديال ان هادشي كامل اللي تقال ما تيتابلياش غير على لافورماتيك. حنا سي فغي كنحطو كلشي في الكونتكست نتاع لافورماتيك، مي كاع الناس اللي خدامين حرفي اخرين ولا دايرين دوت سبيشاليتي كيابليكيو نفس القضية، تا هما خصهم كونتينيوس ليرنين، تا هما خصهم هادشي كامل. باي ذا وي مدام قلتها مهدي، الحلقة راه ماشي خاصة بالاي تي، دونك تقدروا تبارطاجيوها مع اي واحد اللي في الدومين خصو يقرا، اي واحد يعني. حنا بحكم ان كاع واقيلا كاع الناس اللي هنايا كلشي خدام في لافورماتيك كنحاولوا نبانديو ديسكاشن على الحوايج اللي كنعرفوا. مي اون جينيرال الديفيرونس اللي كاين ما بين الدومين ديال لافورماتيك ولي دومين الاخرين، ان واحد الدومين اللي هاد الهضره ديال كاست كالت دابا من قبل كي ايفوليو دغيا، سكيفي يو ار اكسبكتد نتايا از ا سوفتوير انجينير انك تكون ديما كتعلم الا كنتي باغي دير واحد البروغريس مزيان في لا كارير ديالك. وبغيت نقول واحد القضيه، واحد الحاجه اخرى عاوتاني اون تيرم ديال بيرسوناليتي، الناس اللي كيقيلوا كتلقاهم كيتعلموا بزاف ولا كيحاولوا يتعلموا بزاف كتلقاه دوراسيون كيكون فضولي. ماشي علاش هاد القضيه هادي، مثلا غير ممكن تلقاه فهمتي
الانسرز ديالو كيبغي ساتيسفايهم. والمشكله ان دابا عندنا سيرش انجنز وعندنا كوميونيتيز وعندنا اي دون نو فورمز, وفاش كتبغي تعرف شي حاجه ساهل تمشي تسول تمشي تقلب, تقدر دير كل شيء بيديك, ما بقيتش يعول على حتى شي واحد, ولا انفورماسيون ما بقاتش حكر على واحد البلاصه ولا على واحد الكتاب في واحد القنت في واحد الخزانه. كل شيء ولا اكسيسيبل, يعني اي حاجه بغيتي تجاوب عليها تقدر تجاوب عليها الا انفيستي شويه ديال الوقت. وفاش كدير هادشي المره الاولى وكتلقى الانسر, كدير هادشي المره الثانيه وكتلقى الانسر, بحال كتطبع ديك الهابس الدماغ ديالك كيطبع ديك الهابس كيقول فوق ما غنبغي نلقى شي حاجه غنمشي نقلب عليها انا وغنلقاها اوفينال. شحال ديال الجهد غادي ندير باش نصل لافورماسيون كيتبدل اون جينيرال. سي سا ليدي. هادو هما لي دو بوين صراحه اللي بغيت نقولها. ما جينيرالمون ديسكاشن راه كانت كافيه باش دونك الا بغيت نلخص زعما شنو تقال في هذه القضيه هذه جيرال بيتيت واخا هو الاول هضر, يعني لخص كل شيء. القضيه ديال هابيت, يعني واخا ما تكونش عندك هذيك القضيه ديال انك سيلف ليرنين وكيعجز عليك تعرف جديد مره, فاش كتكون هو كما قال كان مجبر عليها في واحد لابارتي ولكن اكتشف بان هذيك لابارتي نفعته بزاف. دونك الا كنتو حاولوا تستغلوا واحد الكيتيديو ولا شعلات بدا تستغل هذه القضيه هذه باش كومسا تولي هابيت وتولي بار ديفو, يعني ما تحتاج تفرسي راسك باش انك ديرها. غادي من هذه لابارتي نتاع الاستوديو, حيت غالبا جيكس بلا بلا عارفين الناس اللي كيتفرجوا فيها غالبيتهم, يعني يلاه بداو. وكاينه هذه القضيه اللي كنلقاوها بزاف في كاع الحلقات, يعني ولا في كاع فاش كنمشيو نديرو ديزيفيرمون هكذا عند الاستوديو ديما كاينه كما قلت لكم. ما بغيتش ندوي على التعليم في المغرب ولكن غادي نقيسوا واحد شويه ونعاود نرجعوا لا بارتي ديال انه بيتيتر كيقولوا بانه الفورماسيون ما مزياناش اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا, كاين بزاف ديال الهضره. وهنا ديما كنقول واحد القضيه كش سواء اي واحد سولني ولا اي كذا كنقول له بيتيتر فاش كتكون في سيتوياسيون بحال هذه كتسمى بان لو فورماسيون ولا الفورماسيون ديالك هي ريسبونسابيلتي ديالك, دونك انت هو اللي خصك تلقى الحل فاش كتبدا. المهم على حساب شنو الاستراتيجي بغيتي, واش توب داون ولا داون توب ولا اللي بغيتي. المهم البرينسيپ الفيلوسوفيه انك انت تكون مسؤول على الفورماسيون ديالك. ومن هنا كتجي الاهميه ديال هذه الحلقه هذه, يعني الناس اللي مثلا كيعطيو لارغيمون ديال بيتيتر الفورماسيون اللي قرينا ماشي هي هذيك ولا كذا, راه ما عندك حتى شي عذر باش انك تعطي هذا العذر مره اخرى. المهم اون بريف شويه قاصحه ولكن راه مهمه بزاف. بيتيتر بغى شي واحد يضيف شي حاجه في هذه القضيه هذه جلال؟ في القضيه هذه صراحه اللي دابا تيقرا وما عجباتوش القرايه ما عليهش, لان اغلبيه من هنا 3 سنين 4 سنين ما ماشي يعني ماشي كاع ريليفانت. ما حتى واحد ما يسولك شنو قريتي هذه 5 سنين ولا 10 سنين, بغا يعرفوا شنو كاين دابا, واش انت يعني موجود ولا عرفتي شنو عرفتي تكلف بهذا التكنولوجيا الجديده او بهذا الباترنز الجداد. وحقيقة هذاك الشيء كامل اللي تعلمت 5 سنين في باك بلس 5 من خرجت بقاو لي ثلاثه الحوايج من خدمت اول مره في الخدمه ديالي, بقى لي اس كيو ال هذاك داتا ستراكشرز وهذاك الالغوريثم صافي. اما 15 ماده ما ديت منها حتى حاجه في الخدمه ديالي. دونك في الحقيقه بحال الا كانت هذاك الشيء ديال الثقافه العامه وصافي. اما الا بغيتي تخدم وتبني كارير, ولا انا ما متيقنش بهذه الكلمه ديال كاري, ولكن الا بغيتي تخدم وتسترزق راه في الحقيقه هذيك الهابيت ديال سيلف كونتينوس امبروفمنت اند كونتينوس ليرنينغ هي المهمه جدا. خاص نتعلموا باش تبقى تستمر 10 سنين او 30 او 40. دابا تنشوف معايا شي ناس عندهم 55 سنه ومازال تيكودي فول ستاك, تصور. فهذه 30 سنه من بدا ما كان كاع الكلمه ديال فول ستاك ما كانش كاش القاوس, ولكن هو مازال مستمر ومازال تيصور الفليسات وخدام ستارت اب الى اخره. دونك المهم ماشي فين بديتي, المهم هي كيفاش غادي مع في الطريق. اوكي جو كوا ندوز العفاف حيت هذا الميساج اللي زيتيديو, يعني جو كوا احسن واحد اللي يقدر يدوز الميساج هو زيتيديو. واي غنجمنا ديك النقطه اللي قلتي هي انه هذه المرحله خاص بنادم يتعلم على راسو, حيت كتولف من اصلا من هذيك العاده ديال انك تبدا تعلم راسك تقلب على المعلومات راسك, كتبدا بحال كتحمل المسؤوليه ديال نفسك. شنو كتدخل دماغك, شنو كتخرج, شنو باغي تولي, شنو باغي. هاد المسؤوليه فاش شنو كتنفعك الا تعلمتيها, راه كتنفعك في خدمتك من بعد, حيت في خدمتك ما يكونش عندك بروف اللي كيقول لك السيستم اللي غتقرا ولا اللي غيقول لك معاش غادي تدخل معاش غتخرج وكيفاش دير تايم مانجمنت ديالك. دونك راه اون فوا تفوت الباك خاصك توعى بانه
بانه صافي وصلتي لواحد المرحله اللي خاصك تبدا تخدم على راسك شويه، كيفاش ننظم نهاري، كيفاش نقرر شنو غادي نقرا، شنو غادي نخدم، شنو بغي ندير هنا من هنا لواحد العامين، من هنا لواحد عام، ولا حدد غير شهر. انا كندير غير كل شهر كندير لي الجولز ديالو بلا ما تمشي كاع بعيد، باش ما تبقاش جالس ما كدير حتى شي حاجه. دونك كيف ما قلت انا بالنسبه لي ماشي ديال الدراسه، كاين شي حوايج خايبين في السيستم، ولكن هادشي ما كيتصلحش دغيا اولا. وحاجه اخرى انه ما تشقى الا كانوا هما غالطين صافي غتبقى مقابلهم. انت عندك حياتك خاصك تعيشها، دونك خاصك تعيش مع داكشي اللي كاين وتصلح داكشي اللي غينفعك. وحاجه اخرى، انا بالنسبه لي مثلا التجربه ديالي في ديك ديوتي، مثلا لي موديول اللي كانوا عندنا ما كانش عندي معهم مشكل، كانوا عندنا دي موديول زوينين، مواد زوينين، لي بروف حتى هما كان دي بروف مزيانين، دي بروف لا وشي حاجه عاديه، واخا ما عرفت كيفاش يكون داك السيستم واعر، ديما غادي تلقى اشخاص اللي مزيانين واشخاص اللي لا، شي حاجه نورمال. دونك ما كاينش تبقى تشكى منها، بروف مزيان غتستافد منه، بروف ماشي مزيان حتى هو غادي تستافد منه. عاوتاني شنو اخر اللي كان عندي انا الصراحه مشكل معاه في ديك الساعه، هو انه كتلقى عندك بزاف ما يتقرا والوقت كيجيك قليل. ولكن منين دابا هاد التجربه اللي دست منها هاد العام جلست، لقيت بان كل شيء كيتوقف على انك تعلم كيفاش تجيغل لو طون ديالك. الا قدرتي تنظمو وتتنظم الاولويات ديالك، صافي كل شيء كيمشي مزيان، كتولي تعرف علاش تركز. عاوتاني تعلم كيفاش كتقرا الموضوع ديال هاد الحلقه، نيت كتعلم كل ماتير كيفاش تخدمها، كل حاجه كيفاش تخدمها، كتولي كل شيء غادي اليز. يعني يا شويه ديال المجهود الشخصي راه صعيبه غير في الاول، كيجيك داكشي صعيبه كتولي فصح كيولي داكشي غادي ميسر وصافي. هادشي اللي نقدر نقول. شكرا عفاف، شي واحد بغى يضيف شي حاجه في هذه القضيه هذه؟ اوكي، دونك جو كوا هاد لابارتي اللي درنا في الاول مهمه بزاف، حيت الا ما اقتنعتيش اصلا بان لوطو فورماسيون ولا الفورماسيون راه ريسبونسابيلتي ديالك، هاد الحلقه ما غادي تفيدك في والو. يعني الا ما كنتيش حتى مقتنع بها بانك حتى خصك تقرا ما تعتمدش على شي واحد اخر، راه كي كتكبي المهر بلا. دونك حتى الا مثلا ما اقتنعتيش حتى تسالي الحلقه وعاود رجعها من الاول واسمع لها الهضره مزيان. اوكي دونك جو كوا نحاولوا نبداو دابا اللي تسالي الناس مقتنعين بانهم بغاو اسيدي عارفين بان القرايه خصهم يقراو بوحدهم اكسيتيرا. نبداو مع الاول، يعني كاين جوج ديال لي بارتي كما كنقولوا في كسوا الا بغيتي تقرا اكسيتيرا. كاين اول حاجه ديال ان واحد تالف ما عارفش شنو كاين وشنو بغى يقرا وشنو هو الدومين، وكاين واحد عارف هادشي كامل ولكن باش يطبق مشكله. دونك غادي نبداو مع الاول بعدا الناس اللي ما عارفينش شنو واقع، عاد ندوز مع الناس اللي عارفين، حتى هذوك المشكله ديالهم ماشي مشكله كبيره وانما تعتمد على واحد القضيه ديال الشخصيه اكسيتيرا، دونك كتكون مشكله. دونك الناس اللي ما عارفش بحال دابا وغالبيه لي ستوديون راه هذا هو المشكل ديالهم، حيت نعاود نرجع عاوتاني كاينين بارفوا الاساسيات اللي كيقريك شي حاجه قديمه ولا كذا، بحال ما كتكونش عندك ديك الفيزيون جلوبال على شنو كاين في الدومين اكسيتيرا. وكنلقاو حتى في يعني في الجروب ديال ديف سي اكسيتيرا بلا ما كيسول اكسيتيرا اكسيتيرا، الناس اللي ما عارفينش كيفاش يقراو. بديت خايف راه غادي تكون عارفه هذه القضيه ديال ان جيت ولا شعر، كاين لي ستوديون ديال 5 اني وما كيعرفوش شنو هو جيت اكسيتيرا، شي حاجه اللي مهمه بالنسبه للدومين. دونك هما بالنسبه لكم نتوما شي واحد اللي في الدومين كيفاش تعاونوا انه يعرف بزاف ديال الحوايج باش يعرف اصلا بانه خصو يقرا شي حاجه. نبدا مع مريم وقيل ياك ولا خلي عفاف. انا غندير انطلاقا من التجربه ديالي، راه قلتها في الحلقه ديال ويمن انتك، ما خصكش انت توريه، هو خاصو يقلب. حيت دابا انا طرات ليا في العام الاول كان جاني داكشي صعيب، حيت انا دخلت لانفورماتيك كيعجبني نجلس نخدم في البيسي وداكشي، ولكن راه ما عارفاش كاينه شي حاجه سميتها البروغراماسيون. دونك ملي دخلت تصدمت ديال بصح. و داك العام في الاخر ديالو وليت عندي واحد الفكره ديال كنقول واقيلا كيعجبني البيسي وداكشي راه ماشي هو الاختيار الصحيح. وقلت راه واقيلا خصني نقلب لشي حاجه اخرى اللي كتعجبني حتى هي ونبعد من هاد الدومين. مي جلست مع راسي فكرت شويه وقلت قبل ما نمشي من واحد الحاجه خصني بعدا نعرفها مزيان، بحال حكمتي على شي شخص قبل ما تعرفه. هذاك الشيء هو اللي درت انا في الاول،
دونك خاصني نعرف الدومين مزيان شنو فيه وشنو كيدير فيه شنو الخدامين اللي فيه شنو اللي كيتقرى فيه واش غير هادشي اللي كنقرا عاد ديك الساعه نقرر واش غادي نبعد منه ولا لا. داكشي بدات مشيت غير الفيسبوك ومشيت تا جوجل غير فيسبوك كتبت فيه ديفلوبرز هي تخرج لي فيسبوك هذيك دي ديفست ديال كازا منين دخلت ليها بقيت كنتبع لي بوست لي بوست كتبدا تقرا السميات ديال لي تكنولوجي واخا انت ما فهمتيهمش ما مشيتيش كاع قلبت عليهم باقي ما كتعرفش هذيك اللعبه ديال جوجل كتقراهم كدوز كتقول اش هذا الشيء كيعاود عاوتاني يطلع لك لي بوست ديال لي لايف اول مره عرفتيني لي لايف في الدومين عاوتاني يطلعوا لي بوست فاش كنتو كديروا دوك الميتابس حتى هي عاد عرفت بلي كاين زعما لقاءات بيناتكم وداكشي كتشاركوا فيهم التجربه كتشاركوا فيهم المعرفه بدا كيعجبني داكشي شويه بقيت نتبع هكا عاوتاني واحد اللحظه جات انه نحضر لشي ميتاب من هادوك ونشوف داكشي اون رياليتي مابقاش نشوف داكشي غير في التليفون ولا غير في البيسي منين مشيت الاول ميتاب اللي كنا درنا في كازا ديال هاكتوبر فيست اخر واحد وقيله دار في الواقع هذاك مشيت ليه وديك الساعه اول مره بعدا نعرف جيت بما اننا دوينا على جيت ويوسف مسكين كنت كل شويه كنعيط عليه نقول ليه شوف واش هذا الشيء مابغاش يخدم عاقل عليه قال لنا بعدا في الاول واش خشيت التسليم هذه قال لنا بعدا في الاول قال لنا واش مانستالين وانا متحاجمتي مانستالي وانا ما عرفتش حتى شنو مشيت قلبت عليه في جوجل انستالي داك الشيء ولكن حتى شي كوموند ما بغاش تخدم وحشم صافي ونط قلت ليه غادي يفوتني التران راه قريب يوصل التران ديال برشيد ومشيت علقت ولكن عجبني بزاف عجبني كيفاش كيبارطاجيو لانفورماسيون كيفاش الجو كيفاش داير هذاك الشيء اللي كيخدموا كيفاش داير اشنا هو حيت في المدرسه سورتو العام الاول ما كتشوفش كلشي نقولوا كاع الاعوام الاخر كتبدا تدخل الصح ولكن الاعوام الاولى راه فريمون ما كتشوف حتى شي حاجه راه داك الشيء غير مقبلات وصافي دونك اللي باغي فريمون يكمل في الدومين ولا نقولوا باغي يبدل ولكن ما عارفش بزاف قبل ما يبدل يدير بحال هكا يقلب على دي غروب يقلب على لي كوميونيتي يشوف بحال هكا الحلقات ولا لي لايف ديال لي بودكاست راه كاين بزاف دابا لي بودكاست على الدومين كاين بزاف ديال لي لايف عاديين يشوف يعني يشوف هذاك الشيء اللي كاين بصح في الدومين كيفاش داير يشوف شنو الافاق ديالو ويشوف واش داك الشيء فريمون انتريسي ليه ولا لا راه اون فوا تكون انتريسي لشي حاجه يبداو يجيوك اسئله كما قال قبيله مهدي فاش كيبداو يجيوك اسئله كتبدا تقلب تجاوب عليهم هذاك التقلاب وداك الشيء راه مع الوقت كتبدا تعلم كيفاش تعرف كيفاش تقلب عليها كيفاش تقراها وصافي هذا الشيء اللي كاين اوكي شكرا عفاف صراحه عفاف قالت واحد الحاجه مهمه بزاف وان اصلا باش تعرف شي حاجه باللي كاينه ولا ما كايناش خصك تكون شويه اوبن على الكوميونيتي اكسيتيرا باش كومسا تعرف باللي الحاجه كاينه قبل ما تمشي تقراها ولا شي حاجه ندوز لمري انا بغيت نزيد واحد لو بوين على هادشي اللي قالت عفاف سي كو الناس اللي كيكونوا تيقراو في الاول بروغراماسيون ولا الريزو ولا اي حاجه كيكون مازال في ديسكوفري بارت يعني مازال كيكتشفوا شي حوايج جداد دونك باش كتشوف مثلا باش كتبدا تدخل عاوتاني في الدومين كتشوف مثلا دي زيكزامبل ديال دي تروك مثلا تقادو بجافا مثلا تقادو بسي شارب يعني انا كنعرفوا ان الدومين ديال الجيمين هو اللي دومينو في سي شارب وفي سي بلس بلس كتشوف مثلا كنت كتطفل مثلا على الويب سايت الاخرين كتشوف شنو هما الستاك اللي خدامين به ملي كتشوف لي ستاك كتشوف شنو هما لي ميتيه اللي كاينين في هذيك لابارتيني بحال مثلا كتكتشف انه كاين يو اي يو اكس ديزاين كتكتشف انه كاين فرونت اند ديفلوبمنت كتكتشف انه كاين شي حاجه سميتها ديفوبس كاينه سوفتوير اركيتكت كاين بزاف ديال الحوايج اخرين دونك شويه بشويه كتعرف كل واحد شنو كيدير كل واحد المين ستاك اللي خدام به دونك تما عاد باش كتبدا شويه كتاورينتي راسك كتبدا كتقاد شي حويجات ما غاديش نقول لك مثلا نسير للزيرو تو هيرو باش تعلم حيت انا ما كنامنش بهذه القضيه انا كنشوف ان كل واحد كيقاد هذاك الشيء بالبوينت اوف فيو ديالو بلا فاصون ديالو دونك كل واحد خاصو يكون عنده لا فاصون ديالو حتى هو
باش يتعلم دونك ستارت باي بيلدين ستاف باش تعلم. وهاد لا بارتي اللي كتعاونك بزاف انك تسقل هذاك البروغرامين لانجويج اللي غادي تبغي تابونسي فيه وتقدر حتى اورينتيك من بعد. يعني لقيتي راحتك مثلا من بعد في موبايل ديفلوبمنت راه مزيان، لقيتي راحتك مثلا في ويب ديفلوبمنت راه مزيان، لقيتي راحتك في السيكوريتي حتى هي راه مزيان، وهكذا دواليك. اوكي شكرا مريم. جلال هذه نقطه مهمه جدا، لان لديك النقطه ديال الكوميونيتي هي اما تكون تلقى شي واحد حداك، دونك تكون عندك واحد مثلا انفلونسر حداك برايفت ولا في العائله، ولا يقول لك ما بغيتيش تعلم جافا سكريبت راه واعره، عرفتي هذاك الاخر تيصورك كذا وكذا في الشهر ولا في النهار، انت اوتوماتيكمون تمشي وتقلب وتدوز الوقت تما. اولا الى كما قلتي تلقى الكوميونيتي، تشوف فيسبوك ولا تشوف شكون اللي دابا على يستنهضروا، ولا الى عندك واحد اتجاه سيانتيفيك تبقى تحاول دير واحد educated guess، واحد data driven guess، تقول بون شنو المقصد ديالي في حياتي، واش بغيت انا الفلوس بزاف، نمشي نشوف مثلا job boards شنو كاين، شكون اللي تيخلصوا، واش جافا سي بلس بلس شارب دوت نت الى اخره، هذاك الشيء ديال زمان كانوا هذوك لي لانجاج ديال بصح ديال المعقول، ما كانش بي اتش بي جافا سكريبت، هذاك الشيء ديال سيت ويب وورد بريس خلينا من دابا سبحان الله كل سايكل ديما تتعاود. ولا بنادم بغى يولي فيموس مثلا، انا بغيت نكون مشهور، دونك شنو نمشي نقلب على داك الشيء تريندي توبكس، نمشي في سوشيال نتوركس نشوف شنو هذاك الاي تي فيه، شنو فيه تيهضروا على انفراستراكشر از كود ولا سيكيورتي بلاك هات الى اخره بيتكوين، ونمشي نتعمق في هذا الموضوع. وكان عاوتاني اللي تيبغي ديما يكون عنده الحق، ولو ما يكونش لاباس عليا، ولو ما نكونش فيموس، ولكن ديما انا ديما الخبير في ما تنهضر، انا عندي الكلمه الاخرى. دونك يمشي نيشان في شي حاجه ديال مانجمنت، برودكت مانجمنت، ولا يكون شاف دو بروجي ولا شي حاجه بحال هكا، باش يكون معاه الناس وهو يعاونهم، ولا فاسيليتاتور ولا سكرام ماستر. اي تي ما فيهش فقط هذيك هاردوير تك ولا تك ديال بروغراماسيون، ولكن فيه بزاف ديال الناس كيو اي تيستينغ الى اخره. ولا بنادم الا بغى فريمون يكون ما بغاش كاع يصدع راسو، يكون على خاطره كومفورتابل يخدم في ما بغى في العالم ريموت توتال ريموت الى اخره، من برشيد ولا من اللي بغى، شنو يدير؟ يدير ريموت جيجز ياك، يخدم هذاك بي اتش بي ووردبريس جيجز ويخدم لا باس عليه. دونك في الحقيقه باش تختار واحد التك ولا تختار واحد ليرنينغ باث، راه كاين بزاف ديال المداخل، كل واحد عنده يعني شي حاله شخصيه، وكل شيء موجود في السوق، كل شيء موجود، اللي بغى يخدم راه كاين الخدمه، ما كاينش الشوماج كما تنقول الناس دابا، العكس الا انت تقدمتي راسك في واحد البوزيشن بواحد شويه ديال الخبره، تلقى هذاك الشركه هي اللي انت اللي تختارها، ماشي هما اللي يختاروك، دونك انت عندك الاختيار، وانت تختار تولي ريكروتي الكليان ديالك ولا لا البوس ديالك. اوكي مهدي انا عارف بلي قريتي في لافاك، زعما كيفاش جاتك هذيك القضيه بدات الناس في لافاك، ما غاديش نعرف حتى شي واحد، ولكن المهم يتسيو هذه خطا، ولكن يتسيب بحال اللي تيقرا بواحد الطريقه ديال ميثوديك سيتا، المهم المغرب كامل تيقرا بهذه الطريقه، غير كندوي على لافاك حيت انت قريتي في لافاك اكس. دونك كيفاش انت اكتسبتي هذيك القضيه ديال انك وليتي كتعرف دي كومينونتي دي تروك سي با كومبيتيتيف بروغرامين اكسيتيرا، كيفاش جات هاد لاسوس؟ So, أول حاجة على الناحية ديال لافاك، لافاك ولا أي انستيتيوت ولا أي ايكول في المغرب ما دارتش باش تقري كل شيء. So, basically شنو كيديروا كيعطوك البيسكس، واخا حنا الحاجة اللي ما كيعجبناش في السيستم ادوكاتيف ديال المغرب هو أنها ما كيفولويش، داكشي اللي كانوا كيقراوه الناس 10 سنين هذه تيقراوه دابا، ولكن شنو ما داروا ما غاديش يعجب كل شيء. أو فينال ما غاديش يعجب كل شيء. بغيت نتأكد بيتيتخ معنا جلال مهدي اكسيتيرا. انا ديك خوا فاش كنسمع كنعرف بان هذا المشكل ديال ليديكاسيون لا زعما مشكل عالمي ماشي غير ديال المغرب، حيت بارفوا الميثودولوجي باش كتقرا دابا قيل عليك ام اي تي ولا اوكسفورد، يعني كاينين دي تروك اللي معروفين، ولكن لي تروك اون جينيرال تيتقراو بنفس الطريقه، يعني كتلقى ضروري داكشي قديم البيزيك اكسيتيرا، يعني راه مشكل مونديال.
انا كنحاول نبني الهضره ديالي على شي حاجه اللي شفتها ماشي حاجه باش انا ما قريتش في ام اي تي وما قريتش على برا قريت في المغرب واش شفنا كاين في المغرب بس كنقول شنو شفت ولكن يا سو الا كان شي واحد اخر هنا قرا على برا يقدر يكونفيرمي ولا ديكلايني هذا الايديا ولكن اون جينيرال حنا شنو ما داروا يعني واخا يبداو يقراو التريندي توبكس نتاع اليوم كاين بعض الناس اللي ما غيعجبهمش شي حوايج اللي تقراو غيعجبهم شي حوايج وكاين بعض الناس اللي ما غيعجبهمش داكشي اللي عجب داك الناس الاخرين وغيعجبهم شي واحد اخر سكيفي ما عمرنا غنرضيو كلشي سكيفي في لافاك ولا في ليزيكول ولا في ليزونيفرسيتي كنحاولوا نقريو الحوايج اللي عجبوك ولا ما عجبوكش خصك تكون كتعرفو data structures algorithms الحوايج اللي هما solid fundamental خص كلشي يكون كيعرفو الوغ انت as a software engineer as an aspiring software engineer لكن انت كتقرا كنت تالف وما عارفش شنو غادي تقرا الادفايس ديالي كتبقى ديما ذا سيم وهي جنرالي الحوايج اللي هضرت عليها مريم وجلال وعفاف هادي هي like, شوف شي رود ماب شوف شي ليست نتاع لي تكنولوجي لقيتيها جيبها الياطوارمون ودير سمول باوندد اكسبيرمنت كتباوندي واحد الاكسبيرمنت في تايم كدير 2 ويكس ولا 3 ويكس بير تكنولوجي كتلعب بها ما دير حتى شي حاجه جاست غير فيل اوف ذا تكنولوجي شنو كنديروا بها قرا في انترنت على الناس شنو داروا بها انستالي عندك الا كان لونغرز بروغراماسيون كودي به شي شويه شوف داك الهيلو وورلدز وكدا and then get a feel for the technology and then move on. ومن بعد مور ما غتجمع واحد like a lot of experiments من multiple languages و technologies كي solve different problems. انت من بعد غتعرف حق القطرة حتي هنا اكثر من القطرة حتي هنا ومن ثم غتعرف انت تقيدي راسك مش شي واحد اخر يقيديك. حاجة واحدة اخرى عاوتاني واحد البوينت اللي تكلم من قبل هو الواحد كيعرف ياخذ دي بون ديسيزيون لكن حتي لكن تالف وبغى ياخذ دي بون ديسيزيون يقدر قبل ما يدير شي حاجه ولا الا كان اتليست ما باغي يدير والو دابا باغي غير يعرف يخلي راسو بحال بالك انت مدمن فيسبوك مدمن يوتيوب ولا مدمن تاع تويتر دور راسك بالناس اللي كيهضروا على التيك خلي التيك دايره بك واحد البابل اللي دايره بك وانت جالس الوسط واخا يبان بلي راك ما كتعلم والو راك كتدي شي حاجه كتبقى شي حاجه ستيكس ان يور برين اللي من بعد تقدر تشوفها وتبغي تعلمها ولا تبغي من بعد تعرفها سو idea ديالي من هادشي هذا like فهمتي experimenting like go nuts as a student عندك غير وقت ما عندك شي حاجة أخرى الحاجة الوحيدة اللي عندك ما عندك فلوس ما عندك شي حاجة عندك غير وقت so use it to your advantage وجرب كل شيء ما تخلي حتى شي واحد يقول لك هذه خايبة ولا هذه ما مزياناش ولا هذه إلا كتبان له هو خايبة تقدر تكون هذيك هي اللي غتعجبك سواء كان الجول ديالك هو ماني سواء الجول ديالك كان هو فيم سواء كان الجول ديالك هو حوايج اخرين ما تيهمش المهم انك جرب شو الحاجة اللي ترتاح فيها واللي كتعطي فيها انت مزيان وديرها وفيرا وهذه الادفايس ديالي صراحة ماشي اللي عندكم شي تعقيبات عليها ناضي دوزو سي عبد الرحيم ما كنسمعوكش ندير اكتيفي الميكرو نحاول نكتيفي الميكرو اوكي خلاص الحاجة اللي بغيت نقول هو ان المشكل ديال الناس اللي جالفين هو الكونتكست ما تيعرفش راسو فين دونك وبالنسبه لي هذا هو الافونتاج الكبير اللي تقدر تعطيك المدرسه زعما كسوفتوير انجينير هو انه تحطك في الكونتكست ديال الانفورماتيك حيت اللهم تكون تعرف انت في المدرسه ديال الانفورماتيك ولا تكون تعرف انت في بلاصه اخرى فهمتي بيغ اونكور دونك فاش تكون مثلا في ايكو ديال الانفورماتيك راك تقرا بزاف ديال الحوايج راه ديك الساعه راك تتعرض راسك لديك الاكسبيريونس ديال انك تشوف بزاف ديال الحوايج باش تاخذ لا ديسيزيون ابري امونافي انا المدرسه عندها جوج خدمات هي انها تعطيك كاع لي شوا ولي بوسيبيليتي اللي كاينين تحاول تحطهم لك قدامك باش انك تاخذ منهم واحد اللي غادي يناسبك في الوقيته فاش غتكون تخرج شي والحاجه الثانيه هي انها تتعلم فيها الطيوري مزيان دونك داكشي ديال كاع داكشي تيوريكمون بيغ حيت داكشي عاوتاني باش ما نكذبش عليكم اللي انا مشيت حاولت نقراه بوحدي جاني صعيب بزاف التيوري تشوف اش ماشي شي واحد معاك ولا كاين شي واحد اللي قيدك ولا شي حوايج ما تفهمهمش وما تقدرش جوجليهم زعما فاسيلمون راه زعما ما بزاف ديال الحوايج يبقاو ما معروفينش حتى تمشي تسول وتدير بزاف ديال الحوايج ولا تقدر تضيع فيهم بزاف ديال الوقت اللي تقدر انك فاسيلمون تاخذهم في المدرسه دونك الا كنتي سميتو الا كنتي مثلا تالف وكنتي في المدرسه ديال الانفورماتيك ريلاكس راه باقي الحال ما عندك كاع الوقت اللي كاين شوف اسكيا شوف لونغاج بروغراماسيون اللي قريتي وهداك الشيء كامل راه ما تضيعش فيه الوقت حيت فريمون ابري نهار تبغي تسويتشي راه بحال كاين داك ترانسفور لورنين كاع داك الباجاج وداك الشيء اللي كان عندك
واحد لونغاج دو بروغراماسيون تقدر تابليكي على واحد اخرى غير السنتاكس اللي تبدل وهذا راه جينيرالمون حنا تنتعلموا غير سكيلز السنتاكس وداكشي كامل راه سيمانه جوج سيمانات غتولي فاميليير غير مع لونغاج واحد اخر غادي دوز لازم سينو الا ما كنتيش اصلا تتقرا في لانفورماتيك وانت تعرف باش انك تختار شي دومين ديال لانفورماتيك هنا غنرجع لكشي اللي قال جلال خاصك تكون عارف راسك فين غادي دونك الا كنتي الا بغيتي الفلوس ولا الا بغيتي تكون بحال صاحبك غير زعما تتمان بانك تكودي وتحل التيرمينال قدام عباد الله ولا شنو بغيتي بالضبط جلس مع راسك وخذ لا ديسيزيون والمهم تاخذ لا ديسيزيون حاول تلقى شي مونطور كاينين المونطور اللي فابور وكاينين اللي مونطور اللي غادي تخلص عليهم وطلع تقدر تكون كونتاكتي شي واحد من الكوميونيتي ديال التك في المغرب ولا شي حاجه من الاحسن يكون في المغرب باش انه يقدر يتفاهم معك احسن وحاول انك تطلع شويه نيفو في لي لونغ فرونسي في لونغري سيرتو في لونغري باش ان البروسيس ديال لورنين يكون سهل دونك هادو هما الادفايس اللي اوكي دونك شكرا الشباب الى بغيت نلخص هادشي اللي قلتو دونك حنا السؤال اللي كان في الاول هو بنادم اللي تالف بيتيتغ هادي هي اللي طاب الاولى دونك انا الحاجه اللي بغيت نضيف على داكشي اللي قلت اللي قلتو هو ان اصلا الا كنتي تالف وعارف براسك بلي تالف راك قطعتي واحد النص ديال الطريق حيت المشكله بزاف ديال لي ستوديو بزاف ديال دابا حنا كندوي على الشباب وحنا مدني شباب المهم بزاف ديال الناس اللي كتعتبر اللي عنده مشكل هو انه كتلقاو مجلي في شي بلاصه يعني مشغول بشي حاجه اللي هي ماشي هي المهمه وخلي ديك القضيه اللي هي مهمه دونك الا كنتي تعرف اتليست بانك عندك شويه الفراغ وعارف بانه كاين شي مشكل دونك فاش كتكون تعرف راه شي حاجه اللي هي مزيانه دونك ما تاخذهاش بطريقه اللي هي سلبيه وكما قالوا الدراري جو اول حاجه قال العفاف هي لي كوميونيتي حاول تكون اوبن على لي كوميونيتي اللي كاين حداك واهم حاجه كنبغي نقول هنايا هو بالنسبه لي ستوديو كاين ما يسمى لي كلوب يعني في لي يونيفرسيتي هذه شي حاجه فريمون مهمه بزاف حنا كنا كاستوديو كنا كنديروا هذه القضيه هذه يعني كلوب كل مره كنديروا دي فورماسيون واخا غير واحد فينا كيقرا شي حاجه ويعاود يقرا شي واحد اخرين كيكون داك الشيء نيفو هابط ولكن اتليست يعني كاملين كنعرفوا بانه كاين واحد التكنولوجي اللي بيتيت غادي نقدروا نستافدوا منها من بعد جا ذكر واحد الحاجه مهمه ديال انه اتليست تجلس مع راسك وتعرف راسك شنو كدير شي حاجه اللي ماشي سهله وماشي بزاف الناس كيديروها ولكن اتليست خصك تعطيها شويه ديال الوقت باش تعرف راسك شنو كدير اوسي مهدي قال واحد الحاجه مهمه ديال انه لونطوراج ديالك حاول انك تعمرو بالناس اللي في الدومين وكم صار واخا تحس براسك بلي ما يكونش بروغريس ولكن راك غادي مزيان اتليست واخا كيما كنقولوا بزاف البنات كيقول لك راني كنقرا الكتب ولكن ما كنحس حتى شي فرق ولكن الديغيغ راه كاين فرق كبير بزاف جو كوا هادشي اللي كاين وقال حتى مهدي قال بانه خصك اكسبيرمونتي بزاف يعني جرب دي تخويك ما تسوقش البنادم شنو كيقول واش خايبه ولا مزيانه حاول تشوف ديك الغوتور ديكسبيريونس ديالك المهم راني حاولت نلخص من بين الطرق ديال لورنين هو انك تحاول تلخص الهضره اللي قالوا الناس كاملين دونك باش كومسا تكون مزيانه دونك غادي ندوزو لسي دابا بنادم ما بقاش تعرف ياك دونك عرفنا بانه كاينين دي تخويك واخا الا كنتي تعرف حاول تشوف الكوميونيتي حاول تفرج الجيكس بلا بلا دخل غير الويب سايت هادي ما قلناهاش صراحه خصنا نديرو اشاره شويه الا كنتي تعرف دخل غير الويب سايت تاع جيكس بلا بلا دوينا على كل شيء ما كاينش شي موضوع ما دويناش عليه دونك غتلقى ليستا ديال جميع المواضيع 81 حلقه فيها السوفت سكيلز فيها الكارير فيها الديفلوبمون فيها دي تروك قدام جداد اكسيتيرا دونك الحلقه الاولى تقريبا 6 سنين حاولنا ان انطلاقا من الشهر الجاي غادي يوليو دوك الحلقات اللي قدام بزاف غادي نحاولوا ندير لهم الابديت بحال ديفوبس اكسيتيرا دونك غادي تلقاو الفول دو اكسيتيرا حيت دي تروك اللي هما ولاو اوت ديتد ودخل الويب سايت غادي تلقى كل شيء تفرج صراحه خصك بزاف ديال الوقت باش تكملهم كاملين دونك المهم غير بدا راه 81 حلقه كل حلقه فيها تقريبا ساعتين يعني ضرب وشوف شحال ديال المشاكل دونك مزيان دونك دابا مابقيناش تالفين ندوزو لي تروك اللي بزاف ما عرفتش واش نجاوبو على لي كومونتير ولا ندوزو لا بارتي جاوبو على لي كومونتير اوكي شوف مريم الا كاين شي سؤال اللي مزيان كاينين بزاف ديال الاسئله غنبدا بالسؤال ديال اسماعيل الخمساني Like not a lot of the very top universities in computer science have made their lectures public. So if you don't like the lectures in your university, there are plenty of other lectures. One can look into. هذا كان كومنتير على واحد البارتي كنا كنهضروا عليها قبيلة. السؤال ديالو هو هذا. How can one be sure that he likes programming and that he likes the dark side of programming as well as the good side, or that he isn't just attracted to some shiny topic?
ما عرفتش صراحه ما تقدرش تعرف فين ما جربتيش دونك شوف حيت في الاخر الخدمه تبقى خدمه فهمتي واخا تكون معرض شنا هو راه خدمه تبقى خدمه واخا كانت تعجبك دونك كاين الهاصل ديال الخدمه والستريس ديالها والزمايل والديبلوماج الجامعه وهذاك الشيء كامل وعاد كاين البارتي اللي تانجويها دونك باش انك تعرف واش نيت فريمون تقدر دير هذاك الشيء خاصك تجرب دونك خاصك تجرب وتضغط شويه على راسك حيت بارفور ماشي كاع الحوايج زوينين دونك ضروري شي حوايج تقبلهم على انهم هكاك دايرين اوكي خاصو يفرق ما بين واش الحاجه واش حاجه غير كتعييه ولا شي حاجه فيها ستريس وما بين واش كتعجبو رغم ذلك حيت كاين اللي كيسحب لي راه الا كانت شي حاجه باسيوني بها ولا كتعجبو راه صافي راه ما غاديش يحس بالعيا ولا ما غاديش يسهر على قبلها ولا ما غاديش يتمحن دي فكره غلطه كاين واحد لو تيست عاوتاني شي مرات تتوقع ليكم تتبقى تتكون ناعس وتتفيق تتقول اه لقيت لو بوغ وي دماغك تيكومبيلي ولا عس هذيك صحاب البروغرامينغ هذوك جو كخوا جلال هو اللي ذكر هذه القضية ديال أنه فاش دوينا على كونتينيوس ليرنينغ دوى على هذه القضية ديال أنه عادة اكتسبها انطلاقا من داك ستاج تاعو اكسيتيرا والسي أنس كيسولنا على واحد السؤال هذا خصو شي سيريال تاع الحلقة ماشي حلقة واحدة قال كيفاش غادي نكتسب أصلا هاد العادة هادي كيفاش جيتي جلال تشوف باختصار شديد كاين واحد الكتاب مهم جدا بنادم خاصك يقرا عليه مزيان وماشي اتوميك هابيتس بوك بالضبط انا كان بزاف الحقيقه ديك السوبر هذاك الكتاب ديال 7 هابيتس اوف سكسسفول بيبل ولا شي حاجه بحال هكا ديال ستيفن كوفي ياك هذاك باختصار شديد تيقول شنو تيقول بقوه الافكار بقوه الافكار لانه تيبقى ياخذ شي قرار وشي حنا تيبقى ياخذ شي اجراءات اعمال وبقوه الاعمال تتكونوا العادات واخا دونك خاص بدا من هنا شنو ناوي وشنو كاين في قلبه وشنو كاين في راسو عاد باش يتحرك الى عمل وهذاك العمل بوحدو ما يكفيش خاص يقرر هذاك العمل عدد من المرات باش يولي عاده وهذيك العادات هي اللي تيبنيو شكون تيبنيو الشخصيه وداك الشخصيه هي اللي تدفعك الى المكتب ديالك الى هذيك الديستيني ولا الكاركتر دونك ضروري باش بنادم يعمر هاد ربعه الحوايج اللي عندنا عينينا ودنينا اللسان الى اخره والمخ يعمرهم بهذاك الشيء اللي يسقيهم حتى الى بغيتي تكون بروغرامينغ ولا اي تي ولا شي حاجه خاص كل نهار تسمع وتقرا وتهضر وتشوف بروغرامينغ اي تي الى بغيتي تكون في الاركيتكتشر الى بغيتي تكون في برودكت مانجمنت الى اخره دونك تبدا بهذا الشيء تبدا بالتعميق نعيا من نهضر لك على البحر ونوصفه لك ولكن الا ما مشيتيش غطستي فيه ودقتي كي داير وحمرتي عينيك راه ما تعرفش شنو البحر هكذا اوكي واحد حاجه انه يستمر حاجه انا هذه طرات لي في الاول حيت في الاول كتكون عندك واحد النظره ورديه انه من الاول غادي تصدق ليك من الاول غتولي تعرف كيفاش تجي الوقت ديالك من الاول غادي تولي تعرف كيفاش تقرا كيفاش تجلس تفوكاليزي واحد الساعه على داكشي اللي كتقرا فيه ما تبقاش كل مره كدور تشوف في الحيطه ديك الزواقع عمك شفتيها دونك اهم حاجه انه يستمر وانه يصبر وانه واخا يفشل في هذوك المحاولات يبقى واخا ما عاد شحال من مره يفشل يبقى لان كل واحد شحال خاصو ديال الوقت باش يبني واحد العاده ما كاينش شي وقت اللي مناسب للناس كاملين وكل واحد الظروف ديالو كل واحد شنو الحوايج اللي كيناسبوه دونك اهم حاجه انه يستمر القديم كيحاول حتى يلقى ديك الريزلت اللي كيقرب عليها اللي كيقلب عليها واحد الحاجه داك النوت اللي قال اسماعيل ديال ليكتشرز اللي كاينين في الانترنت ديال يونيفرسيتيز اخرين الا ما خانتنيش الذاكره هاد الشان اللي غنعطيك يوسف الليان ديالها يمكن من عند MIT وكيحطوا الليكتشرز ديالهم ديال الكمبيوتر ساينس تقدر تعطيها لهم بالانجلي يحطوهم في يوتيوب اوكي هذا شهاد لاباس جابيل يونيفرسيتيز كيديروا MIT وقيلا بيركلي ستانفورد كاملين عندهم كورسز اللي هما بابليك تقدر تيليشارجي التي بي اكزرسيس كيتهضر غير ما بغيتيش تقرا زعما اوكي غير نرجع لهاد القضيه ديال لي ريسورس وعلاش كثار كتا تيغاو شنو المشكل اللي كيديروا حيت هما اصلا كثار
نرجع الى القضيه حيت ضروري ما نعلق على 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 السؤال هذا حيت فريمون جو كوا راه ذكر جلال الكتاب اللي دوى عليه وانا صراحه الا بغيتي توسكي هابيت اكسترا كاين داك الكتاب نتاع اتوميك هابيت فريمون شي حاجه الخيال العلمي من احسن الكتب اللي تقدر تقرا عليه واعر بزاف ما عرفت واش جو كوا جلال ديجا قراه ولي انا بعدا كيجيني من احسن الكتب في الدومين ديال لي هابيت هو ديرنيير موان كنقرا بزاف على هاد لابارتي ديال بنادم وكومون سا مارش كيفاش كتكتشف داس اكسترا انطلاقا من شحال هذه يعني من البدايه ديال هاد الكتب هاد سيلف ديفلوبمنت كانوا كلهم كيتجهوا الطريقه ديال خصك تحط لي جول اكسترا باش كومسا تمشي الحياه ديالك مزيان ولكن ديرنيير مون في هاد 10 سنوات 15 عام كاع الكتب جداد اللي دايرين البوز كيهضروا على السيستم والسيستم هو لي هابيت يعني حيت اون برينسيپ ماشي لي جول هما اللي كيحددوا شكون انت ولا واش غادي تحقق ولا لا ولكن لي سيستم هو اللي كيحدد حيت غالبا الناس كسا سوا ناجح كسا سوا ما ناجحش كاعهم عندهم لي جول كتسولو كيقول لك انا بغيت كذا كاينين لي جول ياك ولكن لو بروبليم هو السيستم فاش كتقول شنو كدير اليوم باش ديرو ما كيكونش دونك اون برينسيپ ولاو كاع السيلف ديفلوبمنت هذا الهيج جديد ولاو كيعتمدوا على هذه القضيه ديال لي هابيت حيت فريمون مهمه بزاف وزعما كنصح اي واحد انه يقرا هذيك الكتاب هذا حيت واعر بزاف جو كخوا كاينه ترجمه عربيه اللي بغى يقرا بصراحه ما كنثقش 100% في الترجمه العربيه ولكن لونغلي حاجه زياره يعني كتقرا لونغلي كتفهم اكثر ومنها كتستفد من الكتاب اوكي اتوميك هابيت نقدر نلح لكم اللي تقدر تشريه من امازون وتقدر تريشارجي المهم انت وضميرك ماشي انت وضميرك توجيبك ايوا الا شي شوف توجيب الله يجيب اوكي المهم انا نتاقش 100% حيت الا جيتي تشوف كتاب كيدير تقريبا شحال 15 دولار ولا شي حاجه راه كتخسر غير في ديك اللي هما يعني الا جيت تشوف راه كتخسر في ديك اللي هما بيزار وكتاب راه كتقرا لمده شهرين يعني. والله واحد القضيه الحاجه اللي شريتيها تقراها تقدر ترجع لها في غوسورس ابري بعض المرات حيت لي غوسورس كثار تدخل تقول راه كاينين هنا دونك نمشي حتى نعاود نرجع باغ كونط فاش تشري شي فورماسيون في ديما راه تمشي تكملها دونك تشري حيت مخلص على وي كتسمع اوكي دونك ندوزو لي كومونتير باش نساليهم باش ندوزو لابارتي الثانيه سي مرتضى واحد سول على الدي سي والكوميونيتي دي سي كازا بلانكا تقدر تدخل ليها وتسول اي سؤال بغيتي وهي هذيك الفرصه باش انك تكتشف بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الدراري كيهضروا على دي تروك اللي واخا ما تكونش كتفهمهم اتليست كما قلنا لونفيرومون راه كتعاون يعني فاش تحط راسك مع لي ديفلوبر واحد الوقيته كتولي بحالهم كون متاكد من هذه القضيه ايوب كيقول لك مريم وي والو ما كنتش شي حاجه اوكي قال لك ليرنينغ بروسيس اوفر هيلمت ياك especially if there is a lot of learn and level to reach how do you manage that load and how you stay patient and focus on one thing at a time الكوا هاد القضيه غادي ندوي عليها في لابارتي الثانيه ديال كما قلت لكم الحلقه غادي بهذه الطريقه اول حاجه كونفينسيو الناس بان الاوتوفورماسيون مهمه ثاني حاجه الناس اللي تالفين غادي نوري لهم كيفاش انهم يبقاوش تالفين ويدخلوا الدومين ولابارتي الثالثه اللي هي الاصعب بالنسبه لي انا وبالنسبه لبزاف ديال الناس هو انه اللي تسي كل شيء واجد ولكن انت فاش خصك انت دير لاكسيون هذيك اصعب حاجه جو كوا سي ايوب غادي ندوز لهاد لابارتي هادي وغادي ندوي على هادي اون جينيرال سي اسامه كيقول لك تحيه ليا سيدي تحيه ليك اوكي جو كوا غادي ندوزو كاع هاد لابارتي هادو غادي نحاولو نديروهم اون ديتاي كنشوف غير الاسئله اللي بيتيت عندهم علاقه بهاد لابارتي هادي كاع الاسئله غادي نهضروا نرجعوا ليهم اوكي السؤال ديال مهدي مهم قال لك واش من الاحسن نتبعوا شي رود ماب باش نقرا ولا نبداو صافي واش كاين بصح رود ماب اللي نقدروا نتبعوا اوكي مهدي يس اس ويت شوي تريكي سو انا كي كندير نشوفها هو رود ماب حطها شي واحد ياك وي وداك رود ماب اللي حط ميبي ورك فور هيم ياك حنا ناس مبدلين وكل حاجه كيدير تخدم كل واحد فينا وكل واحد الاند جولز ديالو من واحد الرود ماب اللي غيحطها ولا غيحطها شي واحد غادي يكونوا ديفيرونت يقدروا يكونوا بحال يقدروا يكونوا ديفرنت يعني الرود ماب ديال شي واحد اللي كان ديجا حطها ماشي بالضروره غادي تخدم لي انا سو ا تشو رود ماب باش نتعلموا شي حاجه ان ماي اوبينيون ما كايناش سو كل واحد خصو فينا هو يصاوب الرود ماب ديالو شنو باش كي الرود ماب شنو كتخليك شنو كتعاونك
انا نقول لك باش الحاجه اللي كتعجبني في رود ماب هي كتوريك شنو كاين. تقدر توريك بزاف ديال الحوايج اللي انت يمكن تكون تغافل عليهم. سو هو كتشوفوا اكسبيرينس ديالو دار هادي انت كتشوف داك الاكسبيرينس ديالو كتحاول تصاوب رود ماب ديالك تيكين انتو كونسيدريشن الحوايج اللي دار هو. تقدر تفولو بعض ستيبس اكزاكتلي كيما دارهم هو, تقدر تسكيبي سم ستيبس وتزيد واحد اخرين ديالك انت, ولكن المهم هو ان كتحاول تعلم من داكشي اللي دار هو, ولكن ماشي بالضروره غدير اكزاكتلي شنو دار هو. تشو رود ماب خصها تصيب وخصك انت تصيبها راسك. This is my take on this. دونك الا ما كنتيش عارف الدومين اون جينيرال, دابا كتقول انت تقاد رود ماب نتاعك بدات خيلك من تي انت عارف ما عارف بلي كاين هادي كاين هادي كاين هادي, ولكن في لوكا باش ما كتكونش عارف كريمو يعني خصك تقلب عليها. يا او فينال انت اللي غتقاد يعني في الاخر فاش غتوصل الاند نتاع ديك الرود ماب غتلقى راسك انت صاوبتي واحد الرود ماب, حيت الرود ماب ديالو هو ماشي بالضروره الى ابلايتيها انت, وهو فحال دابا وصل لواحد ليفل اوف اندرستاندين اكس, ماشي بالضروره غتوصل ذا سيم ليفل اوف اندرستاندين لا تبعتي ذا سيم رود ماب. انا هذه هذا هو البوينت اللي بغيت نحاول نوصل, ماشي على اساس ان الرود ماب خايبه, ما الرود ماب ديالو وونت نيسيسيرلي ابلاي المنتال موديل ديالك انت كي كتبغي تشوف الحوايج. This is why the question is kind of tricky. Okay. Okay, شو عاد بغيتي فشي؟ الطريق هو ان الرود ماب داير بحال دوك الكتب ديال كيفاش تولي مليونير ولا كيفاش تولي بليونير ولا ستاف لايك ذيس, تعطيك ستيبس وتقول لك تبعهم وغادي تولي بحال هكا, ماشي بالضروره غادي تلقى ديك الاند جولز في الاخر. دونك الحاجه اللي بغيت نقول هي انه ديك رود ماب راه مزيانه وغادي تعطيك غير داكشي اللي خاصك تعلم, بحال مثلا لي كور اللي تيكونوا في السيرتيفيكات راه جينيرالمون ما كيعنيش انك فاش غادي تقراهم مثلا راه غادي تمشي دوز السيرتيفيكات وغادي تجيبها 100%, مي حتى هي تعطيك كاع زعما داكشي اللي يقدروا يسولوك في هذاك ليكزام ديال السيرتيفيكات. نفس الشيء في الرود ماب, غادي تلقى مثلا بحال دابا فاش نشوف انا سميتها رود ماب اللي مشهوره ديك رود ماب دوت اس اتش وقيلا ديال فرونت اند ديفلوبر, هذيك تتخلعني انا فهمتي, تنقول انا راه ماشي فرونت اند ديفلوبر الى كومباريت راسي مع هاد السكيلز اللي خاص يكون عندك هنا كاملين فهمتي. علاش؟ حيت هي جلوبال بزاف وفريمون بالنسبه لواحد اللي يلاه بادي راه ما غاديش يقدر اصلا يبدا فيها. دونك امونافي انا في الاول ما تمشيش برود ماب هذوك لي رود ماب لي بوبليك دو بريفيرونس, سير بواحد البروسيس لي شويه ايتيراتيف وتتعلم فيه باي بيلدينغ ثينكس. دونك مثلا بغيتي تعلم رياكت صوب تو دو ليست مثلا فهمتي, غادي تعلم فيها شي شويه, غادي تزيد افونسي واحد شويه, غادي تزيد مثلا الاي بي اي, غادي تزيد هاي اوردر فانكشنز, غادي تزيد سيسبونس مود, غادي تزيد اس اس ار, وانت غادي تطلع في الكومبلكسيتي ديال هذاك الشيء وانت تتصوب شي حاجه مثلا. ولكن باش تمشي تاخذ واحد الرود ماب اللي مكتوبه جو سي با, غادي نرجعوا لنفس المشكل ديال سيستيم ايدوكاسيون اللي عندك ايدوكاسيون. دونك عندك شي حاجه اللي مكتوبه ديجا 20 عام ولا 30 عام وديما تكومباري بها هادشي اللي كاين دابا, نفس الشيء غنطيح فيه غير هذيك راه في سيستيم واخرى في زعما اوبن سورس, مي راه في الريزلت الاخر. و بيرسونيلمون ما فاش كنت انا بديت نتعلم ما كانش هاد سميتو ترند ديال رود مابس. دونك ما بقيت نتعلم بحال هكا صافي. اوكي تضيف شي حاجه عفاه جلال؟ اوكي شخصيا ما بقيتش نفكر بالرود ماب, ولكن وليت نفكر بالرادار فهمتي, واحد الرادار تكون عندك انت شخصيا, تدير هذيك تيك واتش ديالك لا في تكنولوجي وتسجل بحال 20 30 ديال الموضوع ديال التوبكس اللي بغيتي تتبعهم يوميا او لا كل سيمانه تعطي لهم الوقت, فعلى حسب الموضوع وعلى حسب انت شخصيا. وتما لي تنتفق مع مهدي, على حسب انت الكونتكست ديالك تفهم تعرف في راسك فين بغيتي توصل. اما تبغي توصل كخبير دونك ضروري كل نهار ساعه خاص تحفر هذاك الموضوع هذاك التوبيك, اما يكون اي او تي ولا سيكيورتي الى اخره, ولا انت ريسبونسيبل بات نوت اكاونتابل, دونك خاص تفهم الموضوع باش الا جا شي واحد يعاود لك شي حاجه تقول ليه لا ماشي هكا, انت تخربق ليا ماشي بصح. ولا انت بعيد شويه
كيوريوس فهمتي واحد ترند بغيتي تعرف مثلا شنو هذا الشيء اللي تهضروا على بيتكوين بلوك تشين تبقى تسمع وتلقط داك الشيء المعلومات ولكن من على بعد ماشي ضروري باش تعمق فيها دونك على حسب انت واش تكنيك واش ديفلوبر واش برودكت مانجر الى اخره ما يكونش عندك نفس يعني نفس العمق في هذاك الموضوع ولكن ضروري خاص بنادم يكون عنده واحد بورتفوليو شي حاجه ديال 20 25 30 ديال لي توبكس اللي هو تيتبعهم و الا بغينا نمشيو كاع بعيد انا شخصيا ملي تنعرف شي واحد اللي خبير في شي موضوع يقدر يقول لي اليوز كيس انتي باترنز مثلا ولا لي دونتس ولا شي حوايج فين مثلا ما يصلح ليش نستعمل واحد في ام ولا واحد كونتينر ولا واحد رياكت مثلا عطي لي انت لي انتي باترن اذا عرفتي هذا الشيء تقول لي عندك تستعمل رياكت هذه ولا تستعمل الاي بي اي ريست ولا جراف كيو ال فهذه واخا دابا انت تعمقتي مزيان وتقدر تشرح ليا وتقدر حتى لهذيك الدرجه واخا ولكن اغلبيه ماشي ضروري باش تعرف هادشي كلشي في الفرونت في الورد ماب راه ما يمكنش بنادم يوقع عليه واحد بيرن اوت هكا راه بزاف دونك خاص بنادم يختار ويمشي بشويه والله اعلم. اوكي عندي واحد الاضافه يوسف على القضيه ديال الرود ماب بحال ديرنييرمون مثلا في تويتر ولا فيسبوك كاينين كما قال سي جلال كتلقى التوبكس ديالك اللي كتبغي تتبعهم ديما وتعرف عليهم شنو كاين جديد كلشي دونك ديرنييرمون لاحظت واحد اللعيبه لانه كاين بزاف ديال لي ديفلوبرز اللي كيبارطاجيو شنو هو الرود ماب ديالهم يعني باش تولي فول ستاك ديفلوبر ولا باش تولي مثلا باك اند ديفلوبر من الاول حتى الاخر هادي صراحه شي حاجه اللي زوينه ولكن اللي تقدر تاسبيرا منها سورتو ماشي ضروري دير بحالها 100% واللي كتخليك عاوتاني كتبقى اونفي على شنو هو الجديد في التكنولوجيز شنو اللي تقدر تعلم من بعد وشنو اللي تقدر تزيد تقراه في داكشي اللي كنتي كتقراه من قبل بحال مثلا غادي يقول لك مثلا كاين خاصك تعلم رياكت جي اس و نتايا يلاه عندك سام بيزيكس في جافا سكريبت دونك تقدر تزيدو عاوتاني عندك في التو دو ليست تعلمو من بعد تعلم مثلا انجولار تعلم شي حاجه اخرى تقرا على شي فريم ورك اللي ولا خدامين به مثلا جديد مي ذا بوينت هو انك تانسبيرا منهم باش تبيلدي الرود ماب ديالك نتايا ديالك بوحدك باش تبقى كل مره تبعها باش تعلم دافونتاج. اوكي سامش دونك جو كوا راكم جاوبتو كيما راني حطيت اللين ديال حتى واخا ما كانوش زعما 100% كيما قال مهدي وعبد الرحيم انه ما تبعش رود ماب بدات تلقى فيها بزاف ديال لي تروك اللي تقدر تلفك في الاول ولكن اتليست انا حطيتها زعما اش كتسمى هذيك شي حاجه مهنيه زعما نحطينا اللين بدات تجيو تشوفوا كون عندكم غوتو ديكسبيريونس ديالكم باش كومسا تعرفوا اش كاين سامرش دونك سي مهدي راح نحاول نجاوبو اوكي دونك مزيان كاين هذا السؤال هذا بيتيت بغيتكم تجاوبوا عليه قبل ما ندوزو لابارتي الثانيه الناس اللي سيلف توث بيتيت عبد الرحيم مالي يقدر يجاوب على هذه القضيه قال انا كنتعلم بوحدي ما قدرتش ندخل شي جامعه وعندي واحد الخوف من الدبلوم واش الخوف ديالو مبرر او لا سي عبد الرحيم خوف مبرر من طبيعه الحال حيت وانت انا واحد لقيتك كنت بحالو فهمتي باش ما نكذبش زعما تقول لي راه راك عارف راسك مثلا شاد واحد لونغاج دو بروغراماسيون وتقدر مثلا تعلم وبغيتي تعلم از جينيور ديفلوبر ولكن واش الناس غيثقوا فيك زعما انك عندك نيت ديك السيلف ديسيبلين وجلستي وتعلمتي هذاك الشيء ما نكذبش عليك زعما كان فاش كنت نقرا فاش كنت نتعلم بليطو حاولت انني في الاول نطلع بورتفوليو ديالي دونك في الاول كنت نقرا انا في لافا كنت نقرا بيولوجي وفي ديك الوقيته عرفت راسي ما عمري غنكمل بيولوجي دونك بديت نقرا انفورماتيك دونك وفي ديك الوقيته حاولت انني نصاوب واحد الابليكاسيون صغيره لا فاكولتي اللي كنت نقرا فيها ديال باش جيستيون ديال ليبريري ديالهم والمسائل افتر ذات تنصاوب ابليكاسيون مثلا ابليكاسيون اندرويد تلوحها في جوجل بلاي تنصاوب شي سيت تاع تي ام ال سي اس اس تنديرو في جيت هاب تا
فنحاول انني نطلع البورتفوليو ديالي باش تطلع فيزيبيليتي واحد شويه. في نفس الوقت تحاول انك توسع النيتورك ديالك واحد شويه باش انه يكون عندك كونتاكت، حيت انت ما عمرك غادي تخدم بسيفي زعما سيفي بحال هكا، خاص الناس يكونوا بحال تي هايلايتيوك باش انك ولا يغوكوموندو كاع في الاول باش انك تقدر تخدم. دونك الا ما عندكش ديبلوم فوكسي على النيتورك وعلى النوليدج، فهمتي؟ دونك حتى جوج هادو. وحاجه وحده مهمه هنا، سير فطوط عندك غير خدمتك اللي في يدك، زعما ما تقدر تجيستيفي حتى شي حاجه ولا داك الوقت كامل ضيعتيه بحتى شي حاجه من غير الوقت اللي عندك، حيت ميم لي بروجي راه تقدر تمشي تخدم من شي بلاصه تحطهم في جيتوب ولا شي حاجه هكا، ولكن الحاجه الوحيده اللي تتبرر هذاك الشيء كامل وداك البروسيس ديال لورنين ديالك كامل هو السكيلز. دونك فوكسي عليها، حاول تكون شويه مزيان في كومونيكاسيون وفي سميتو، حاول تماركتي راسك، حيت هذا هو الوي الوحيد اللي عندك باش انك تقدر تدخل المارشي. اوكي، شكرا سي عبد الرحيم. دونك جو كرو الجواب راه باين فاش كتكون في هاد الدوكا ديال انك بداخل عندك نقص في شي حاجه اللي هي ماشي بالضروره نقص، كتعني بانك ناقص فيها، ولكن هكا داير زعما الدومين. دونك عبد الرحيم راه بغيت نلخص شنو قال، بي سو جود دي كانت اغنور يو يعني، ودي مجهد بزاف باش ما يعيطوا لك بدل انت ما تبقى تعيط عليهم، بدل انت ما تبقى تصيفط لهم بالاحرى. دونك هذه هي احسن طريقه، وجو كرو راه قال لك شويه ماركتي راسك اكسيتيرا. دونك باش ما نتعطلوش غادي ندوزو لابارتي الثانيه ياك، وغادي ندوزو كما قلنا بدينا في الاول قنعنا الناس بان السيلف ليرنينغ حاجه مهمه، الناس اللي تعرفين حاولنا نبينو اليوم. دابا لو تروك هو عندنا الناس اللي ما تعرفينش لي سي، نرجعوا لديك القوله اللي كتقول شحال هذه شحال هذه. دابا العلم كانوا الناس كيمشي حتى للهند باش انه يقرا باش يلقى واحد الكتاب وكيقرا كذا. دابا المشكل ان كلشي عندك في الدار، كلشي عندك في البي سي، ولكن اللي يقرا زعما هذا اللي يقرا الله يجيبو كيف كنقول. دونك كاين المشكل ديال انه بنادم ما قادش يقرا ولا كيف كسمه. دونك نبداو اول حاجه بلي ريسورس اللي كاينين اصلا باش نقراو باش نعرفوهم، وكل واحد بالنسبه لكم نتوما واش كيعاون واش ما كيعاونش. دونك لي ريسورس اللي كاينين كرو كاينين لي بوك يوتيوب فيديو لي زارتيكل اكسيتيرا لي توتوريال اكسيتيرا، نتوما شنو هما بالنسبه لكم، شنو هو التولز اللي كتستعملوا بزاف؟ جو راه شي حاجه بيرسونيل كل واحد، ندوزو عليكم ونشوفو شنو هما لي تولز اللي كتستعملوا بالنسبه لكم، علاش هما مهمين في الليرنينغ. نبدا معنا جلال. دابا خاصنا نعطي الاسرار ديالي ياك. كيما عندنا السوفتوير ديليفري بايبلاين، بعد 20 سنه بنيت واحد الفانل، اللي بغيتي تعرف الفانل ديال كونتينيوس ليرنينغ. دونك فين تنبدا بالسينيورز في رادار، تنبدا بالسوشيال نيتوركس و ديسكشن في ريديت الى اخره. دونك تنخلط على الاخبار، ومن الاخبار تنقل الى الافكار. دونك من بعد شنو تندير، الى عجبني شي موضوع تنمشي واحد لو سيت سميتو كوبر، وهذاك لو سيت يعطي كيفاش تعطي الكتوبه، ولكن باختصار ربع ساعه 20 دقيقه تسمع ليه وتعطي لك هذاك الكتاب كامل، بحال اتوميك بوك اتوميك هابيتس. اذا بغيت نقراه خاص نمشي لكوبر نسمع هذاك الملخص السمب، وإلا عجبني عاد يطيح في هذاك تحت كاع اللي هو نتعمق فيه ويمشي نشري الكتاب. ولا اغلبيه ما تنبقيش تنشري الكتبه تنسمع ليهم، دونك عندي هذيك اوديبل تنشري كتاب ب 10 اورو كل شهر وتنسمع ليه، تنسمع 20 سوايع 15 سوايع. وفي هذاك من تنسلي هذيك الاستماع عاد تنبدا البراكتيس، وفي هذاك البراكتيس تنبدا الوركشوب هاندز اون الى اخره، باش في الاخر الى بغيت نكتب شي حاجه نقول واش هذا الشيء صالح ولا ما صالحش. دونك ماشي ما نقدرش يعني الوقت محدد، ما يمكنش بدا ما يمشينيش للكتبه ويمشينيش لجيت هاب ويبقى يشوف الايشوز، راه داك الشيء خاص يمشي من بعيد من هليكوبتر فيو ويشوف واش عجبو الحال ويزومي الى عجبو الحال. ولكن هكا دابا اللي تندير يوميا، ويوميا يعني ساعة في النهار، هادشي نرجعوا ليه ان شاء الله في تايم مانجمنت، ولكن عندي ساعة في النهار ديال هادشي ضروري بلا الويكند. اوكي جرب كيخدم واحد الطريقة صراحة اللي واعرة بزاف، راه كنت كنخدمها في لي بوك اللي ماشي ديال الاي تي، يعني كنشوف واش بوك اصلا كيستاهل يقرا. اول حاجة كتشوف التلخيص ديالو عجبك عاد باش تخليه باش تشوف لي ديتاي. صراحة طريقة اللي واعرة بزاف، كتختصر لك واحد الوقت اللي هو كبير ديال انك
كتزرف شي 10 ديال السوايع ديال القرايه في شي كتاب اللي ما صالح له والو. ندوز لعند امادي. اوكي تو جينيرال مصارح انا ما كنديش ديك ستيب الاولى ديال انني نقلب على التوبكس. يوزوالي سوا التوبكس اللي باغي نهضر عليهم ولا باغي نعرفهم تيكونوا ديجا لقطتهم من شي بلاصه منين ما عرفتش ما كنديرهاش انتينشنلي. ولكن الحاجه اللي كندير هي كنحاول نخلي السكوب نتاع الحوايج اللي باغي نعرف يكون صغير باش نقدر المانجي حيت الا كبر بزاف ما كنقدرش المانجي. سو استراتيجي ديالي كتكون ديما ساهله. اول حاجه كنخدم يوتيوب فور كراش كورسز. سو يوتيوب كيعطيك فهمتي كتفرج فيديو ب 1.5 تتعرف اون جينيرال شنو هي التكنولوجي شنو هو اللونغاج ولا شنو هي الحاجه اللي راك باغي تتعلم. كنخدموها هنا كتشوف شي كونفرنس بالزربه كتقول لك شنو فيها وديك الساعه كتعرف راسك واش اتس ستيل انتريستينغ بحال اللي سمعت عليها النهار الاول كيما لقيتها النهار الاول ولا ما عنديش يوز كيس ديالها ما عنديش الوقت ديالها ولا حتى من بعد. الى دازت هذا الفلتر هذا وفحال دابا قلنا وقليل اللي غيدوز هذا الفلتر هذا لحقاش اتس لايك فيري هارد انك بالنسبه لي انا صراحه باش نتكونسونطرا على بزاف ديال الحوايج في الدقه. دونك الى فاش كنحاول نتكونسونطرا على شي حاجه صوم ديك الساعه كتقرا كنحاول نبدا نقي شويه في كتمشي للسيت اوفيسيال غالبا كيكون فيه كازين ستارتين جايدز وتيتوريالز الاولى اللي كتكون بروفايدد باي دي اوفيشال دوكيومنتيشن كدير هذوك هما الاولى باش تما درتي شي حاجه اند ذن كتبدا تفورمي لي كويستشنز بزاف تاع كويستشنز وانت كدير داك الهاندز اون داك الجيتين ستارتد كتلقى بزاف ديال الكويستشنز علاش هادي وعلاش هادي وعلاش هادي كتحاول تجاوب على دوك الكويستشنز ستاك اوفر فلو في الدوكس. كتاخذ امور هوليستيك فيو على التكنولوجي ومن تما عاوتاني كتزيد ديسيدي واش باغي نزيد نعرف اكثر ولا ما بغيتش نزيد نعرف اكثر ولا كنتي باغي تزيد تعرف اكثر ولا كان الجولز ديالك ابار لايك فهمتي باغي سبيسياليتي باغي نجمع حوايج اخرين باغي مور اكسبيرتيز في ديك التكنولوجي كنزيدو نشوفو كنقراو كود كنمشيو جيت هاب سبيشالي الا كانت التكنولوجي اوبن سورس كنقراو الكود تنحاولو نعرفو كيفاش داروا هادي الى كنتي lucky enough ان التكنولوجي like كانت a research technology قبل يعني كاين scientific papers ولا كاين design documents اللي تقدر تقرا it's nice الى مشيتي قرات the research papers and design documents وإلى وصلتي لذاك stage في الاخر you can say that you know most of the technology ديك الساعة and then ديك الساعة you can keep your joke ideas علاش ما نزيدوش هذه وديك الساعة تقدر تبدا contributing if you're interested باش تمشي من ستيب زيرو بالنسبه لي انا حتى انك تقرا على ديك التكنولوجي خص اول حاجه تكون التكنولوجي كتعجبك لواحد الدرجه اللي تخلي لي انك ما تسمحش فيها في التالي في النص انني ما سمحتش فيها في النص يعني it was so interesting لدرجه انني كملت من الاول حتى الاخر and واحد الحاجه اخرى ما كنديش معها شي حاجه اخرى اون باراليل حيت شي حاجه اخرى معها اون باراليل غالبا ما غنعرفش نشدهم بجوج غنسمح في وحده حيت الاخرى is more interesting ولا حيت وحده كتصاوب تفاي واحد البزو عندي دابا هاد القضيه ديال اون باراليل دابا هادي بحال واش كتبغي تقرا شي تكنولوجي كتقراها هذا السايد بروجيكت يعني ماشي خلي الخدمه 8 ديال السوايع يعني ما كدير مع حتى شي حاجه اون باراليل في الليل ماشي في النهار باش يفهم ماشي بالضروره شحال من مره تقدر تقرا شي حاجه اللي ديجا انت عندك في الخدمه ولكن اتس انتريستينغ وانت كتخدم عليها في الخدمه حتى اللي نقرا عليها حتى حاجه ما كتمنعك ولكن الا كنتي داكشي اللي كتخدم به سواء از نوت انتريستينغ سواء عندك انف اكسبيرتيز باش تقدر تخدم به فهمتي وما تحتاجش تعلم اكثر بزاف ديال الحوايج تعطي حتى الوقت ديال الليل عندك وعندك حوايج اخرى اللي باغي ديرهم داك الساعه الوقت ديال الليل كيكون سيبريت على داكشي ديال الخدمه بغيت فهمتي ما كاينش ماشي شي حاجه اللي كتقول لا داكشي اللي كديرو بالنهار ما ديروش بالليل داك جو كوا مهدي جلال واخا لي ميثود ديالهم مختلفين ولكن كاين هذيك لا بارتي تاع الموتيفاسيون ديال الاول خصو يعرف شنو واقع عاد باش يدوز يعني كل ما كانت عنده هذيك لا بارتي واخا كتكون صغيره هي اللي كتعطي الموتيفاسيون باش انه يزيد لقدام. ندوز عند مريم. المهم لي ميثود اللي كان ادابتيها انا هي انني كنحاول نقرا بعد على اي حاجه كنبغي نتعلمها نقرا دي زارتيكل هكا عندي في الفيد اللي عندي في واحد لابليكاسيون مثلا انا ام مور انتريستد ان جافا سكريبت وداتابيزز وداتا ستراكشر كيبقى تلعب لي نيوز ديال كل مره شنو خارج شنو كاين جديد شنو تزاد ديفرنسز ديال شنو كاين دابا وشنو كان شحال هذا واحد لو بوين اللي كلشي هضرتي عليها يوسف اللي كنهضرنا عليه لاست ابيزود هو علاش كنقرا داتا ستراكشرز اند الغوريثم من الاول ديجا باسكو صافي 10 ans باش قريت عليهم في لونيفرسيتي دونك
نسيت عليهم تماما. ودابا دابا تحطيت واحد واحد كيما قلت لك في دي بروجي اللي خصني نخدم بزاف النوليدج ديالي ديال داتا ستراكشرز وديال الالغوريثم الاول باش يكون عندي واحد ديب اناليزيس على البروجيكتس. المهم هادي من واحد الناحيه باش نجاوب على الكيستيون ديالك ديال ديك المره. كيما قلت لك كنقرا واحد الفيد اللي عندي ديال التوبيكس اللي كنكون ديجا انتريسي ليهم. فاش كنبغي نتعلم شي حاجه كنبغي نتعلم دافونتاج على واحد الفريم ورك كنمشي نقرا في الدوكيومونطاسيون ديالو كيفاش نخدمو. كنخي واحد الهيلو وورد بروجيكت باش كنتفاميليريز شويه مع التكنولوجي. من بعد عاد كنبدا نشوف الادفانسد ستاف اللي كاينين وشنو غادي نقدر نستعمل معاه شنو غادي نقدر نتعلم اون باراليل معاه. ثانيا كاين سميتو كاين لا بارتي ديال ريدين بوكس. انا ما كنقراش الملخصات بحال كيوسف انت وجلال ما كنبغيش نسبويلر راسي دونك كنقرا كلشي من الاول. دونك عارفه ديجا انه بحال مثلا غادي نقرا شي كتاب مثلا على بايثون العلاقه ديالو مع الكيو اي تيستين. جو سي كو غادي يهضر على بايثون كيو اي تيستين ولكن ما غاديش نقرا البريفاس ديالو ولا نقرا شي ريزومي ديالو باش نفهم شنو واقع. كنعاود نقراه من الاول وكنحاول نابليكي داكشي اللي تعلمت على البروبليماتيك اللي كيكونوا عندي وهكا كتبقى غاديه. ثاني حاجه البوان اللي شرنا ليه في الاول ديال الكوميونيتيز. دونك ملي ما كتعرفش كتكون ديجا بواحد في شي حاجه ولا ما تبوز دي كيسيون على دي توبيك هكا بريسيز كتمشي كتسول مثلا في لي جروب ولا في ريديت مثلا ولا في سميتو تشانلز ديسكورد اللي كتكون ديجا مابوني ليهم باش كتكون عندك دي ريبونس من الناس اللي اكسبير والناس اللي ديجا خدموا بلا تكنولوجي. ما كتبقاش غير هكاك واحد مع راسك وتالف بين الكتوبه ديالك وبين لي ريسورس اللي تيكونوا اتا ديسبوزيشن. اوكي شكرا مريم. دوز لعند عفاف تورينا الطريقه ديالها باش كيفاش كتقرا. دابا السؤال واش هو انه الريسورسز اللي كنقراهم واش كتوبة ولا فيديوز ولا بودكاست الى اخره ولا شي سؤال؟ المهم السؤال بدا هكاك ولكن هو غادي السؤال بدا بحال هكاك ولكن هو غادي هو كيتعامل ولا كيتابغريد حتى وصل عندك كيتفرع يا المهم انا غنجاوب على السؤال الاول بعدا. بالنسبه ليا كل واحد عنده الريسورسز اللي كيلقوا ليه. دونك اللي ما كيكونش عارف الاول خاصو يجرب يقرا شي حاجه. نفترض داروا الفيتخ اللي كيدير السي جلال ومهدي ولا الملخص اللي كتشوفوا انت ويوسف في الكتب وعارفوا شنو غادي نقراو ولا عارفين دوك التوبكس اللي غيقراو عليهم. كيفاش عارف الريسورس اللي مناسبه ليه؟ واش فيديو ولا شبوك واش ارتيكل واش هذيك كتجيب التجربه. انا بالنسبه ليا مثلا الحاجه اللي كنقراها كنعقل عليها اكثر وكنفهمها احسن حيت كيجيني كناخذ وقتي كنهايلايتي داكشي اللي بغيت كنسطر على الكلمه كندور عليها بشي ستيلو داكشي كيعاوني نعقل اكثر. كاين اللي مثلا الا تفرج في فيديو ودار نوتس كيعقل احسن وكيفهم احسن خاصو يشوف شي حاجه اللي غياجي معاها. كاين اللي مثلا الا سمع الحاجه كي يفهم احسن يبقى طالق غير بودكاست مثلا ما يشوفش حتى التصويره مثلا فيديو دايز فيه الصوت والصوره ما يشوفوش كيفهم بالبودكاست احسن. دونك هذيك كتجيب بالتجربه انك كتجربهم كاملين وكتشوف الحاجه اللي كتجيك افضل تجربه معها افضل. واخا انا بالنسبه لي كيجوني الكتابه شي حاجه اللي هي ضروريه واخا يكون عزيز عليك شي ريسورس اخر كتجيني كتقوي الدماغ ديالك على انه ديما يخدم انه المعلومه كيتعب عليها باش يعرفها ولا باش يثبتها. السؤال الاخر انه زعما كيفاش كنت انتريسا شي حاجه. انا الصراحه يلا باديه دونك داكشي اللي كنت انتريسا لي باقي بيزيكس اللي شفتهم دايرين بيا كيف ما قلتوا على الكوميونيتيز. كيكون الكوميونيتيز دايرين بك كيكون الناس اللي كبار منك وكتدوي معاهم بزاف فاش كدوي معاهم كينصحوك شنو الحوايج اللي مثلا غيفيدوك انك تعلمهم في الاول غيفيدوك من بعد. دونك هذاك الشيء انا اللي عاوني كيفاش نفيلتري داك الشيء اللي غنقرا. وديجا في هذيك التجربه اللي درت فاش جلست هاد العام نقرا راسي راه في الاول بحال جاتني طاح انه نتخلى على لي كونيسونس اللي كانوا عندي
ولا هذاك الشيء اللي كنت معلمه ليه ونرجع نبدا ا زيرو. جاتني صعيبه بزاف وفي الشهور الاولين ما بغيتش نتخلى عليه قايد جرى داك الشيء كامل كنقراه كامل دقه واحده وزعما كل حاجه دايره لها وقتها. ولكن كيف ما قال مهدي راه زعما شحال ما حاولتي في الاخر انا كتفوكاليزي على واحد حاجه جوج حاجات ثلاثه ماكسيموم حسن غادي تقراهم حسن وغتبتهم حسن انك تقرا بزاف ديال الحوايج وصافي هادشي اللي يعني. وشكرا. دوزنا نسير عبد الرحيم. انا صراحه بحال عندي جوج ديال لي بارتي هنا كاين داكشي اللي المهم 70% ديال داكشي اللي غنقرا ما تيكون جديد نورمالمون تيكون قديم دونك كل داكشي اللي ديجا خدام فيه حيت انا بالنسبه لي زعما نتسبيسياليز في حاجه وحده ونكون نعرفها مزيان احسن ما نكون نعرف بزاف ديال الحوايج. هذه هي الاولى. ولكن بطبيعه الحال ديما تبقى ديك 30% ديال الكيريوزيتي ديال انه الى سبوتيتي شي تكنولوجيا جديده ولا شي حاجه واحده اخرى تبغي تعرفها علاش داوي ولا شحال الحركه. دونك داكشي اللي قديم ولا اللي ديجا تنعرفو راه اوتوماتيكمون راه ما تلقاش لي ريسورس زعما اللي موجودين داكشي ان ديبت. دونك جينيرالمون خاصك تمشي للكتوبه ولا شي حاجه بحال هكا. صراحه القرايه ديال الكتوبه شويه ممله وسميتو هارد كور فهمتي ماشي زعما بالزربه انك تمشي لهداك الشيء. علاش؟ حيت هما تيحاولوا يمشيو معاك من الجراوند مثلا من لابارتي تيوري ديال لي شوز وهذا باش تفهم علاش اصلا دارت ديك لا ديسيزيون في الاخر. على هذاك البروسيس ديال لورنين في الحوايج اللي ديجا عارفهم تيكون ثقيل بزاف ماشي. دونك نقدر نقرا مثلا 4 الكشوف في العام ولا شي حاجه ولا 5 الكشوف في العام ديال هذاك الشيء اللي ديجا عرفوا. ديك لا ريغل اللي تندوي عليها ديال 80 20 ديال ان تقدر تعلم مثلا واحد 80% ديال التكنولوجيا فوق تقليل مي ديك 20% اللي بقاش غادي دير لك واحد الوقت اللي كبير بزاف حيت هذيك هي لا بارتي فريمون اللي ماشي افوردابل بالنسبه لكل شيء. هذيك هي لا بارتي اللي غادي تحطك في الطوب نيش ديال هذيك التكنولوجيا. هذيك اللي كيقرا مهدي نورمالمون هذيك هي وهذيك لا بارتي راه كاين في زعما راه تو بي اونست زعما باش ما نكذبوش على راسنا راه داك الشيء راه هارد كور راه ما كاينش الضحك حيت فريمون خاصك تفهم بزاف ديال الحوايج وبعض المرات تخلي هذاك الشيء تقرا تمشي تقرا واحد التيوري واحده اخرى باش تجي تفهم بها داك الشيء اللي خدام عليه. دونك كاين هاد لا بارتي وكاين لا بارتي الاخرى اللي انني تنحاول نديسكوفر شويه الحوايج اللي تنبغي زعما حوايج جداد وهذا حتى انا صراحه ما عندي لا رادار لا حتى شي حاجه غير تلصق لي شي حاجه في دماغي اوتوماتيكمون تنغوغلها الا عجبتني شي شويه تنمشي نشوف شي حاجه في يوتيوب. دونك شي كراش كورس ولا شي حاجه بغيت نابليكيها في شي توتوريال ولا شي حاجه تمشي تشوف شي ارتيكل بالزربه ولا تمشي للدوكيومونطاسيون الا كان شي لونغار بروغراماسيون وعندو دوكيومونطاسيون زوينه حيت بعض المرات تدخل ما تقدرش تبدا حيت تكون الدوكيومونطاسيون الله يحسن العوانه صافي. بودكاست صراحه نديرهم مع فودنيا فاش نكون خدام ولا نكون نجري ولا شي حاجه بحال هكا حيت ما غاديش نتعلم منهم بس بلاطو غير باش يعطيوك هذوك نيت الكلمات ولا دوك نيت الكونولوجي اللي غادي تقدر تعرفهم صافي هادشي اللي كاين. اوكي صراحه هادشي اللي قلتو زعما ينصب في واحد الاتجاه ديال اول حاجه نتوما يعني كل واحد بطريقته وكما قال مهدي ديما كيقولها شوف غوتور ديكسبيريونس ديالك يعني اكتشف راسك هو اهم حاجه. دونك او برينسيپ كما كنديروا كاملين صراحه انا تقريبا نفس لا ميثود كنبدا شويه سواء غالبا ما كنقراش كتبه بزاف ديال الاي تي الطريقه ديالي شويه فيزيوال حتى انا كندير شويه اليوتيوب يعني بحال كنسكان شنو كاين مثلا واحد التكنولوجيا شنو ممكن دير بها شنو هما لي ليميت نتاعها شنو هما المشاكل ديالها يعني اوفر فيو كما كدير شنو ممكن تطلع بها اكسيتيرا ومن بعد كنشوف الدوكيومونطاسيون نيشال وكندوز لا بارتي تاع البروجي يعني نطابي ولا ندير شي حاجه ومن بعد افيغ لا ميزور كاين شي بوش كي كنمشي نقرا الدوكيومونطاسيون ستاكو فلوس صديق فهمتي الوفي ديال كاع لي ديفلوبر كتشوف وكتعرف لي تروك تقريبا ديال الميثودولوجي. كاين واحد الطريقه اخرى اللي كنت كنجربها بارفوا باش كترونسفيري النوليدج من بلاصه لبلاصه بحال مثلا انا كنميتريز رياكت مزيان واحد النهار بيتات شي واحد دوالي على في جي اس ولا شي حاجه كنقلب مثلا كيفاش واحد رياكت ديفلوبر كيفاش يقرا في جي اس كتلقى شي واحدين فريمون دايرين دي ايديا نتاع توتوريال لي زوينين بزاف كيقول لك مثلا هذا الكونسيبت في رياكت
انت اللي فاهم ديغيغ وعندك بزاف ديال الاخر نتاعو كيفاش كيكون وكيفاش كيكون شنو هو رياكت هنايا كيفاش غادي نديروا لي انا الطريقه. وكاين في اي نوع تكنولوجي كوا كاين هذا النوع ديال لي فيديو ديال يوتيوب وكيعجبني بزاف صراحه كترونسفيري النوليدج دغيا مثلا بحال الا بغيتي تقرا راسك ولا شي حاجه كتعرف بانك كتعرف جافا ولا شي حاجه كتقول مثلا المقارنه كتاعها وكيكونوا دي فيديو زوينين. الحاجه عاوتاني الثانيه هو انه فاش كاين حيت كثار لي ريسورس خصوصا في يوتيوب خصك تكون فهمتي السيليكسيون ديالك ديال لي فيديو خصها تكون ناضيه بزاف. اول حاجه الا ما كانش فيديو اشدي ما كنتفرجش فيه دونك شي حاجه اللي مهمه بزاف. ثاني حاجه هي الفلتر ديال الوقت دونك غالبا خصو يكون الوقت اتليست عام الكرو كندير حتى فلتر في جوجل ما عرفت واش كديرها ولا لا فاش كنقلب على شي حاجه ديما كندير فلتر عام يعني ما خصوش يكون في المنام كتليميتي بزاف د الحوايج ولكن اتليست كتعرف بان كي دخلتي شي حاجه كتلقاها جديده يعني ما غاديش تلقى شي حاجه ديال 2007 ولا شي حاجه. دونك غالبا كنشوف الكاليتي يعني الا كانت اصلا الكاليتي مع انفيستي والكاليتي يعني راه هو كيعرف شنو كيدير ماشي غير كيدير دو نيمبورت كوا دي بلوس كما قلتي كتفرج كسوا الفيتاس كثار ولا كذا كتشوف الاخر ديالو كتشوف يعني اهم حاجه هو تكون عندك ديك اوفر فيو على ديك التكنولوجي ولا شي حاجه شنو كدير وشنو بغيتي دير ومن بعد كدوز للبراتيك يعني شي بروجي شي حاجه صغيره شي هو الوورد اتليست باش نعرفوا شنو كاين. تقريبا هذه هي الميثودولوجي اللي كندير حتى انا تقريبا راه حنا كنشاركوا في نفس الطريقه اللي هي اول حاجه خصها تكون عندك الموتيفاسيون وكتشوف على حسب شنو هو الريسورس اللي كيجيك مزيان كسوا كتابه كسوا فيديو كسوا دوكيومونطاسيون كسوا جو سي با كاين بزاف ديال لي تروك لي توتوريال ما عرفت واش شي واحد فيكم عزيز علي انه يتبع دي توتوريال دو ا زد يعني ولا يشريهم عندكم هاد القضيه هادي ولا ما كتخش لكم الراس ماشي اوكي دونك ما كتاخذوش بزاف. دونك هاد لي تروك هادو الا بيتيت بغيتي تشوفو دخلوا السيت اوف دي بوينت غادي تلقاو كاع لي دتا كاين واحد لابارتي تاع ليرنين ايدوكيشن وتشوفوا الناس لي ديفلوبر مغاربه شنو كي ماذا يحب يدون اكثر واش يوتيوب واش اكسترا اكسترا. دونك غادي تلقاو الكومونتير تما. دونك جو كخوا حنا دوينا على هاد القضيه هادي غير في هاد لابارتي هادي بالضبط كاين ا بروبليم ديال كيما قلنا شحال هادي تيقول لك اطلبوا العلم ولا في الصين حيت ما كانوش الكتابه ما كانوش كتا. دابا حنا في واحد الوقت ديال كثير الكتابه كثار لي فيديو كتاه ولينا في واحد تشالنج جديد اللي هو كيفاش تختار شي حاجه مزيانه ولا ما مزيانش. انا جو كخوا ذكرت دي تروك خصوصا في يوتيوب كيفاش كدير سيليكسيوني ولكن بالنسبه لكم نتوما كيفاش كتسيلي كيفاش كتعرف دابا هذاك الريسورس ديال هاد التكنولوجي مزيان ما مزيانش. نبداو مع سي جلال بان لي راه كيدير دي فيلتر. صراحة هذا مشكل كبير هذاك كيفاش عندي واحد السر عاوتاني نبغي نعطيه هي من تنمشي نقلب على شي موضوع فين ربحت بزاف ماشي سيمانات ولكن شهور ديال الخدمة وديال التجارب وديال الأغلاط هي ملي مشيت نيشان عند الناس إما في تيك كونف إما في هكا فيرتوال كونف إما في ميتابس إما في سلاك يعني برايفت سلاك شانلز خاص نقلب على هذاك راس الخيط ومنين نلقى مول هذاك المشروع ما تنطلقش منه تنحاول كيما سيمانه 10 ايام شهر تنحاول ندير به اتصال حتى يجاوبني ومنين تيجاوبني تنلقى شي حوايج اللي ما كاينش كاع في لو كود ما كاينش كاع في رود ماب ما كاينش كاع تيقول لي من دابا شهرين شنو نديرو طرات ليا مع دوكر طرات ليا مع اي بي ايز مايكرو سيرفيسز طرات ليا مع ديفوبس طرات ليا عدد مرات وهذا التجربه اللي صدقات ليا مره الاولى والثانيه والثالثه دابا راه خديتها عندي وتنبقى تنستعملها كل مره هذاك بحال واحد سيكريت ويبن مين تيكون عنده شي موضوع شويه حساسي تنمشي نيشان عند وتنبقى بحال الا تنتحرش عليه وتنبقى حتى تنخرج منه هذاك داكشي اللي في راسو. وبصح الا شتي بزاف ديال المواضيع بصح تقدر تلقى بحال سبحان الله تلقى ديال بحال الحرب نايد كاين لي انتي فيو جي اس كاين لي انتي رياكت كاين دونك ما عرفتيش شكون تيق دونك شنو كيفاش تنفلتري انا تنمشي العكس تنبقى نضرب في جوجل ولا في دوك دوك جو تنبقى نكتب مثلا شي موضوع هورر ستوريز شتي هورر ستوريز ولا بوست مورتمز وتنقلب على داكشي الخايب اللي يقدر يطرى في هذاك التكنولوجي وإلا طرى داكشي الخايب والناس معترفين به وتيشرحوه بعدا راه غادي في هذاك الاتجاه وانت عارف راسك فين غادي
حتى هذيك راه مهمه باش بنادم يختار شي تكنولوجي بحال دابا روبي does it scale or not بحال جافا is it really fast or لا adoption بحال داكشي تقلب على horror stories ولا war stories كما تيقولوا راه يعطيك واحد الفكره احسن من هذوك الناس اللي تي غاديين في championship ولا sponsorship ولا غاديين تي مدحوا في هذيك التكنولوجي هذيك راه ما كاينين ديما تلقاهم اما الاخرين ما تلقاهمش ديما دونك هادو جوج حوايج تنستعملها اوكي مريم كيفاش كتفيلتري لي ريسورس انا كيما قلت لك الفلترز تقريبا درتهم في كاع السوشيال ميديا اللي كاينه فيهم تيكون في ما كنحلهم بيج ديال فنجان ديال فيسبوك ولا تويتر ولا لينكدين كيطلعوا لي لي زانتيغي ديالي هما الاولين زعما اللي كنبغي نعرف عليهم بزاف كاين عاوتاني البلان اللي قلت شي الفلتر اللي كدير في يوتيوب راه غالي حتى في جوجل وفي البلاتفورمز الاخرين دونك باش كتجيب لا ريشيرش ديال لا بلو ريسونت باش تكون كايند اوف ابديتد ما ما تخرجش في شي حاجه اللي قديمه بزاف صافي هادشي اللي كاين وابخي كاين عاوتاني سبوتيفاي بودكاست ديال بزاف صراحه نقدر نبارطاجيهم معكم باسكو يوسفو بجهد هذا ما كان اوكي شو عبد الرحيم قلنا ندوزو عند هذا بيرسونيلمون زعما نحاول لي ريسورس ناخذ لي ريسورس لو اوريجينال زعما دونك الا كانت شي حاجه نمشي للسيت اوفيسيال ديالنا ولا البلوك ديالهم ولا شحال بحال هكا دونك هادي هي الحاجه الاولى باش انك تكون عارف بان هذاك الشيء راه 100% فاليد حيت لي فيديو والتوتوريالز بلوك بوست المشكل ديالهم انهم بايس دبي هذاك السيد اللي كتبهم هو تيقول لك انا هادي احسن طريقه باش انني درت هاد امبليمونتيت هاد التوتوريال مثلا ولا هاد لونغاج بروغراماسيون ولكن هذيك الطريقه راه بالنسبه ليه هو فاليد غير في هذيك البلاتفورم ولا غير في هذاك السيستم ديكسبلوطاسيون باش خدام هو فاليد غير في هذاك الكلاود بروفايدر باش خدام هو دونك امون افي من الاحسن تيفيتيو هذاك الشيء ديال ديفلوبر ادفوكيت ريسورسز وداك التخربيق خليو ابار المهم مزيان باش انك تكون عندك اوفر فيو وتعرف الفيتشرز ديال لانجويج ولا 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 داكشي اش تقرا عليه ولكن الا بغيتي تعلم فريمون شوف لي ريسورس اوريجينال شوف انا بيرسونيلمون الناس اللي تيتاتاشاو للبيداغوجي ديال السيد اللي كيشرح اكثر من الكونتوني بحال دابا يشرح لك جيفري واي شي حاجه ويشرح لك جو سي با شي واحد اخر غادي بنفس الكونتوني ونفس الحاجه غادي تفهم مع الاخر وما غاتفهمش مع الاخر دونك امون افي الا قدرتي تلقى شي واحد انك البيداغوجي ديالو دونك تتفهم فيها مزيان دونك الطريقه باش يفكر هي نفس الطريقه باش تفكر دونك راه ستيك تو ذيس وان باش انك تقدر تاخذ سميتو شي حاجه واحده اخرى ما جينيرالمون ما بقيتش نقرا بزاف سميتو ما بقيتش نقرا بزاف لي غوسورس حيت كان فيه واحد القاعده شحال هذيك كنت ندخل ميديوم تقريبا دوك داكشي كامل الجديد اللي تيطلع عليا من هذوك الناس اللي داير لهم فالو جنقرا كامل كما بغى يكون زوين خايب هذا ما بقيتش نديرها حيت جوج الحوايج تدير الوقت وتدير انرجي وما تستبش منها بزاف خلاص كيتعاود بزاف ديال هذا ومن بعد تتفهم كما قال جلال بان داكشي راه سبونسوريزي فهمتي دونك شي واحد مخلصينو باش يكتب ارتيكل على تكنولوجيا ولا شي حاجه وتيبقى تيعاود في نفس الايديا وهذا تقريبا اون غو مؤخرا وليت بزاف فريديت تي جينيرالمون في سابريديت ديال جافا سكريبت ديال انجولار ديال تايب سكريبت هذا تيكونوا دي كيستيون لي فريمون انتريسون تيكون لازم تبارطاجي البروجي ديالو هذا دونك تما تندخل صراحه و تنبيكي شي حويجات تنقراهم زعما عطي طوب اوكي مادام ذكرتي ريديت جو كوا ريديت من بين زعما لي بلاتفورم اللي بزاف بنادم بحال حجرهم ولكن بالنسبه لي انا في كود تي ديف
صراحه السؤال كيما بغى يكون في داك الدومين ولا داك السابريبيت مثلا رياكت ناتيف اكسترا يكون عندك داك واحد القضيه ديال ان بيتيت الناس اللي كيكتبوا تما كيكونوا فريمون واعرين ديال بصح ماشي بحال ستاكور فلو بحال شي حاجه اخرى فريمون ريديت فيها النيفو طالع ديال بصح يعني حتى الا كتبتي لهم شي حاجه دو نابورت كوا راه ما غاديش يعقلوا عليك حتى في لي كومونتير وفي الاخر يعني عندهم داكشي غود غود صبر ريديت فريمون فيها داكشي لحقوا الطريق جوبونس ديك الريبيوتاسيون لا هو لا ستاكور فلو زعما الريبيوتاسيون ديال السيد راه فريمون خاص يكون تيستحقها باش ياخذها لا ستاك اوفر فلو لا تماك دونك ا مون افي الناس اللي تلقاهم تماك تيكونوا زعما وما يقدر زعما يقول شي حاجه اللي غير باش يقولها ولا شي حاجه بحال هكا حيت فريمون غيبولي تماك راه ما كاينش سميتو او فريمون تماك ما كاينش الضحك هو فورتشان جينيرالمون راه ما تقدرش تكتب غير اللي كتبتيها حيت ما هذوك البلايص ريسكي واحد شويه صراحه اكزاكتلي الحاجه اللي خديتيها تماك غادي تكون هذه تكون ديال بصح ما عرفت واش كتشيروا معنا نفس الايديا ولا لا ولكن كيبان لي ريديت زعما من احسن هو قبيح ومزيان الا مشيتي درتي شي حاجه ما هيش هذيك راه ما تعقلوش عليك غير ما تسولش فيه قرا مزيان ما تسولش اي اكزاكت هو دابا ديك الاسئله البليده راه مو تقدر تطلع لك شي واحد ولكن مزيان وفات يعني بنادم يقدر يعطيه واحد الفرصه صراحه انا بالنسبه ليا بارفو كيكون ريديت شي خطره هو احسن بلاصه واش غادي نعرف انه وليت شي على شي مثلا اخر ما كاين فشي حاجه مثلا كندخل مثلا جافا سكريبت فاتوني لي زارتيكل ديال شهر كامل كنت قدام بزاف اكسترا كنجيو كندير بار واحد الشهر كامل كنشوف اكبر حاجه طالعه فريمون هذوك اللي طالعين يستاهلوا باش انك تقراهم كاملين يعني ماشي شي حاجه اللي خاضعه لكذا فريمون ريديت الطريقه كيفاش كتابفوتي فيها خطيره جدا يعني ما كيطلع غير كما كيقولوا النقعه ديال هذاك المجال ولا هذاك الصبر ديت اخوان دوز عند عاقف اخر وحده اللي تقول لنا كيفاش كتفلتري مادام هي يلاه باديه بدات نتوما كاملين كتعرفوا زعما نتوما غير كتزيدوا يعني ديجا عندكم واحد الباك جراوند كتعرفوا الدومين اكسيتيرا دونك كتكون ساهل باش انك تختار ولكن ايتيديون اللي يلاه بادي جو كرو هذا الفلتر هذا غيكون اصعب عليه شو عفاف ونشوف واش هادشي صحيح ولا لا انا بالنسبه لي كاين واحد الحاجه كنت قلتها في بلا بلا كونفنيت هي انه ما نبقاش نتبع شي حاجه غير كتبان لي ترند ولا لا تبعتها غنبان صحابي الاخرين كول ونتبع داكشي اللي جديد وكذا ونتبع كل شيء دونك نتبع شي حاجه اللي انا فريمون كنقرا عليها وداكشي اللي كيطلع ليا كنقرا عليه سورتو في السوشيال ميديا لان اون فوا كتدخل كيبان لك التايم لاين عامر وراسك كيولي حتى هو كيحس براسو بحال داكشي كامل قراه وخاصو يستوعبو وباقي ما قرا حتى شي حاجه دونك كما قال عبد الرحيم كتمشي لك لينيرجي والفوكس على والو باقي ما درتي حتى شي حاجه ما استفدتي حتى شي حاجه ولا حتى الا قريتي داكشي كامل وانت ما محتاجوش كامل كتصدق معمر راسك بشي حوايج اللي ما غاديش تخدم بهم دونك الحاجه اللي انا نديرها بعد اول حاجه هي انني نتبعها هداكشي اللي فريمون انا انتريسي به ولا اللي كنقراه دابا ما مخلي حتى شي حاجه اللي غير زايده هكاك خضره فوق طعام صافي ومتبعاهم سينو بالنسبه لكيفاش كنفيلت خلا كاليتي ديال الحاجه كيف ما قلتي انا باقا ايتيديونت دونك ما عنديش بزاف ديال الاكسبيريونس اللي تخليني نعرف كيفاش نفرق فريمون شي حاجه اللي مزيانه ولا لا فهذيك الحاله فاش كنكون كنتبع شي غوسورس يعني بزاف كنسول الناس اللي قراب ليا كبر مني ومثلا في سبيسياليتي اللي باغا ندير ولا كندوي معاهم بزاف ولا شي حاجه هما اللي كنسولهم ينصحوني واش ديك الحاجه اللي ديك الغوسورس اللي نتبعها واش مزيانه واش ممكن انني ناخذ داكشي اللي فيها ولا لا صافي هادشي اللي كندير هادشي علاش قلت ديجا الكوميونيتي مهمه بزاف انك تكون مدور راسك بها حيت هادوك الناس اللي تما وكبر منك وداكشي هما اللي كينفعوك كينصحوك شنو تتبع شنو لا كيفاش تفيلتري داكشي كيفاش تعرف شنو اللي غادي تقراها وشنو اللي لا دونك هادشي علاش من بين الاسباب عاوتاني علاش مهم بزاف تكون مدور بك ناس ديال الكوميونيتي اوكي دونك بدر كيقول لك بالعكس ريديت كيجاوب على لي كيسيون واخا يكون السبيد جو كرو سي بدر المهم كيما ديما حنا كنقولوا هاد الغوتور ديكسبيريونس مادام جربتيها راه دوك شي حاجه صحيحه ولكن على حسب لي صبر ريديت بارفو صبر ريديت كيكونوا قباح بارفو يقدروا يكونوا مزيانين ولكن غالبا كيما قلتي مادام كتستيها دونك راه شي حاجه اللي مزيانه اتليست بعدا غير صراحه ما كنتش عليا نقول هاد القضيه حيت بيتيتر ما غاديش تشجع بنادم انهم يسولوا غير سولوا راه ما كيقولوا اوكي
الوغ ندوزو دابا جو بان القضيه ديال سبريتي الا سمحتي القضيه ديال سبريتي بحال لي كومينوتي في جيت هاب راه نفس الشيء يمكن مثلا تمشي لواحد الكومينوتي النهار الاول تقول لهم شي حاجه الكومينوتي ديال دولار ولا شي حاجه فهمتي ما يمكنش تمشي تسول تما تقول لهم تحل شي ايشو تقول لهم رياكت فيرسس اون جيلار ولا شي حاجه فهمتي اصلا اعتقد فين ستوبيد كاع نفس القضيه كاين سبريديت اللي شويه جينيرال وديال الناس كاملين وكاين اللي سكوبد فريمون سكوبد راه تلقى فيهم غير الكورو ديال هذيك التكنولوجي اللي اصلا غادخل مع التاليتي ما غاديش يفهمهم فهمتي دونك كاين وكاين عاوتاني دونك تدخل وتمشي بروغريسيفمون تقدر تبدا بهذاك الشيء اللي ساهل وشي جاوبو عاد ابخي تدخل لهذاك الشيء الاخر اكزاكتومون دونك جو كخوا قبل ما ندوزو لي كيستيون غادي ندوزو السؤال المليون كما كنقولو دابا اللي تسايب عرفنا كل شيء عرفنا هذا الشيء عرفنا لي ميثود عرفنا لي ريسورس دابا جينا اطابل بغينا نقراو هنا فين كاين المشكل بنادم بالنسبه لكم انتوما ما عرفتش صراحه غادي بغيت غادي تبارطاجيو معنا الطريقه كيفاش نتوما ديك الكونسيستنسي باش انك تبدا شي حاجه وتكملها القضيه ديال انك كيفاش تستغل الوقت ديالك مزيان اكسيتيرا عاودوا لنا شويه على هذه القضيه حيت فريمون هذه هي لا بارتي المهمه بزاف حيت بنادم غالبا هذا الشيء اللي قلنا كامل 80% ديال الناس كيعرفوه كلشي كيعرف بان كاين هذه خطأ هذه صحيحه ولكن باش يحط راسو في واحد البوزيسيون ويبدا تما بقات اوكي جو كرو جال ذكر شويه الهابيت اكسيتيرا كتنفع ولكن ليت سي كاين دي تكنيك دي تولز اللي يقدروا ينفعونا باش اننا تكون هاد الكونسيستنسي نبداو نهضروا شويه على هاد القضيه هذه وجو كرو نبدا من عند جلال وكيفاش بالنسبه ليه هو ينصح شي واحد اللي بادي ولا اللي بغى يبدا يقرا وما عندوش هذيك ليت سي ما قادرش يكمل ما تيبدا تيحبس اكسيتيرا حتى هذا هو المشكل اللي كاين بزاف دابا انا عندي سكسيس راه تيعبر تيعبروا بالطريقه واش وصل وكمل ولا تيبدا داني ملي تيبدا ما تيسالي والو راه تيخلق واحد بون واحد الفرستريشن واحد الاحساس ما يخليش يدوم عامين خمس سنين او 10 سنين دونك اللهم ادخل بحاجه صغيره سهله وتكملها وتفهم راسك دير واحد البوك بروف اوف كونسيبت وتفهم بان قادر تعلم وقادر تقضي شي حاجه وفهاد الشيء الطريقه السهله حيت كاين بزاف ديال طلاب العلم اللي يكونوا ان شاء الله مهندسين ومهندسات تيملوا وهذا المهم جدا هي باش يلصقوا مع واحد الجماعه يلصقوا مع واحد 3 4 5 ديال الناس بحالهم ولا احسن منهم المهم ماشي ما يكونوش قل منهم لان هذيك راه يجرهم لتحت يلقاو شي جماعه وجماعه يبداو واحد اي حاجه يبداو مشروع يبداو 100 days of code ولا of no code ولا of automation ولا Kubernetes اللي بغاو يبدأ واحد learning path وواحد يجر الآخر وكل نهار يدير واحد daily مثلا ولا مهم يكون واحد الحوار واحد يعني shared interest يبقاو يشاركوا شي حاجة حيت بدأ نبوحدو راه ضروري يتقاد عليه هذاك المازوط وهذاك ما يبقاش يقدر يتحرك وهو كل نهار خاص يمشي عنده 50 حوايج في راسو وضروري خاص يبقى يتعلم هذا الشيء صعيب بزاف دونك نرجعوا لهذيك منتورينغ وإلا ما كاينش منتور بعدا ياخذ كوتش وإلا ما كاينش كوتش ياخذ ترينينغ انستركتور المهم كاين درجات المهم ما يبقاش الانسان بوحده ويبدا بشي حاجه سهله ويبقى يسجل النقاط وبشويه بشويه هذاك بحال هذاك لي بيبي ستيبس شويه بشويه يبدا هذاك الموتور يكبر ويصحح ويديه من بعد شي بلاصه بعيده اوكي دونك جو كرو جالا ذكر واحد القضيه مهمه ديال ستادي جروبس معروفه بكذا في العالم ستادي جروبس كدير واحد الجروب ديال اربع الناس خمسه ولا تشالنج اون جينيرال وكتبداو تقراو شي حاجه جو كرو درنا هذه القضيه في ديوسي اعوام الاولين شحال من خطره كنا كنديروا دي تشالنج نتاع جافا سكريبت اكسيتيرا دي تروك ديرنيغمون مع كورونا ما بقاش ولكن كما قال جلال هاد ستادي جروبس مهمه كوسوسوا عندك فرصه اكبر الا كنتي ايتوديوم بيتيت كاينين في نفس البلاصه حاول تجمع مع دراري اللي ستادي جروب اربعه الناس تقولوا مثلا فهاد الشهر غادي نقراو التكنولوجي ديالك هذا كذا تلاقاو كل جوج سيمانات
كل واحد يعطي الفيدباك نتاعو شنو قرا شنو كذا اكسيتيرا كوم سا كتكون هذيك القضيه ديال انتراكتيف حتى واحد يعجز واحد المره راه كيشجع واحد المره الاخرى دونك ستادي جروب مهمه بزاف ديما الموتيفاسيون بوحدك كتكون خايبه بزاف اوكي دونك جرى ذكر ستادي جروب ندوزو لعند مهدي ولا عفاف شكون بغى يقول لنا شي طريقه اخرى باش اننا نشجعوا الناس انهم يجيو مهدي باش يكونوا زعما في الكتاب اللي كيقراو ياك هذا هو السؤال انه زعما باش نبداو كاين واحد الحاجه كنديرها انا شخصيا وهي التقييم الشهري كل شهر كنشوف راسي شنو درت شنو قريت المهم كيفاش دوزت هذاك الشهر علاش اول حاجه كنعرف راسي فين وصلت وثاني حاجه الا لقيتي راسك ما قريتي والو كتحس بواحد التأنيب ديال الضمير كتقول زعما هذيك 30 يوم كامله ما درت فيها والو يعني بحال كتعاود تفيق راسك مره على مره كتبدا بلا ما تحس كتلقى راسك في الشهر كتقول نوض راه الشهر اللي فات راه ما درتي والو على الاقل واخا تقرا غير نهار ولا يومين فات الشهر وكتبقى غادي حتى كتزاد حاجه اخرى اللي يلاه تعلمتها مؤخرا هو ندير سمارت جول غياليزابل ماشي دير شي حاجه اللي فوق القدره ديالك بعد درجه هي اختصار ديال جو بونس اس ديال سبيسيفيك بمعنى عوض انك تحط لك واحد الاهداف اللي هما عامه مثلا انا بغيت نتعلم الويب ديفلوبمنت ما نقولش نجلس ونقول غنتعلم ويب ديفلوبمنت لا مثلا خاصني نبدا في اتش تي ام ال نقول غنبدا في اتش تي ام ال هذا مثلا هو الجول ديال هذا الشهر الام ديال ميجرابل يعني تكون شي حاجه اللي بالقياس مثلا نحدد اشنو الحوايج اللي غنقرا في اتش تي ام ال في هذا الشهر اتشيفبل ما نقولش مثلا في الاول في ديك سبيسيفيك نقول غنقرا جافا سكريبت في هذا الشهر كامل خاصني ندير شي حاجه اللي نقدر فريمون غنقدر نغياليزها وار ديال ريليفنت معناها شي حاجه اللي محتاجها وهذه كتجيب انني ندير اولويات لراسي ما نبقاش غير تابع هذه شفت صاحبي تعلمها خصني نتعلمها هذه شفت البروف كيدوي عليها خصني نتعلمها هذه شفت كيشوفوا كيدويو عليها في الجروب غادي نتعلمها لا نشوف هذاك الشيء اللي فريمون خاصني دابا واللي كيصب في المنحه اللي انا غادي فيه يعني مثلا البوزيشن اللي باغي نخدمها ولا سبيسياليتي اللي باغي ندير يعني نتبع هذاك الشيء اللي انا باغي واللي غنعتمد عليه واللي خاصني ديال بصح ماشي غير زايد وانا عندي واحد الخصائص ونمشي ندير شي حاجه اللي غير زايده غير هكا كرشقات ليا عاد كاين التي اللي هي الاخرى في سمارت هي التايم باوند بمعنى ندير لها واحد الوقت ما نقولش غنتعلم ويب ديفلوبمنت وصافي ونحبس حيت هكاك دماغك غيبقى بحال لا واخدها شي حاجه اللي زايده وصافي بغيت نقراها وصافي دونك ما غاديش تنوض بصح دير لها بروغرام وتتبعو تحاول نقول تتبعو نقول غادي تكون عندك واحد الفشل وداك الشيء في الاول ضروري ولكن بحال كتوعي راسك راه هاد الحاجه راه ضروري راه نوض خاصك ديرها ديال بصح ما كنتفلاوش دونك هادي مهمه بزاف ان بنادم يبدا يديرها حيت كتعاون زياده على داك التقييم الشهري اللي قلت في الاول وحتى فاش كتبقى غادي شهر بشهر ما كتجيكش ثقيله ماشي بحال كتجلس في الاول ديال العام كتقول هاد العام غندير هادي وهادي وهادي كتجي صعيبه وعلى الاقل فاش ديرها قسمها على شهور حتى هذيك كاينه تقنيه ديال انه كدير بالكوارترز كدير مثلا كل 3 شهور كدير ليها بلان ديالها انا شخصيا كندير على كل شهر ما كنخلعش راسي كنقول غير 30 يوم الجايه ندير في هذه الحاجه وكنلتزم بها كتجيني حسن كتجيني سهل وما كتخلعنيش حاجه اخرى واللي بديهيه هي التايم مانجمنت يعني بنادم يبدا يتعلم ما هي صعيبه باش تبني العاده ديال التايم مانجمنت ولكن اون فوا كتولي فيك راه شي حاجه بزاف كتولي الجولز ديالك كتغياليزيهم بطريقه اسرع الحاجه اخرى تاني واللي كنظن الاخرى اللي تفكر دابا هي البريكس اند ريواردز بمعنى ما نشدش الحاجه نيشان تبقى وحده حيت الدماغ كيعيا الجسم كيعيا كيطرى لك اللي كنقولوا حنا البرن اوت دونك ما نبقاش نقرا ديما وندير ليا واحد الاستراحات في النهار في نفسه يعني النهار نفسه اللي كنكون قرا فيه مثلا غنقرا واحد ساعتين واخا غير ساعتين قلال ندير هذيك التقنيه ديال بومودورو يعني نقرا نص ساعه نسترح شويه نقرا نص ساعه نسترح شويه هكا الدماغ ديالك ما كيعياش عاد كاين البريكس اللي هما طوال مثلا انا قريت شهر نشد هذيك السيمانه الاخرى ديالو نجلس فيها نيت نعاود نشوف راسي شنو درت نعاود البلان ديال الشهر الجاي يعني ضروري دوك الاستراحات سينو راه كتعيا وما كتبقاش كاع قادر تكمل في داكشي اللي كدير حاجه اخرى هي انني نبدا بشويه بشويه
كاين اللي كيجي من الاول كيقول لك انا غنبدا نقرا 8 سوايع في النهار 4 سوايع في النهار صعيبه بزاف. انا بعدا شخصيا بديت عب ساعه نص ساعه ودابا وليت كندير ساعتين وغنزيد عليها اكثر. دونك الواحد يبدا بشويه بشويه حتى الجسم ديالو الدماغ ديالو كيتادابتا دغيا وبسهوله، ما كيحسش بداك العيا وداك انه غادي كيقرا بزاف. حتى القرايه كتولي عزيزه عليه اكثر، كتولي لما قراش في النهار ولا ما خدمش في النهار كتجيه راه شي حاجه ما دارش شي حاجه ناقصاه شي حاجه، عوض انه يقول ثاني خصني النهار اليوم خصني نقرا شي حاجه. دونك هادو هاد الخطوات واخا صغار وبساط راه كينفعوا بزاف. ديما البساطه كتعاون اكثر من انني نعقد على الامور. وصافي هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك، جيسبيغ انكم خديتوا لي نوت ديال هادشي كاع اللي قالت عفاف، سينو حتى تعاود ترجعوا ليه حيت فريمون مهم بزاف. كنت كتبت عليه الارتيكل ديال الجوله الرابعه ديال ريبلاي، حيت هذيك السلسله درتها اصلا على قبل هكا باش الناس اللي من وراي مثلا باغيين يقراو راسهم، ولا حتى اللي كيقراو في المدرسه وكيقراو راسهم في الدار بغاو يستافدوا من الاخطاء اللي درتو والحوايج اللي استفدت، غادي يلقاو داكشي في لي زارتيكل الا بغاو يقراوه راه غيلقاو فيه داكشي ملخص. اذا كنتم حاولوا تبارطاجي معايا الديك باش كوم صار نزيدو هنا في لي كومونتير باش يعرفوه. جو كرو عفاف الى بغيت نلخص صراحه صعيب نلخص حيت قالت بزاف ديال الحوايج دونك صعبات عليا المهمه. وبريسي اول حاجه هي انها كتسيتي واحد الجول، يعني ماشي بغات تقرا من اجل القرايه، سيتي الجول وعلى حسب ما قالت الطريقه ديال سمارت يعني باش تسيتي الجول فريمون مهمه بزاف باش انك ديرها. واهم حاجه هي الريفيو شي حاجه اللي فريمون مهمه باش كتمشي تسالي النهار اللي كتسالي الشهر كما قالت هي وصلتها لابعد مدى. بتدخل خد الناس كيديروا كوارتر باش انهم يعرفوا لي الجول نتاعهم، هي كديرها كل شهر دونك شي حاجه اللي مزيانه. دونك في كل شهر كتعرف شنو قرات ولا شنو هما الحوايج اللي ارتكبات ما كانش عليهم ترتكبهم اكسيتيرا. وقلت حتى القضيه نتاع البرومودورو تكنيك اللي فريمون مهمه بزاف الناس كينصحوا بها، ديال انك ما تقراش كونتيني تبقى غير غادي، وانما كتقرا 25 دقائق اللي فريمون سيونتيفيكمون تبتاز بانها فريمون مهمه بزاف، وكتعاون باش انك تريفريشي وترد السفر شويه ما تبقاش غادي كونتيني. جو كرو هادشي اللي قالت الا ما خفت نكذب الى عقلي مازال كيفاني راه هادشي اللي قالت. دونك شي حوايج اللي هما مهمين حاولوا تاخذوا دي نوت باش كومسا يكون هادشي مزيان. اللي بغيت نسول هنايا مازال غادي ندوز عليكم كاملين هو لو برينسيپ نتاع بارفوا فاش كتقول انا بغيت نقرا مثلا HTML ولا جافا ولا شي حاجه، فاش كتسيتي واحد الجول كاين واحد لو بروبليم ديال انه في الجول خصو يكون ميزورابل، يعني تقدر تكالكولي تعرف اكسيتيرا. لو بروبليم ديال انه ليرنين هذا بحال هو بغيت نقرا بي اش بي، ما كتكونش شي طريقه باش تعرف البروغريس نتاعك ولا شنو هو واش وصلتي واش هادشي كافي واش ما كافيش اكسيتيرا. هنا كتحط السؤال نتاع فوقاش نحبس، يعني مثلا انا بغيت نقرا بي اش بي ولا بغيت نقرا جافا ولا بغيت نقرا يعني كسايد بروجيكت ولا شي حاجه، فوقاش نحبس لحقاش؟ اذا بقيت غادي الدوكيومونطاسيون راه ما كتساليش، لي فونكسيون اللي كاين في جافا ما تيساليوش، دونك فوقاش نوقف؟ وهذه القضيه انا اللي دخلني باش نديسكوتيوها شويه ديال جاست ان تايم ليرنين مع ليرنين من اجل ليرنين اكسيتيرا. كاين واحد الديسكوسيون غادي نعقلوا على هاد لي تروك هادو باش نعاودو نديسكوتيو. بيتيت نقدروا ندويو على هذا السؤال ديال فوقاش نحبس، يعني مثلا بغيت نقرا جافا بغيت نقرا بي اش بي فوقاش نحبس؟ مهدي ما تحبش دونك ماشي واحد واحد يقدر يجاوب على السؤال هذا. انا كنت غادي نقول لك راك فوقاش غنحبس، كنقول لك انا الصراحه لايك فروم ماي اكسبيرينس فوقاش كنقول صافي، ما كنقولش صراحه غنحبس غير كنحبس وصافي، ما تتنميك على حاجه فوقاش تشوفها. ولكن فوقاش يوجوالي هادشي كيجي من مور ما كندير بحال دابا it stops getting ما كتبقاش interesting ولا ما كتبقاوش عندي questions، ما بقى عندي ما نسول، ما بقاتش كتجيني في راسي باغي نعرف هادي ولا باغي نعرف هادي. فاش كتكون كتعلم شي حاجه في الاول كتجمع بزاف تاع questions، كتزيد تقرا تانسوي دوك questions، داك الاكسبلوريشن كتزيد غير كتزيد لك questions. ولكن فاش كتوصل when you spend like واحد amount of time وانت كتعلم شي حاجه questions كيبداو يقلوا، كتوصل لواحد النص ومن بعد كتبقى لك النص الاخر، داك النص الاخر كويستشنز كيبداو ينقصوا، داك الكيرف دايره هكا، انت فاش كتفوت داك النص نتاع الكيرف الكويستشنز كيبداو يقلوا، وكدا كتحس براسك مور كومفورتابل في التكنولوجي ولا في لانجويج ولا في شنو ما كنتي كتعلم. ولكن فاش كتحبس فاش كيحبسوا كويستشنز ولا كتحس براسك وليتي كديرها ان يو نوت انجوين ات، ما بقيتيش كتنجويها، اد ساي فداك لاستونط فهمتي غير يحبس. كاين الناس اللي ما يقدروش يحبسوا ديك الساعه حيت ما كيتعلمهاش باش يتعلمها، كيتعلمها لحقاش
خدمته ريكوايرزت قرايته ريكوايرزت ما عندوش ما يقدرش يحبس. هذوك الناس ما نقدروش نقول لهم حبسوا في داك النصط، ولكن الا كنتي كديرها غير حيت فور فان ولا فور ولا بار كيوريوزيتي كما تنقولوا ديك الساعه تقدر تحبس نقول. عاوتاني كاين واحد الميزور واحد اخر اللي هو نيفو داكسبيريونس ولا تارجيتد ليفل اوف نوليدج. ما حدك انت كتعلم في الحاجه والبرسنتايل ديال الناس اللي كيعرفوا قدك كيقل. كيفاش حال ما بغيتي تزيد تغيني اكسبيرينس ولا تعلم انا نقولك دي انترنالز نتاع شي حاجه ولا الفيلوسوفي ديال الحاجه يو نيد تو سبيند مور تايم اون ات. ما غاديش انت تبدا اليوم وتكومباري راسك مثلا مع واحد اللي كان تما فروم داي 1 هو كيصايب تكنولوجي. كيف باش توصل داك الليفل باش تهضروا نتوما في نفس تهضروا على نفس الحاجه بعدا او مو باش توصلوا تهضروا على نفس الايديا تهضروا على نفس التكنولوجي حيت ذا واي هو كيسي تكنولوجي كيشوف لانجويج ما كتشوفهاش بحال بحال. انت كتشوفها اتول ذا ساتيسفايز ذا جوب هو كيشوفها فيلوزوفي فيزيون ديالو اللي كيصيب. الوغ باش تشوف انت ديك الفيزيون داك وداك الشيء اللي كيشوف هو خصك تشوف بزاف ديال الحوايج وتشوف بزاف نتاع الباكز وبزاف نتاع المشاكل وتانفيستي بزاف ديال الوقت الشيء اللي ماشي كلشي بريباري باش يديرو. انا باغي نتعلم لانجويج ولا باغي نتعلم تكنولوجي فور فان باش نديرها فور ماي سايد بروجيكت ما بغيش نمشي ندير فيها ما بغيش نانفيستي فيها عامين وانا تلقرا فيها ماشي كاملين عندنا داك السوفل and that's completely fine زعما ماشي شي حاجه اللي بسيف عليك لا بديت خاصني نكملها جوسكوب. ولكن if you want that level of experience خصك تكون انت من الاول قانع راسك بلي راه غنضرب فيها سنوات. ما كاين اي حاجه شحال ما بان صغيره you can spend as much time on it. لحقاش ما تنساش فاش بديتي انت حتى هي كانت باديه وحتى هي راه باقا غاده وانت كتقرا كيفي الا جينا نشوفو تيوريكمون خصك تلحق عليها. ولكن again كنرجعوا للميزور ديالك هو شحال الليفل نتاع الاكسبيرينس. بغيت نكون احسن من 80% of people 90% of people اللي خدامين على التكنولوجي باغي كونتريبيي باغي نبدا نموديري ايشوز وندير باك تخياج في الريبو ولا باغي غير يوزج سمبل اكزامبلز موف اون. سو اوكي دونك على حساب الجول ديالك فوقاش غادي تحبس. اوكي شي ايديا اخرى فوقاش غادي تحبس؟ بغيت نزيد واحد لو بوين يوسف داك ملي كنبغيو نتعلمو شي تكنولوجي باغ اكزومبل كنعرفو انه بزاف ديال التكنولوجي كيكوفري بزاف ديال لي سكوبس. نتعلمو باغ اكزومبل غير هاديك لابارتي اللي حنا باغيين نعرفو عليها بزاف كيما كان قال المهدي ملي ما غاديش تبقى تطرح بزاف ديال الاسئله وتحس براسك راك عرفتي انوف على هذاك الشيء اللي بغيتي تعلم تما غادي تقدر تحبس ما غاديش عاود عاوتاني تبدا تقراها ملي غادي تكون شي حاجه جديده. اوكي دونك سا مارش كوا مهدي بحال لخص داك الشيء اللي فوقاش تحبس جاست ان تايم كومبي زعما جاست ان تايم ليرنينغ يعني في الوقت اللي تحتاج الشيء اللي كديرها. البرينسيپ الثاني صراحه عندي نفس الطريقه ديال انه فاش كتحبس فاش كنكون كنقرا شي حاجه جديده يعني ما كيكونش عندي دي ايديا عليها اكسيتيرا كنشوف فاش كنطبي فاش كنبدا هيلو وورد اكسيتيرا وكيكون عندي ان بروجي تودو كيكون عندي فوقاش كنحبس هو باش كيكون عندي مشكل ديال انه انا عارف كيفاش غادي ديفلوبا داكشي ولكن المشكل كيولي في الوقت دونك تما كنحبس يعني انا عارف خصني غير نديرها دونك كوم سا الا كانت غير لوني دونك راه اومومو فاش غادي نحتاج هذه بصح غادي نعرف كوصيح ولا كيفاش غادي ندير ليها شنو هي الرود ماب بالضبط دونك تما كنحبس. وكيما قال مهدي هذه القضيه زعما سا ديبون على انت فين بغيتي توصل. الا بغيتي كونتريبيي في جيتوب راه خصك انت غادي انت كطلع النيفو بغيتي غات تخدم شي حاجه بسيطه راه خصك تحبس دغيا اكسيتيرا دونك هنايا على حسب الجول نتاعك. اوكي دونك سدينا هذا القوس واخا كان قوس اللي هو كبير نرجعوا للطرق ولا الحوايج اللي كتخليك الكونسيستنسي في الليرنينغ. اوكي دونك جو كوا جلال كان في الاول ذكر ستادي جروبس اللي هي مهمه بزاف عفاف ذكرات الريفيو لي جولز والبرومودورو تكنيك اللي كتخدمها بزاف دونك زيدونا افيدونا اكثر ندوزو للمهدي واقيلا الطريقه هو كيفاش عندي ديك الكونسيستنسي. اوكي سو انا ماشي كونسيستنت انا عارف راسي ماشي كونسيستنت في يعني نقدر ندوز فحال دابا تجي عندي ماشي كونسيستنت لا ام شير لي كونسيستنت لحقاش يقدر يجي واحد دابا يدوز فحال دابا يدوز شهر و دي اماونت اللي غنتعلم فيه فحال دابا از فيري ليس فهمتي فيري سمول كومبيرد الحوايج اللي فحال دابا غنقرا في الشهر اللي موراه ولا الشهرين اللي موراه
سو الكونسيستنسي ما كنقولش ندوز بحال دابا ويكاند نقرا 8 ساعات وانا جالس كنشوف بيسي ولا انا كنشوف وانا كنقرا واحد الكتاب ولا ندوز واحد الويكاند كنتفرج التلفازه الويكاند كامل وما ندير والو. سو ام نوت ذا بيرسون ذا بيست بيرسون اباوت اللي يهضر على كونسيستنسي, ولكن الحوايج اللي كيخليو الناس اللي فروم ماي اكسبيرينس اللي كيخليو الناس كونسيستنت هي غنرجعوا لك بوينت تاع هابيتس. بيبل اللي كيجي بحال دابا كيسالي الخدمه مع 6 كياكل كيجلس مع لا فامي كيهضر مع لا فامي في التليفون 7 ونص ولا 8 عنده ديما من 8 ل 9 ولا ديما من 8 ل 10 ولا ديما واحد البيريود ديال الوقت كيجي كيجلس في البيسي وكيمشي كيدير واحد الحاجه ديما كيمشي يحل واحد السيت كيشوف ترندز ولا كيمشي كيكمل داك الشيء اللي كان كيدير البارح ولا كي هي هاز ا سايد بروجيكت ولا سايد هاسل كيمشي يديرها كل ويكان ولا كل نهار. اذا كان كيديرها ديما كيبقى يديرها ديما كيبقى ديما كونسيستنت. شنو ما كنتي كدير الاكشنز ديالكم اللي كيديسيديو من بعد الكونسيستنسي ديالك, ولكن الا كنتي كدير فحالي خصك اول حاجه ولا بغيتي تكون كونسيستنت اول حاجه خصك تكون اوير بانك انت ماشي كونسيستنت. ما كاينش تكون كونسيستنت انت كتقول على راسك كونسيستنت انت ماشي كونسيستنت. سو اويرنس هي رقم واحد. ثاني حاجه لايك تراي تو بيلد ا سيستم ذات وركس فور يو. بحال دابا ماشي كاملين انا لي ميم ريسبونسابيلتي. كاين الناس اللي ساكنين بوحدهم ما عندهم حتى شي ريسبونسابيلتي, وكاين الناس اللي مزوجين وعندهم دراري وما عندهمش ازناف وخدامين فروم من 8 اكزاكتلي خدامين من 9 خدامين 8 اورز ا داي. سو ماشي 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 كاملين عندنا نفس الفري تايم. سو لكن اذا كنتي من داك الناس اللي هما فيري لاكي اللي عندهم انف فري تايم, اتس نايس تو بيلد ا كونسيستنت موديل اللي يقدر ينفعك وتقدر تمشي به ويكون واهم حاجه انه يكون مانجبل. سو ما تقولش ديك اللعبه ديال اغاس عفاق بينما الناس بلي كاين الناس اللي كيبغيو يقراو 8 ساعات في النهار. اتس نايس الا كنتي تقدر تمانجي ديرها افري داي ولا افري كابل اوف دايز, ولكن خصك تكون كونسيستنت كما كنقولوا خصك تكون تقاد انك ديرها يومين دايين اند داي اوت. المشكله هي في فاش ما كتاخذ شي حاجه كديرها النهار الاول كديرها النهار الثاني هذا النهار الثالث اجي ندير اليوم غير 7 اجي ندير غير 6 اند ذن يو ستوب من بعد ما كتكملش. This is a very major point. هذا درا كنقولها from experience. That is how وما كملتش ودرتها وما كملتش وباقي تنديرها وما تنكملش. So ما ديروش حالي. اوكي دونك ما عرفتش اش غادي يقولوا, ولكن ندوزو عند سي عبد الرحيم. المهم الدراري تقريبا راه قالوا كل شيء. صراحه انا ماشي زعما هو واحد القضيه ديال الكونسيستنسي هي انها نقصات مع الوقت. الاول فاش يلاه كنت بديش كنت مزيان, ولكن دابا لا دابا ما بقيتش زعما تنقدر نريح بزاف ونقرا بزاف ديال الحوايج وهذا وجبونس. الحاجه الوحيده اللي تبدلات هي تبان لي الموتيفاسيون دابا او بلوز او مون اللي تتميزوري الوقت ديالك بشي حوايج وحدين اخرين ابار انه كان الوقت ما تدير فيه حتى شي حاجه دونك اللي تقدر دير فيه شي حاجه واحده اخرى. مثلا تقدر مثلا تقول العوض ما نقرا هذه نمشي فريلانسي ولا نمشي ندير بحال هكا دونك تيدخلوا بزاف ديال لي فاريابل وحدين اخرين في ليكواسيون. دونك امون افي الا بغيتي تكون بيرسيستنت في شي حاجه ولا تكون عندك واحد الكونسيستنسي ملي مزيانه هو انه تحط واحد الجول باش بغيتي تسالي سايد بروجيكت بغيتي تعلم تكنولوجي باش تدبر على خدمه بغيتي دير هذه فهمتي. حيت ان فوا ما غاديش ليها بشي جول اوتوماتيك مورا مع الوقت غادي تنقص واحد الوقيته غتسويتشي شي حاجه اخرى وغادي تلقى راسك في هذاك البلان ديال تسويتشي الكونتكست بزاف. بحال فاش تكون مثلا حاصل في شي حاجه مثلا بديتي تتعلمها وقعت ليا مع الجو هذه مؤخرا ماشي مؤخرا شي عام دابا بقيت غادي مزيان واحد الوقيته حصلت في شي حاجه بس واحد شويه درت خليها حتى الويكاند ونشوف هذا مشات صافي مابقاش عاود طلعت عليها دونك دونك راه هي حاجه عاديه انك تحصل في شي حاجه وانك تاخذ لك الوقت. هاد اصلا هاد البروسيس ديال ليرنينغ ياخذ الوقت وما تبقاش تكومبار راسك بناس وحدين اخرين حيت الناس راه ماشي بحال من طبيعه الحال. غير هو باش زعما انك تكون بلوز او موا ايفيكتيف في داكشي اللي تدير حاول غير تحط جولز لي صغار وتقدر تحاول توصلهم وتكمل. والحاجه انا اللي صراحه موتيفيني اكثر هي انني نبقى تنصرب شي حاجه اولون ديال البروسيس ديال شي حاجه بحال فاش غنتعلم شي لونغاج دو بروغراماسيون دو بريفيرونس نبقى تنصاوب مثلا بروجيات صغار اون باراليل. ولكن انا ماشي من النوع اللي غادي يمشي يدخل الهاكر وان مثلا ويبقى
وقنضر مع تشالنجز تماك وهذاك الشيء ما نقدر صراحه نديرها نهار ولا يومين كاع صافي. مي لوقيت باش نكون نكري شي حاجه وطن بارطاجيها وترجع لي الفيدباك هذاك البروسيس ديال الجيميفيكاسيون اللي شن ديال دماغي تيجيب نتيجه اكثر تقريبا شي هيك. اوكي دونك جو كوا راكم دويتو على بزاف ديال الحوايج ستادي جروبس ريفيو الجولز مع سيلف ريورد اللي قالتها اللي بدات نسيتو عاود تفكرتو تايم مانجمنت اكسيتيرا. انا صراحه هاد القضيه اللي قال مهدي ديال بدات التايم ما كيكونش زعما كافي اكسيتيرا اون برينسيپ الى جيتي تشوف وقايا شويه طوبويه هاد الفكره هادي ولكن اون برينسيپ تيقول لك ديما السبب نتاع لو طون يعني غادي تلقاها الا ما شي حاجه درتي لهاش الوقت نتاعها ما غاديش تلقى ليها الوقت اون برينسيپ هذه قاعده. دونك الا كانت بغيتي تقرا شي حاجه ديال بصح خصك تجات وفر ليها الوقت وتشوف ليها هذه القضيه. صراحه انا كنت زعما من الحوايج اللي كانت كدير ليها مشكل هو انه الوقت ما عنديش واخا انه كتشوف بزاف ديال الحوايج كتضيع الوقت بزاف ديال الحوايج ولكن كتشوف بان الوقت ما عندك كيفاش الله اعلم. ديرنيغمو هذه واحد تقريبا واحد 4 شهور ولا شي حاجه فاش كنت كنقرا واحد الكتاب جوسيبا واش من الريكومونداسيون نتاع تويتر سميتو دو ميراكل مورنين وتيدوي على هذه القضيه ديال الصباح اكسيتيرا اكسيتيرا. اش كوا راه جلال عارف هذاك التريد فاش كنا كنديسكوتي وكان واعر بزاف وفي واحد الفكره ولا ما عرفتش ولا مجموعه ديال الافكار ما عجبنيش كامل 100% ولكن الفكره اللي عجبتني فيه هو انه بدات انا عندي شويه الفليكسيبيليتي والخدمه دونك حتى ل 10 ل 10 ونص ساعات كان بدا اكسيتيرا. الفكره اللي طاحت عليا انه بدات ديك الحاجه اللي بغيت نقرا مثلا النعاس اللي كنت كنفيق مع 10 كنفيق مع 9 وديك الساعه كلها كنديرها بهذيك الطريقه ولقيتها بانها فكره فريمون رائعه بزاف وكتخدم يعني بالنسبه لي انا داكشي بقى كما هو ما تبدل حتى شي حاجه الا ديك الساعه تزات كيفاش تزات ما نعرف. المهم غير اون برينسيپ كيفاش تزات وكندفع بزاف يعني تقدر دير فيها العجب ديك الساعه. دونك هذه طريقه باش انك بدا تلقى الوقت حاول انك تريكي تشوف الوقت ديال كيفاش داير ياك وتراكي داك النهار لمده سيمانه تشوف سيمانه مثلا تراكيها وتشوف الوقت فين كيهرب اكيد غادي يهرب لك شي بلاصه وغادي تلقى ليه التخريجه. دونك غالبا غادي تلقى ديك الساعه كما قال جلال تبارك الله كيقرا كما قال ساعه في النهار ابار الويكاند شي حاجه اللي فريمون واعره بزاف وينصح بها. كاين هذيك الرول نتاع 5 اور ويك اللي كتقول بانه ضروري خصك تقرا 5 ديال السوايع شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بالخدمه يعني غير قرايه باش كومسا تكون اليز مع الوقت كما كنقولوا. اوكي دونك دوينا شويه على الوقت ولكن بزاف ديال المهم تراقر من القرايه ديالي على بزاف ديال الحوايج كيقول لك ماشي الوقت هو اهم حاجه وانما كاينين 3 ديال لي زاكس اللي خص بنادم يجريهم هو الوقت والانرجي والفوكس. دونك كاين الوقت كاين بزاف د المرات كنجلس كيصور خدمه ايتترا ولكن باش يجيني داك الالهام تاع تخدم مشكله وحده اخرى. دابا لقينا الوقت ولكن المشكل في الفوكس ولا في الانرجي يا اما كتلقى راسك ما فيك اللي تحرك ما فيك اللي طابي ولا عاوتاني فهمتي مشتت ما كتفكرش ولا شي حاجه. دونك كاين هاد لي تروك هادو مهمين بزاف بالنسبه لكم نتوما هاد لي تروك كيفاش كتجيريهم الانرجي والفوكس التايم قلنا غادي تلقى الوقت الا بغيتي ولكن المشكل ديال الانرجي والفوكس كيفاش كتجيريهم. اوكي عندز العفاف ويا جوله. انا بالنسبه ليا الوقت كاين بزاف الطرق كل واحد والطريقه اللي كيختار زعما ماشي شي حاجه اللي الريسورسز ديالها ناقصه فانت لا تلقى زعما الطرق اللي كاينين وتقدر ديرها راسك زعما ماشي حاجه غريبه. بالنسبه للفوكس والانرجي بالنسبه ليا هي انني نحط اولويات ديالي. فاش كتحط الاولويات ديالك كتولي عارف علاش شنو اللي تعطيه قيمه في النهار ديالك واشنو اللي لا. حيت بعض المرات كما قلت في قبيله عارف في السوشيال ميديا فاش كتبقى ضايع في التايم لاين وكتلقى بزاف ديال الحوايج اللي غتقراهم ولا اللي غتطلع عليهم وما تيهموكش ومع ذلك كتدخليهم كتضيع فيهم بعدا الوقت وكما قلنا الانرجي والفوكس. إلا كنت أنا محدد الأولوية ديالي وخطلع لي شي حاجة اللي أنا مهماني شو مثلا عارف باللي راه من بعد تابعني واحد الوقيتة غنجلس نخدم فيها ولا نقرأ فيها كنقول هذه ما غنقراهاش دابا. أنا بعدا شخصيا كنديرها في تويتر حيت هو السوشيال ميديا الوحيدة اللي بقى عندي من غير لينكدين هذا كنعتبره بروفيسيونيل. دونك كنمشي نسجلو بوك مارك كنشوف مثلا إلا لقيت واحد تويت كتبان لي انتريسون كنسجلها في بوك مارك وكنخليها هادوك امتى كنقراهم حتى الاخر ديال السيمانه حتى الويكاند ملي ما كيكون عندي حتى شي حاجه. دونك السيمانه الوسط السيمانه كنخليها لقرايتي
الفوكس ديالي ولا الانرجي ديالي ما كنخسرها في حتى شي حاجه اخرى. وكيف ما قلت لك هذه الطريقه في الانترنت يعني سورتو انها هي اكثر حاجه بعدا كدير لنا الانرجي والفوكس. في هذه القضيه ديال انك تبوك ماركي شي حاجه راه كتجيك سهله، اما في خلال النهار زعما شي حاجه اللي غتعيك ولا شي حاجه غادي تاخذ مثلا بريكس كيف ما قلنا قبيله، يعني لشي حاجه عندك فيها مجهود عقلي ولا بدني، مثلا انت خدام في الصباح وباغي تقرا في العشيه، راه من ورا الخدمه ما غاديش تدوز نيشان تجلس تقرا، والا غادي تبلوكا وغادي تنعس فوق البيرو. دونك تجلس تدوز تاكل تجلس مع عائلتك شويه الى ساكن مع العائله ولا شي حاجه بحال هكا، ولا غير ترتاح تكاليك شويه تاخذ واحد النعسه خفيفه ديال نص ساعه هكاك وتنوض، غادي تنوض مرتاح وغادي تجيك بحال الا ما كنتيش خدام في الصباح، تلقى راسك اليز دوز طرانسوب لراسك اتاي والقهوه شوف شنو كدير وغادي تجلس تخدم. دونك بشكل ملخص انه نحط الاولويات ديالي باش الا طلعت لي شي حاجه في النهار، خرجت لي شي حاجه من الجنب ولا طلع لي شي بوست ولا شي حاجه اللي ماشي من الاولويات ديالي اغنوريه، ولا الى بان لي انتريسون نسجلو نقراه في الوقت اللي عندي خاوي وما تابعني فيه حتى شي حاجه. والحاجه الثانيه انه ضروري نستريح من بعد كل جهد عقلي، سورتو عقلي راه كتحس بدماغك صافي سخون عليك صافي. هادشي اللي كندير انا شخصيا. شكرا عفاف على الملخص، حيدت عليه شويه الخدمه. ندوز شكون بغى يدوي على هاد لابارتي ديالي. اوكي مريم. كما قالت عفاف التايم مانجمنت صراحه مهم بزاف، صافي المهم حنا كنختلفوا شويه بس عفاف كتقرا وحنا خدامين، دونك عندك 8 السوايع ديالك ديال الخدمه وكيبقى لك مورا الخدمه شنو غادي دير. دونك ديجا كاينين بزاف ديال التولز اللي كيعاونوك باش تمانجي الوقت ديالك، وفيهم هكا ريمايندرز تدير مثلا واحد الساعه ولا ساعه ونص في النهار غادي تقرا في شي حاجه جديده ولا غادي تعلم شي حاجه جديده. دونك ماشي ضروري كل نهار، مي تقدر تالتيرني نهار نهار لا تقرا يومين متابعه ودير واحد البوز واحد النهار، وفي هذيك الوقيته كدير هذيك لا الميثود ديال كومودور اللي قالت عليها عفاف، ما كتشدهاش هكا نيشان زعما ساعه ونص ولا ساعه نيشان، كدير دير شي بوز كتنوض كتمشى شويه كدير شي حاجه زعما كطيب ولا كتهضر في التليفون ولا كدير امشي بوز باش تقدر تتبع من بعد، يعني كتخوي راسك من داكشي اللي قريت فماشي غادي تنساه فيكتيفمون، ولكن كتحاول تلهي راسك بشي حاجه اخرى باش تقدر تفوكس اكثر في داكشي اللي كتعلم. حاجه ثانيه كيفاش غادي تبدا تعلم هذاكشي. دونك ديجا كاين غادي نجاوب على الكيستيون الفايته ديال تفوكس على شنو باغي تعلم. ديجا في الا كانت الخدمه ديالك ديجا ادفانسد في التكنولوجي بزاف وانت ديجا انتريس اليوم، كاين واحد اللعيبه اللي صراحه كتشجع الناس بزاف يديروها اللي هي بري بروغرامين، سواء مع صحابك ولا مع الناس اللي خدامين معاك مع لي سينيور اللي خدامين معاك، حتى هذه كتعاون بزاف. جونغ عندك 8 سوايع ديال الخدمه ضروري تكون عندك واحد لا بيت بوز ديال نص ساعه ولا ربع ساعه اللي غادي تقدر تليبيغيها باش تجلس مع شي واحد ديروا بري بروغرامين بعدياتكم تعلم دافونتاج دو شوز. هذه صراحه واحد القضيه مهمه اللي كنشجع الناس بزاف يديروها، وحتى انا كنت كنديرها في الخدمه ديالي. حتى ثالث حاجه هي غير الستادي جروبس، دير دي وركشوب مع اصحابك اللي هما ديجا عارفين بزاف على دي تروك، بحال مثلا غندير وركشوب مع يوسف ولا مع عبد الرحيم ولا مع مهدي ولا جلال ولا اي واحد اللي غادي يكون ادفانسد عليا فشي حاجه اللي انا بغيت نتعلمها، باش هكا كنختاز الوقت وكنعرف حتى لي ميثود ديال كل واحد كيفاش كي افونسي. دونك هذه حتى هي واحد لو بوين اللي مهم بزاف. اوكي شكرا مريم، ذكرتي لو بوين ديال البير بروغرامين، صراحه شي حاجه اللي مهمه ينصح بها يعني باش تستفد اكثر وبطريقه اللي هي كتختصر الوقت ديال بصح. ممكن نكملوا في الديسكوسيون ديال الانرجي والفوكس، ما عرفتش شي واحد مثلا عنده دي ايديا ديال هذه القضيه هذه. اوكي سجاده بغيت نكمل على داك الشيء اللي قالوا باش نركزوا على التركيز، لان قبل كنت تيصحاب لي اغلى حاجه عند
الانسان هو الفلوس، ولكن من بعد تنبقوا نفهموا بان اغلى حاجه اللي عند الانسان هو الوقت ديالو، ودابا ما بقاش كاع الوقت ديالو اللي غالي، ولا الناس الشركات وحتى تشوف هذيك الستارت ابس وكلشي تيركزوا على التركيز ديالنا، يعني سبان اتنشن ولا اتنشن سبان اسمحوا لي اللي هو ديال بعض الثانيات في كل بوست ولا كل اشهار، هذا هو اللي ولا غالي عندنا. دونك انا بعدا شخصيا بالصيف عليا ما عنديش الوقت في النهار، دونك هذيك الساعه الواحده اللي عندي هي هذيك ما بين 8 و 9 تما فين تنعطيها للتعليم وتنجدد وتنخذ واحد الموضوع في ساعه خاص نكملو، حيت الا ما كملتوش من بعد يبقى لاصق فيا في النهار كامل في راسي. دونك وتما لي هذيك الكتاب ديال ميراكل مورنينغ جا عادي يصحح هذيك الفكره، تما لي فهم بان الوقت ماشي تكون عندك تتخذها تتقطعها وتتخذها وتدير الوقت ميك تايم. وصراحة كاين البركة، لأن بحال إلا مع الصباح تيسميو هذاك الجولدن اور، جولدن اور هذيك الساعة الذهبية، أي حاجة تعلمتيها تلتصق. وماشي بحال إلا تعلمتي مع شخصيا، ماشي بحال إلا بقيت حتى العشية 6 7 8 ولا 10 ديال الليل، ماشي نفس برودكتيفيتي، ماشي نفس الردودية. دونك هذيك الساعة مهمة عندي، وإلا ما إلا ماشي واحد ما إلا ما مرضتش ولا شي حاجة ما نفرطش فيها بعدا. دونك تما تتكون الطاقة، تتكون الإنرجي، تتكون ناشط، تتكون راسك خاوي، تتكون موجود وتكون استعداد. وهذيك الروتين خاص نفهموا بأن في هذيك لي برين هاكس المخ الدماغ ديالنا راه تيكون مولف، إلا مولف ديما تتستعملوا في هذيك الوقت هو براسو يشعل ويبدا يبدا يخدم مزيان في هذيك الوقت نيشان. بعد 40 يوم 50 يوم هو براسو يبقى يفهم راسو بان في هذيك الوقت خاص يعطي 100% ولا ما عرفش شحال تيقولوا دابا، ولكن هذاك الشيء تيرجع للهابيت. الا حنا ولفنا في هذيك الوقت اي وقت نستعملوا المخ ديالنا للتعليم ولا نحفظوا شي حاجه ولا هذيك راه احسن طريقه اللي لقيتي الان. وكاين عاوتاني الهاك الثاني هو هذاك الوقت الفارغ، انت تكون تشد السياره ولا تطلع الطوبيس ولا تتسنى شي موعد عند طبيب ولا شي حاجه، هذيك ديما هذيك 10 دقيقه 15 خرج هذاك سمارت فون، خرج انكي اب ولا خرج شي حاجه وبقى دير سبيس ريبيتيشن ولا فلاش كاردز ولا شي حاجه صغيره ديال 15 دقيقه، تما تبقى تعمر في نهار واحد وقيله ساعه اخرى بلا هذيك بلا مناقشه. دونك هذيك لي هاكس بحال هكا خاص بنادم يكون ديما موجود، اما شي كتيب اما شي حاجه يقراها ولا يحفظها ولا يراجعها باش نستافدو، لان كل مره تبقى تفكر شنو خاص دير يجيو لك 50 في افكار. دونك بلا ما الخدمه راه تجي عندك بلا ما تقلب عليها. وهذا اللي بغيت نضيف لهذاك الشيء اللي قالوا على التايم انرجي اند فوكس. عبد الرحيم مهدي ندوزو. اوكي شي واحد البوان، وهذا البوان هذا غنقولوا للناس اللي بلوز او موا سواء كيقراو سواء عندهم فليكسيبيليتي في الخدمه ديالهم، يعني تقدر تختار فوقاش تخدم وفوقاش ما تخدمش. انا ادفايس اللي كان المشكل اللي كان عندي هو انا ماشي بالضروره غادي نكون موستلي برودكتيف من في ديورين وركين اكسبكتد وركين اورز، يعني من ديك 9 ل 5 ماشي بالضروره انا غادي نكون موستلي برودكتيف من 9 ل 5. بحال دابا انا اي سي انا برودكتيف من 10 د الليل 3 الصباح، احسن من انني انا ماشي برودكتيف من 9 ل 5 ولا انا برودكتيف من 4 الصباح ل 9 ديال النهار ولا 10 ديال النهار، احسن من انني نخدم من 9 ل 5. الا كانت عندك هاد لا فليكسيبيليتي في الخدمه ديالك اكسبيريمونتي انك تجرب تشيفتي الوركين اورز ديالك وشوف البروداكتيفيتي ديالك والمردوديه ديالك كي كدير تامباكت مع داك الشيفت، ولا قدرتي تلقى واحد البلوك نتاع الوقت اللي مبدل على داك الوقيته لايك يو كان اولويز سوا تهضر مع لايك تشوف تراي تو ميك ات ورك مع لونفيرومون اللي تخدم فيه سواء مع مانجرز ولا مع كومباني اللي خدام فيها نتايا، الا كانت عندك ديك الفليكسيبيليتي حاول ديرها علاش لا. اوكي دونك شكرا صراحه. وي عبد الرحيم بغيت تقول شي حاجه؟
اوكي دونك باش نلخص اللي تقال صراحه الحاجه اللي بغينا نذكروا هنايا هو ان بزاف الناس كيركزوا على الوقت بزاف وكينساو لي نيرجيو فوكس. هذا هو لاسوس اللي بغينا ندوي عليه. حنا ماشي دي زيكسبير ديال النيورو ديال البنان كيفاش كيخدم، ولكن اتليست غير اشرنا على دي تروك هادو. كل واحد عنده الطريقه ديالو كيفاش انه يسير. جو كرو بالنسبه لي انا زعما لي نيرجي والفوكس انرجي على حسب زعما ما قريت اهم حاجه فيها هي الناس خصو يكون في الوقت. إذا ما كانش عندك الناس في الوقت مشكله، دونك الانرجي ما عمرها غادي تقاد. ثاني حاجه اللي هي السبور، دونك الا ما كنتيش كدير سبور غالبا الانرجي ديالك كتهبط دغيا. دونك هذا زعما جوج حوايج. زيد الماكله شي حاجه ما كنهضروش عليها، حيت اصلا في المغرب كلشي كناكلو كلشي، يعني اتليست ما عندهاش بزاف ديال المشاكل بالنسبه لينا. المهم اتليست ما كتاكلش، الا ما كنتيش كتاكل بالزنقه بزاف راك مزيان. دونك الناس والسبور شي حاجه اللي هي مهمه الا بغيتي تقاد انرجي. الفوكس صراحه شي حاجه اللي كنشوفها بزاف كسوا ديغني مولا في الكتابه ولا في الناس اللي كيديروا لي فيديو، هي القضيه ديال السوشيال ميديا، حيت فريمون هي العدو اللدود نتاع الفوكس. دونك سمعي انكم نقصوا شويه في السوشيال ميديا، واخا راكم كتفرجوا فينا في السوشيال ميديا، ولكن اتليست ماشي مشكل. هي باينه شويه دو بارادوكس، ولكن هادشي تاع الله. دونك حاولوا تنقصوا، حيت غالبا البيزنس كما قال جلال شنو هما كيبيعوا ولا شنو هما كيشريوا، راه كيشريوا الفوكس ديالك. وحتى ديك القضيه ديال ان السوشيال ميديا كيكون فيها ديك ستيمولي كما كنقولوا، دي دماغ كي فيه بزاف ديال الخدمه ديال لي تروك جداد اكسيتيرا، كتجي هذيك انه الملل تجي صعب جدا وفريمون كيجي مشكل. دونك حاول تقلل من السوشيال ميديا ولا تحس بان الفوكس ديالك كيزيد. المهم وبغيف كما قال مهدي كما كيقول جرب غوتور ديكسبيريونس ديالك هو المهم. اوكي دونك جو كرو دزنا لهاد لابارتي هادي ديال الفوكس و فوكس شنو دو فوكس و انرجي و التايم. دونك جو كرو حنا شفنا جو كرو حنا دوزنا كلشي. دابا ندوزو لي كومونتير حيت اصلا حنا تعطلنا. سي جلال بيتيغ راه قرب يودنا عنده الفجر. دونك نحاولوا ندوزو لي كومونتير، الا ما كانش اضافه ندوزو لي كومونتير باش كومسا نساليو. سي جلال راه تعدينا عليه دابا المشكله عنده، غادي يكون عنده مشكل ديال انرجي حيت ما عادش ينعس 100%، ولكن ماشي مشكل. معليش المهم غادي نحاول ندوزو على لي كومونتير الا ما دزناش عليهم كاملين سمحوا لينا حيت ما غاديش نقدروا. دونك حنا دايرين البلون يعني بطريقه اللي هي جلوبال، حاولنا نتريتيو كاع لي كا. دونك الا كان شي كيسيون سبيسيفيك غادي نحاولوا نجاوبوا عليه، سينو المهم سمحوا لينا وصافي. اوكي دونك المهم الا شفتوا شي سؤال اللي هو مهم حاولوا غير قولوا لي باش كومسا اوكي. ما عرفتش القاسميه، should we take notes when learning a new technology؟ واش نتوما كتاخذوا دي نوت وانتوما كتقراو؟ جو هادي مهم جدا ضروري في اي حاجه تفرج فيها ولا قراها ولا كيف ما كانت اكزاكتو. لي نوت ماشي غير تاخذ لي نوت، بحال انا صراحه كنت كناخذ لي نوت مثلا في كتب ولا شي حاجه، وكنحاول نكتب بنفس الطريقه كيفاش الكتاب مكتوب، فهمتي؟ بحال كندير لا كوبي كولي غير بالستيلو، ولكن هو برينسيپ خصك انت تصيغها بشي طريقه اللي هي نتاعك، يعني تصيغ ملخص صغير داكشي اللي تقال باش كومسا دماغ كي كومبيلي داكشي اللي الا ما خداوش نوتس كتبقى غير في الذاكره القصيره المدى. او موان بعدا فاش كتاخذ نوتس كتثبتهم شويه، عاد من بعد ملي كتكون طبيعه الحال خاصها تكون شي حاجه اللي كتحتاجها من بعد كتعاود تقرا كتزيد تثبتها اكثر. اوكي زعما حنا انا كنتفرج في اللايف ودابا انا معاكم في اللايف وكناخذ لي نوت داكشي. وين امبوبيلار اوبينيون فاش ما خصش نوت فاش نقرا ما عرفتش كيفاش ما سمعناكش اش مالكش اتليست انا قلت لكم واش ناخذ لي نوت فاش نكون نقرا شي حاجه جديده حتى هي هابيت صراحه مع الوقت هادي تولفها تير ما كناخذ زعما 100% غير هي مهمه صراحه باش حيت هاد القضيه راه كيديروها حتى في الاخر، يعني اتليست يقول لك ما الدماغ مدير باش يتسي باش تريتي يعني لي باترن وماشي باش يميموريزي لي تروك. دونك حاول انك ديرهم في شي بلاصه اللي هي ماهيش شادك. وراه قالها جلال واحد اللقطه ديال الاندكس كارد، ما عرفت واش سمعتوا بهذه القضيه هذه. فريمون مهمه باش كدير داك الملخص مره كترجع ليه وتشوفه، كيتسماو دي اندكس كارد بحال دير سؤال جواب وكتكون معروفه كترجع ريفريش ديال الميموري. مهدي اللي كنت باغي نقول هو هاد القضيه نتاع ما كناخذش هو ما كياخذش لي نوت حتى انا ما كناخذش لي نوت، ولكن غنقول سافا ديبوند شنو كان على اش من تكنولوجي كنهضروا.
الا كانت لونغاج بروغراماسيون ليبراري شي لعيبه بحال هكا جو فوا با لا بين انك تاخذ لي نوت كود اكزاكتومون هادو شي حاجه ثيوري الا حيدت هادي شنو غيخسر الا زدت هادي شنو غيخدم شنو غيخسر الا كانت شي حاجه اللي هي بلوتو تيوريك بحال دابا كتقرا اي دون نو داتا ستراكشر كونكورنسي بريميتيف شي ديزاين شي حاجه اتس نايس تو درا تو تيك نوتس تو مايت ميك سنس انك تاخذ نوتس ولكن شي حاجه اللي هي براتيك لا براتيك براتيك واحد الاوبينيون طمني جبد مهدي داتا ستراكشرز والعباد تذكرت واحد الحاجه سك ملي بديت كنقرا عاوتاني داتا ستراكشرز وكلشي حتى ملي بديت نقرا لانجويج ملي كنكودي في الورقه بستيلو باش نعقل باش ماتريزي كلشي مزيان دونك هذه واحد البراكتيس صراحه اللي مزيانه بزاف سورتو الناس اللي كيبريباراو لي انترفيو ولا باش تولي هكا باش كتولف مع الوقت وصافي اوكي امين تيقول واحد الحاجه مهمه ديال ان بنادم شي خطره كينسى راسو كيبقى يتفرج ما كيبراتيكيش دونك اون برينسيپ خصك تبراتيكي دف يعني جوج فاصلة خمسة فوا داكشي اللي كتفرج فيه المهم صعيبة هادي يعني مثلا تفرجتي ساعة خصك تبراتيكي واحد ساعتين يا ولكن هاد الماط هذا از فيري سيريوس لايك جوج فاصلة خمسة فوا كتلقى بزاف ديال لي تخوك تينصحو باش ان ديما داك الوقت اللي كتبراتيكي فيه يكون فايت هذاك الكونسيبت اي جس صحيح لايك الا قريتي شي حاجه يو شود براكتيس ات از ماتش از يو كان ولكن ذا اكزاكت اماونت ام نوت سو شور الا كانت خدمات 2.5 يا كبر ماشي بشحال 2.5 ب 10 ما عرفتش المهم واش تهدو عطانا رقم كنشكروه واقيلا داكشي راجع للباراميد اوف ريتينشن الا بغيتي تحكم في واحد الموضوع ماشي كفيك باش تسمع به او تقرا عليه ولكن خاص اغلبيات تعمل به دونك ريتينشن خاص باش تكون صحيحه خاص براكتيس وعاد باش تلصق مزيان واش عرفتوا شكون اللي تي عنده ريتينشن اكبر من فهاد الشيء كامل هو اللي تي اللي تيقري اكزاكتومون اذا صدقتي هذه ما دويناش على هاد لابارتي نتاعك كتقرا شكرا سي جاري حيت ذكرتيني بهاد القضيه هادي هما تيقول لك بانه الطريقه باش تبين بانك المهم باش تعمق المعرفه اللي كتقراي هو انك تيتشيها ولا اكس راه كتبها مهدي واقيلا سؤال مهدي عرباوي يوسف تهاكا ما عرفتش سمعتيني ولا لا ما سمعتينيش عاود اوكي دونك او برينسيپ كنت كنشكر السي جلال على هذه القضيه ديال اللي قال ديال انه تقري شي حاجه ولو برينسيپ هو انك يعني تقري ولو برينسيپ ديالنا انا ما يمكنش تقري كلشي دونك حنا كنديروا دي بلوغين جو كوا مريم عفاف ومهدي وعبد الرحيم كلهم كيديروا بلوغين شي حاجه اللي مهمه بزاف ودرنا حلقه خاصه عليه ديال كيفاش انك تبلوغي وكيفاش غادي يفيدك باش انك تعمق في شي حاجه دونك شي حاجه مهمه بزاف انك شي حاجه الا فهمتيها ولا قريتيها تقريها للناس غادي تكون شي حاجه مزيانه ولكن واحد الحاجه نبغي نزيدها يوسف والمهم ني ترا كنسول عليها مهدي عرباوي راه حاط كيسيون تقريبا نفس الموضوع بالنسبه لتيتش هي صراحه زوينه بزاف حيت كيف ما قلنا ديجا على البلوغين شحال من مره انه كتبقى تقلب على الحاجه قبل ما تحطها وداك لارتيكل كتقراه وتعاود تقراه وتعاود تقراه وتتاكد من داكشي مزيان دونك داكشي كينفعك ولكن بالنسبه للناس اللي فحال هكا كيديروا بحالنا كيحطوا بلوغز ولا يقدر يكون كاين الناس اللي كيديروا فيديوز وداكشي الا كان مثلا بحالي باقي ايتوديون اللي ما عندوش اكسبيريونس كبيره ولا داكشي اللي كيقراه عاد اول مره غيقراه انا جو بونس من الاحسن يدير واحد بحال وارنين صغير انه راه باقي زعما كيقراو ايتوديون اللي جديد بزاف علاش حيت الا جا شي حد اخر من بعد وقرا من عنده كاين الناس اللي اي حاجه خادوها ما كيقلبوش عليها هي راه خطا ولكن انت من الاحسن انك تحيد عليك داك العبء ديال انك كتبان بحال راه بروفيسيونيل اوكي حاجه اخرى كاين الناس اللي ما معزيش عليه يكتب بلوغ ولا معزيش عليه يكتب بوست ولا شي حاجه للناس راه تيتش ماشي بالضروره تكون اون سورت دارتيكل ولا فيديو راه ممكن غير صاحبك اللي كتعرفو
ولا كيقرا معاك ولا شي حد اللي كتعرف عنده زعما لي ميم زانتيغ ولا كاع غير شي واحد صاحبك اللي ممكن واخا ما يكونش مهتم بديك الحاجه كدوي معاه على شنو قريتي في النهار ولا شي حاجه تقدر تقول له واش عرفتي شنو قريت في هذا النهار وتشرح لي داكشي اللي قريتي راه هذيك حتى هي نوعا ما راه نفس البرينسيپ دونك ما يحاولوش يصعبوها الناس اكثر ما هي راه هي سهله بزاف وصافي هكا غادي يكون طبقها زعما ماشي بالضروره يكتب على ارتيكل ولا يدير على فيديو هكا غيكون معلوم اوكي دونك جاوبتي على السؤال ديال 40 هذه صراحه عندي زعما عندي ايديا على هذه القضيه ديال شكون خصو يرد البال واش اللي كيقرا ولا اللي كيكتب اون برينسيپ هذه ريسبونسابيلتي ديال اللي كيقرا دونك اصلا عندك 7000 سورس نتاع لي فيديو ديال هكذا دونك انت خصك تكون عندك ديك الملكه ديال انك تفلتري ولكن الناس اللي كيكتبوا راه اكيد راهم غادي يغلطوا زعما ماشي مشكل ولكن مزيان انك دير هذيك الورنين كما قلتي ما عرفتش انا شخصيا ما غاديش نديرها ولكن كاين اختلاف كبير غير هو انا علاش قلت لك هكاك حيت بعض المرات ممكن يطيح فيك شي واحد اللي باقي ديبيوتون ديال بصح يعني هو يلاه كيتعلم يفلتري يلاه كيتعلم يعرف واش هذا اللي كتب ليه واش بروفيسيونيل ولا لا واش اكسبير ولا لا فهمتي يعني ممكن تعاونه انه بهذاك الوارنين يولي يقول هو راه واقيلا راه بصح راه لي زارتيكل اللي كنقرا راه فيهم اللي خصني ناخذ داكشي وانا عيني مغمضين وفيهم شي حوايج اللي خصني نعرف راسي شنو كنقرا ومن عند من كنقرا يعني فهمتي الا درتيها راك غتفيد راسك وتفيد الناس الاخرين اوكي سامح دونك هاد الورنين اللي ديري الفوق ولا لتحت حيت غالبا الا درتيه لتحت ما يوصلوش لا كندير هو الاولاني ديما صافي اوكي دونك اسئله دونك عبد الرحيم كيقول لك سيلف ريورد شي حاجه اللي مهمه بزاف عبد الرحيم وش حاجه اللي مهمه صراحه حتى انا كان زعما مهمه جدا انك دير سيلف ريورد ديال مثلا قريتي شي حاجه دير شي هديه لراسك ولا شي حاجه واخا كتجي شويه ديال الطوباويه والهضره ديال السيلف ديفلوبمنت ولكن مهمه بزاف في هذا البروسيس بعدا تجربها واش تصدق ولا لا دائما كنقول هذا الشيء الهضره ديال المهدي السر كتشوف كتسمع شي حاجه شوف الغوتور ديكسبيريونس ديالك عاد شي واش مزيانه ولا لا اوكي دونك جو كرو كاع الاسئله دزنا عليهم كاين واحد السؤال ديال عبد الجبار اوكي شكون فيهم عبد الجبار جدي يمكن ولا مات اوكي هو هذا لا الثاني اوكي السؤال جوج كنركز بزاف على الاساسيات في التعلم ديال التكنولوجيا من اللي كنلقى راسي كنضيع بزاف ديال الوقت في شي حوايج اللي نقدر ما نحتاجهمش ولا غيدوز الوقت وغادي نساهم شنو الطريقه باش نتقن شي تكنولوجي في نفس الوقت ما نضيعش بزاف ديال الوقت عطانا معادله نقدر نجاوب انا عليه اوكي على السؤال انا بالنسبه لي كاين جوج ديال الحالات يا اما انت كتقرا واحد التكنولوجي حيت باغي تقدر واحد البروجي في القرايه واش الخدمه ولا شوف شنو الكا ديالك وكاين الحاله ديال انك انت باغي تسبيسياليزا فيها ولا باغي تعمق فيها كلكو سوا التغيير انتريسي بها ولا في خدمتك الحاله الاولى راك اصلا ما خصكش تعمق فيها بزاف وتقدر كاع ما تدوش على البيزيكس كاملين يعني انت كتبقى تابع البروجي شنو خاصك دير فيه كتبقى على حسابك كتعلم داكشي اللي خاصك الا كنتي كتعمق فيها راه ديجا ما خصكش تقول كنضيع الوقت في اساسيات لان ما غيكونش تضيع الوقت راه هذيك شي حاجه اللي ضروري خصك تعلمها وبزمنك هذيك الساعه كيولي كتضحي اوكي فكره وصلت ما سمعناش اخر كلمه ولكن الفكره وصلت اوكي دونك جو كوا درنا كاع لي كيسيون هذا سؤال موجه للمهدي قالت to stay update with technology should we read published research paper despite its complexity تا هو اللي ذكر سي البيبرز so it really depends علاش like فهمتي ما غتلقاش I don't know ما تقراش research paper باش تعرف كي غادير تخدم the next JavaScript library اتقرا research paper الا كنتي like if you're interested in some niche kind of topic like new hardware models or distributed system architecture patterns compilers شي تخربيقات اللي هما niche و fundamental computer science تما فين كيكون mostly research تما I would advise انك تقرا research papers الى عندك اللي بخيغوكي باش تقرا لحقا تقدر تقرا البيبر وتقرا من الاول حتى الاخر ما تمتع حاجه
So you should have a good, solid fundamentals and understanding of fundamentals in computer science. ومن ذاك الريسيرش بيبر تقدر تكون هي الجيتواي ديالك لواحد الهول وورلد نتاع النولج اللي كان مخبي عليك ما عمرك شتيه. سو بزاف حنايا اللي هو ثيوريتيكال ولكن فيه نايس ايدياز يقدر بعض المرات يكون فحال دابا ا لوت اوف ريسيرش بيبرز ما عندهمش امبلمنتيشن. ما كايناش امبلمنتيشن كاين دار ريسيرش بابليكيشن كيقول لك كاين ذيس داتا ستراكشر ولا ذيس باترن ولا ماتش نو ولكن حتى واحد nobody bothered انه يدير ا موديل امبلمنتيشن. سو انت ما كت انت ما غتقد صعيب انك تفيزواليزيها الا ما كانوش عندك دوك السوليد فاندمنتالز ولا اتليست ما كتفهمش شنو هو البروبليم اللي كتسولفي هذا هذا البيبر هذه علاش حنا كتبنا هذا البيبر ان ذا فيرست بليس. سو هنا لايك ماشي ريسيرش بيبرز ار نوت ذا بيست واي تو ديسكفر توبكس ولكن ان ماي اوبينيون دي ار ذا بيست واي تو اندرستاند لايك ذا وايز اند علاش عندنا بزاف ديال الحوايج اند هاو تو عندنا واحد بزاف نتاع الامبلمنتيشنز لا نتاع بزاف نتاع حوايج هما فيري بوبولار وحنا عزازين علينا نخدمهم از اند يوزرز علاش داروا كيفاش داروا لايك شنو هو ذا سوليد فاونديشن ولا شنو هما ذا ايدياز اللي خلاونا نكريو هذا السوفتوير هذا. This is like هذا هو الريزن اللي خصك علاش تقرا ريسيرش بيبر. الا قريتي ريسيرش بيبر فور ديسكفري بيربسز تقدر تقرا ريسيرش بيبر من الاول حتى الاخر ولا تسمح فيها في النص وتقول ايه ما استفدت حتى حاجه. اوكي شكرا سي مهدي شكرا الشباب صراحه راه ساعتين و 39 دقيقه حيت بقيت الا راني كنشوف صراحه راه عندكم كاملين الانرجي شي حاجه اللي مهمه مزيان دونك كلمه اخيره باش نختموا هذا المجمع صراحه حلقه جميله استفدت من بزاف ديال الحوايج وجو كوا حنا نبارطاجيو زعما الماكسيموم ديال لي تخويك اللي كنستعملوا كما قلت لكم حنا ماشي ديزيكسبير ونعاود نرجعكم النصيحه ديال مهدي كاع هادشي شدوه بحال هكذا وجربوه واش من غوتو ديكسبيريونس ديالك هادشي ماشي كيتاخد كما هو وكيتحط ما كاينش فيه الرايت واي يعني انت جرب وشوف شنو هي الحاجه اللي صح عليك. كلمه اخيره باش نختموا هذا المجمع الجميل نبداو مع ماشي نبداو قلبوا هذا دابا عبد الرحيم وندور عكس عقاري والساعه سي عبد الرحيم الحاجه الاولى اللي بغيت نقول هي ان لو تيرم ديال سيرفت او ديفلوبر غير بلطو ان تيرم ديال الماركتينغ دونك راه ايفري وان از سيلف توت ماشي غير سميتو. والحاجه الاخرى اللي بغيت نقول هو انه الا كنت تعجبك شي حاجه جاست ستارت زعما راه تقدر سويتشي الكارير ابري تقدر دير بزاف ديال الحوايج كاع حنا بشر وكاع غنغلطو دونك ما تخافش من انك تجرب شي حاجه حاول تكون وارلاكي دابا فهمتي كاين بزاف ديال الغوسوس كاين بزاف ديال الكوميونيتي كاين بزاف ديال الحوايج ماشي كلش حال هادي دونك القضيه دابا سهلت واحد شويه دونك حاول انتغرا زعما في سميتو في شي كوميونيتي كما بغيت تكون ودور بك الناس اللي تيبانوا لك الايدولز ديالك في شي تكنولوجي وجاست ستارت زعما الا كنتي غير تقلب على واش نبدا واش ما نبداش غير بدا راه كلشي غادي يجي مع الوقت وصافي. واحد الحاجه عطي راسك الوقت الا بغيتي تعلم شي حاجه حيت بزاف ديال الناس تيبقاو تيسويتشو بزاف تلقاه في شهر جرب ثلاثه الحوايج اربعه وتقول لك حتى حاجه ما عجبتني ما تنظنش في الشهر انك تقدر تقيس فريمون الحاجه اللي مزيانه في كل حاجه دونك عطي راسك الوقت فاش كنت تتعلم وصافي. شكرا سي عبد الرحيم. جلال نعم بغيت نكمل هذه الحلقه باش اللي تابعنا ساعتين وربعين ما يمشيش بلا والو واحد الخبر مهم جدا بان التعليم كان واحد السير في الطريقه ديال التعليم في هذاك الباث يعني تسمى كومباوند ليرنينغ بحال الى مشيتي دير واحد التمويل خديتي $1,000 وخليتيه تيكبر وهذيك هذاك الشيء اللي جاب لك 1500 تعاود تردو كامل تمويل دونك هذيك 1500 تجيب لك 3000 وهذيك 3000 تعاود تجيب لك 5000. المهم هذيك شتي هذيك ليرنينغ كيرف تولي فيها واحد لو سيركل فيرتوال تولي فيها واحد الردوديه نو مردوديه اللي هي تعلمت شي حاجه مردوديه اللي هي اكبر احسن من اللي بقيتي تتعلم واحد الموضوع ا ومشيتي راه الجهه الاخرى تعلمتي زد ومشيتي الجهه الاخرى وتعلمتي في الوسط. هذاك شيء مزيان ولكن it doesn't make sense in the long term. الا بغيتي على 15 سنه 20 سنه تستافد
حاول تنقز وكل مره تنقز تستعمل هذاك الشيء اللي تعلمتي. بحال دابا تاخذ الدومين ديال الريتيل وتبني عليه على اي بي ايز مثلا, وهذيك اي بي ايز تبني عليه على اوتوميشن. هذاك الشيء كل شيء ميك سنس, هذاك الشيء طرف واحد وتصدق هذاك الكامل, هذاك واحد زائد واحد زائد واحد ماشي يدير ثلاثة, يدير 30, فهمتي؟ دونك هذا الكومباوند ليرنينغ شي حاجه اللي بغيت نصح المهندسين والمهندسات يستعملوها ان شاء الله في المستقبل. وان نختم باش نقول بان تعلمت بزاف الحوايج ان شاء الله, وهذا الشيء كل شيء ختامه مسك كما قال واحد الولد في الكومنتس في البدايه, اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد. دونك بنادم راه ضروري يطلب العلم, وبهذا ليرنينغ وبهذه الحلقه هذه راه واقيلا الناس يخرجوا بواحد الافكار احسن ويستافدوا ان شاء الله. شكرا بزاف. مرحبا, شكرا سي جلال مهدي, شكرا على الوقت. حيت سي جلال راه بلوس دو يعني في السوايع دابا الى شفتوا عندنا حنا شحال بوحده, دونك هو راه عنده تقريبا جوج ونص ثلاثه, يعني راه صبر معنا في هذه المده هذه. نفس الشيء بالنسبه لسي مهدي. ساعه اوكي انا صراحه هذه الكلمه هذه نقولها للناس اللي باقيين تالفين ولا اللي باقيين في الاول ولا اللي باقيين يلاه بداو يقراو كمبيوتر ساينس ولا الانفورماتيك اون جينيرال. الا كنتي تالف وحسيتي براسك ما عرفتي دير حتى شي حاجه, او تسي فوكس اون ذا فاندامنتالز اند بيسكس اوف كمبيوتر ساينس, هذوك الا قريتيهم ما عمرك غتضيع فيهم الوقت. محتاجتي واش اليوم تخدم غدا فاندامنتالز ما عمرهم كيخسروا. فاش كنهضر على فاندامنتالز كنهضر على داتا ستراكشرز اند الجوريثمز, كنهضر على نتوركين, وكنهضر على او اس اند ا ليتل بيت اوف كمبيوتر اركيتكتشر. اند الى ما فاش تحس براسك تعرف وما لاقي ما تقرا قرا هادو, اند ذن افري تايم كتحس براسك تعرف وما باغيش ندير عاود ارجع حاول تقراهم. اند ذا مور يو اندرستاند الفاندامنتالز اور بيسكس كي البيرسبكتيف ديالك كي يولي احسن, وكتعرف تكلاريفي بزاف تاع الحوايج ستارتس ميك سنس من بعد. ذا مور يو اندرستاند البيسكس. واحد الحاجه هو تعلم, الحاجه اللي خصك تعلم هي تكون كريتيكال شويه في ثينكينغ ديالك. فوق ما تشوف شي حاجه ولا فوق ما تقرا شي حاجه حاول تكريتيكي, حاول تشكك. از ذيس كوريكت, داز ذيس ميك سنس, شنو من الحوايج اللي يقدروا يكونوا غالطين في هذا الشيء هذا. اند هاد الكويستشنز هادو كيجروك في اذر باث نتاع اذر كويستشنز, كيخليوك ديسكفري بزاف ديال الحوايج. سو لايك الا حاولتي تفوكسي على هاد الشيء من بعد الحوايج الاخرين كيجيو اوف تو غامزو. ديما كتبني على بزاف ديال الحوايج اللي كتعلم اوف تو غامزو. ذيس از ذا جنرال ايديا. فهم سي مهدي. انا اللي نقدر نزيد على اللي قالوا هو انه كما قلت قبيله الواحد يحط اولويات ديالو باش ما يبقاش غادي في شي حاجه اللي ما غاديش تنفعه ولا غادي يضيع فيها غير الوقت والجهد. وحاجه اخرى انه يتعلم يقلب ويسول, سواء في الانترنت يقلب زعما في محركات البحث جوجل ولا شي حاجه بحال هكا, ولا يسول حتى الناس اللي دايرين به, لان حتى هما كيفيدوك من الاكسبيريونس اللي عندهم شي حوايج اللي كتحتاج انك تسولهم فيهم. وهذا الشيء كيجي بطبيعه الحال كما قلنا انه يدخلوا للكوميونيتيز. حاجه اخرى هي انه ديما يعطي الواحد الوقت لراسو, واخا غير مره في الشهر يجلس يدوي مع راسو واحد شويه, شنو كندير انا, شنو كنقرا, فين غادي, شنو الخطوه الجايه, باش كيبقى عارف راسو فين حاط رجلي. حيت سينو الا بقيتي غادي غير تابع داكشي اللي كدير بلا ما تفكر كل شويه مع راسك انا فين وصلت وانا فين كاين, كتوصل لواحد الوقيته كتولي تالف, ما عارفش راسك شنو كدير ولا شنو الهدف ديالك الجاي ولا شنو الهدف ديالك في الحياه الى اخره. وصافي هادشي اللي انا بالي نقدر نخدم به, وكنتمنى التوفيق لكاع الناس اللي كيقراو وكيتعلموا ديما. من نوم انت مريم. لو انا الحاجه اللي غادي نزيد على هذا الشيء اللي قلتو كاملين, سي كو بغيت نقول اي واحد كيبغي يتعلم شي حاجه جديده ولا اللي كيتعلمو ديجا, ستي فوكست ودير في بالك بان اي حاجه تعلمتيها دابا ولا غتعلمها من بعد راه ات بايز اوف من بعد, يعني راه غادي تنفع. يعني ما غاديش ما كتقراش غير باش تقرا, راه كتقرا باش توصل لواحد البوست ولا باش ادفانسي بزاف ديال الحوايج. دونك سي سا, وحاول انك دير شويه ديال التايم مانجمنت, صراحه راه مهم بزاف حيت حنا راه كنتلهاو باي حاجه كتجي في الطريق. دونك ستي فوكست, ما
معطي شويه الوقت راسك كما قالت عفاف، دير الاكتيفيتيز اللي مولفتها ديرهم وصافي. راه كما قلنا راه ديفلوبرز نيفر ستوب تو ليرن، وراه اي حاجه راه بيز اوف زي ما كان. اوكي شكرا الشباب، شكرا مريم عفاف مهدي جلال وعبد الرحيم، صراحه كانت حلقه جميله، جيسبيغ انكم استفدتوا تقريبا بزاف ديال الناس، الا كانوا غير 10 الناس 12 لواحد فهمتي خداو غير واحد الموتيفاسيون صغيره راه درنا عمل كبير في هذا رمضان هذا، تقبلوا في الاجر ديالكم ان شاء الله. دونك البرينسيپ لي زعما النصيحه اللي نقدر نقول هو الناس اللي تبعوا هذا الشيء حاولوا انهم دوزوا واحد السيمانه وعاودوا تبقوا الحلقه، صراحه مهمه التكرار هذا لحقاش لي تروك ديال اللي قلنا انا كاين بزاف. وخذوا ورقه وستيلو قيدوا كاع لي نوت، سيروا قلبوا اكثر. نعاود نرجع النصيحه ديال مهدي، هاد لي غوماك هادو هاد النصائح هادو راه كيعكسوا حنا كيفاش كنفكروا كيفاش حنا كناخذوا هاد الشيء. دونك حاول جرب وشوف اللي يخدم ليك واللي ما يخدمش ليك. دونك شكرا بزاف الناس اللي بقاو معنا، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه اللي ما عارفش شنو هو الموضوع ديالها، دونك مازال ما كاينش الموضوع بالضبط. دونك الحلقه الجايه ان شاء الله غالبا ما غاديش يكون انا، غادي يكون واحد في الدراري، موضوع جديد اكيد. الكورسات السياره كاينه في جيكس بلا بلا. دونك الحلقه 82 غادي تكون ان شاء الله الحد الجاي. ساعة سعيدة وأديوس.